يلا حبايبي كده نبدأ. تعال نشوف الثلاث أفكار دول. اقرأ معايا أول واحدة. سوري، بيقولك I plus I square plus I power 3 plus and so on لحد I power كام؟ I power 100. ركز كده معايا. طالما انت بتجمع شوية حاجات يبقى انت كده بتتكلم في ايه؟ في summation of sequence. فاهم حاجة؟ يعني انت بتعمل حاجة plus حاجة plus حاجة plus حاجة، ده كده اسمه مجموع summation of ايه؟ sequence. عايزين بس نعرف السيكونس دي arithmetic ولا geometric. صلي بينا على النبي. انت بدأت بآي، اللي بعدها بقت اي سكوير، واللي بعدها واضح انها اي باور 3، وهكذا لحد اي باور 100. انا كتبتها في سيكونس اهو عشان تشوفها از سيكونس، انما اللي هو طالبه فوق بص كده، هو عامل ده بلس ده بلس ده بلس ده، يعني مجموع الحدود، يعني السميشن اللي هو القانون بتاع الاس بتاع السيكونسز. اوكي، طيب عايزين نعرف بقى دي هل هي ارثمتيك ولا جيومتريك. صليبين على النبي. انت بادئ برقم اي، بعد كده بقت اي سكوير، بعد كده بقت اي باور 3، فانت كل مره هل انا بزود حاجه ثابته ولا بعمل ملتبلاي حاجه ثابته؟ لا، انا كل مره كده بعمل ملتبلاي اي ملتبلاي اي. ها، فده معناه ان دي اسمها جيومتريك سيكونس. الاي اللي هي الفيرست تيرم باي، الار اللي هي الكومن ريشيو اللي هي القيمه اللي انا بضرب فيها كل مره بردك اي، والان اللي هو عدد الحدود اللي انا عايز اجمعها. واحد اتنين تلاتة، انت بادئ من اي باور 1، بعد كده اي باور 2 لحد اي باور 100، يعني من واحد لمية، يعني مية. ها، اخر حاجة لو عايز تجيب اللاست تيرم، لو عايز تستخدم قانون اللاست تيرم بكام؟ باي باور 100. طيب من الاربعة اللي معايا دول انا عايز اجيب السمشن، مجموع الميد تيرم دول. القانون بيقولك ايه؟ ها ايه؟ في 1 minus r power n minus 1 over 1، سوري r power n مش n minus 1، اوكي، 1 minus r power n over 1 minus r. ده القانون يا جماعه العادي، عايز انت تستخدم القانون بتاع ال مش فارقه، براحتك. اوكي، انا بحب القانون ده اكتر الصراحه. طيب يلا هتعوض، شيل ال a وحط i، وال r دي هتبقى ال r ب i وال n ب 100، يبقى i باور 100 خلاص. فال i دي هتتوزع، او ممكن الاول تقول ان i باور 100 بكام قبل اي حاجه، قبل ما توزع. صلي بينا على النبي. بص كده انا وصلت لايه؟ i في براكت 1 minus i باور 100 اوفر، ها، 1 minus r. r ايه؟ ما تشيل ال 4 وتحط ايه؟ ال r دي بكام؟ ب i. اوكي، ركز كده معايا. على فكرة المسائل دي شائعة جدا وفي ناس بتحلها بطريقة مختصرة، بس ده هينفع في السؤال ده ومش هينفع في غيره، فخليك دايما حلها as a sequence. اوكي، طيب فاكر كنا بنعمل ايه عشان نعرف ال i power 100 دي عبارة عن ايه؟ ها، كنا بنشوفها الريميندر بتاع الفور بتاعها بكام، باقي القسمة لو قسمناها على الاربعة كام. فاكر الكلام ده؟ اه، لو طلع باقي القسمة واحد تبقى هي i power 1، لو طلع يعني ايه، بص انت هتقسم الرقم على اربعة، عندك ايه بقى؟ اربع احتمالات. لو طلع باقي القسمة يعني 0.25، سوري 25، يعني باقي القسمة ربع، يعني واحد من الاربعة كده، باقي القسمة واحد، يبقى دي كده i power 1. لو طلع 2، ما هو 5 0.5، يعني ايه؟ يعني half، يعني ايه؟ يعني 2 من الاربعة، كده باقي القسمة 2، يبقى دي كده i power 2. لو طلع 75 يبقى باقي القسمة 3، يعني i power 3. لو طلع مفيش باقي قسمة يبقى هي أصلا i power 4 اللي هي ب 1 على طول. ها، طيب هنقسم ال 100 على 4 هيديك 25. بص كده هيطلع الأنسر 25، يعني باقي القسمة كام؟ مفيش باقي قسمة، يبقى هي أساسا ال 100 divisible of 4، وطالما ال 100 divisible of 4 يبقى هي من مضاعفات الأربعة، يبقى هي أصلا الـ i power 100 كأنها i power 4 يعني بـ 1. فـ 1 minus 1 بيو هيكنسلوا بعض، يبقى 0، 0 في i بـ 0 على أي حاجة بـ 0، فيبقى الأنسر في الآخر 0. ها؟ في أي حاجة صعبة؟ تعال نمسح ده كله بقى، خلاص حلتها. ها يا جماعة في مشكلة؟ سهلة صح؟ طيب تيجي نشوف اللي بعدها.
ماشي، اهم حاجه انك ما تكونش بتحفظ مساله وخلاص، لا انت بتتعلم منها. اول واحده دي كانت جيومتريك سيكونس، الاي بتاعتها اي، الار بتاعتها اي، الان 100، طبق القانون هتعرف تحلها في ثواني، هتطلع زيرو، ما فيهاش اي فكره. اهم حاجه عندي تحل الحاجات دي تاني لوحدك بعد اذنك. اوكي طيب تعال نشوف تاني واحده. اي باور ان ملتبلاي اي باور ان بلس 1 ملتبلاي اي باور ان دي ان بلس 2 يا جماعه، ملتبلاي اي باور ان بلس 3. بص دي تفرق عن الاولى كتير، دي مش هتتحل از سيكونس لسببين. اول سبب ها ان هم اصلا ملتبلاي بعض، فيعني سيكونس ايه؟ السيكونس لما بيكونوا مجموعه فانا ببقى عايز سمشن حاجه معينه، فهي كده كده مش سيكونس عشان هم ملتبلاي بعض، بس مش دي المشكله. السبب الادهى يعني الاهم اللي يخليني ما احلهاش از سيكونس ان هم اصلا اربع ترمات يا جماعه، فاهم حاجه؟ هم اربع، انت بتافور يعني، هم ملتبلاي واربع ترمات، خلاص بقى يلا احلها ازاي؟ هختصرها عادي. بص اي باور ان في اي باور حاجه في اي باور حاجه تانية في اي باور حاجه تالته، ممكن اخليها اي واحده واعمل اف الباورز بلس. ها ما هو اي حاجه ملتبلاي حاجه بخليها مره واحده، البيز اكتبه مره واحده واعمل بلس الباورز. اوكي يلا عندك ان وان بلس 1 وان بلس 2 ان بلس 3، اجمعهم كده فيها عندك 4 ان، يبقى 4 ان بلس، اول واحده فيها 0 الثانيه 1 بلس 2 بلس 3 يعني 6. في مشكله كده؟ يبقى اللي هو كاتبه ده عباره عن ايه؟ عباره عن اي باور 4 ان بلس 6. تعال نختصر ده، قلنا قبل كده اديتها لك حتى في السمري ان اي باور 4 ان على طول ممكن اشخبط ال 4 ان وتبقى اي باور 6. ليه؟ تيجي نفتكر، عشان هي اي باور 4 ان بلس 6 كانها اي باور 4 باور ان ملتبلاي ار باور 6، اي باور 6 سوري. اوكي فالاي باور 4 ب 1 1 باور ان ب 1 يبقى الاي باور 6. اوكي طيب اقسم ال 6 دي على الاربعه وشوف باقي القسمه، لما اقسمها على الاربعه هتطلع 1.5، يعني باقي القسمه كام؟ ها الريميندر كام؟ 2. يبقى هي كده بتساوي ايه؟ اي باور 2، واي باور 2 كلنا عارفين انها بنيجاتيف 1، يبقى الاجابه ايه؟ سي. ها هو ازاي اعملها ايه؟ ازاي اعملها ايه بجد يعني؟ 1 2 3 اي سكوير بنيجاتيف 1 يا جماعه، لا هي غلط، هي سي يا جماعه. خلاص ممكن هو بس الحل غلط، طب اعدله لكم. طيب يلا نشوف اخر واحده، امسح بس كده عشان تبقى شايف المساله. هي دي يا جماعه ان بلس 2، بس مفيش حاجه اسمها ان 2، ممكن تكون 2 ان مثلا، مش عارف، ممكن تكون 2 ان، مستحيل حتى لو 2 ان مش هعرف احلها. اوكي طيب هي ان بلس 2، دي ان بلس 2. طيب يلا يا جماعه نكمل كده نشوف تالت واحده. اي باور فاكتوريال 0 بعدين اي باور فاكتوريال 1 بعدين اي باور فاكتوريال 2. ايه ده؟ استنى بس كده، انا مش عارف احلها كده. ايه فاكتوريال 0 فاكتوريال؟ طب استنى استنى استنى، هل دي ينفع تبقى سيكونس؟ ازاي طيب؟ بص دي مش سيكونس خالص. ليه؟ اي باور 0 هي اكيد سيكونس، قصدي انها مش ارثمتيك او مش جيومتريك سيكونس، لانه قال اي باور 0 بعد فاكتوريال 0 بعدين فاكتوريال 1 بعدين فاكتوريال 2، دي قصه حزينه دي. ها طيب ركز كده معايا، اي فاكتوريال 0 بكام؟ فاكتوريال 0 ب 1 يبقى اي باور 1 يعني اي بلس، بعد كده اي باور فاكتوريال 1 يعني اي برضو، ما هو فاكتوريال 1 ب 1 بلس اي باور فاكتوريال 2، ما هو اي باور فاكتوريال 2 بكام؟ ب 2 يبقى اي سكوير بلس. مستر انت هتقعد تعمل كده كتير، استنى بس نكمل نشوف هنوصل لايه، يمكن نوصل لحاجه حلوه. اي باور فاكتوريال 3 فاكتوريال 3 ب 6 بلس، ركز بقى في كل اللي جاي كده. ها هاي ركز بالله عليك، ركز عشان الحته دي متعه متعه حقيقيه انت مش متصورها. ابتداء من فاكتوريال الفور، بص تحت، مش فاكتوريال الفور عباره عن 4 ملتبلاي 3 ملتبلاي 2 ملتبلاي 1؟ طب لو انا قلت لك اي باور بربق، مش انت كنت بتمسك البربق ده تقسمه على الاربعه وتشوف باقي القسمه؟ ابتداء من الفاكتوريال 4 فيما بعد فاكتوريال 5 فاكتوريال 6 كل اللي جاي، يعني بص فاكتوريال 5 عباره عن 5
في 4 في 3 and so on. ال 6 عبارة عن 6 سوري 6 في 5 في 4 في 3 and so on. يعني واضح جدا ان ال 4 ابتداء من فاكتوريال 4 هتفضل موجودة مضروبة في الفاكتوريال. ده معناه ان كل الباورات اللي من بعد الفاكتوريال 4 ها موجود فيها 4، وبالتالي لو قسمناها على 4 هيطلع بوزيتيف انتجر، يعني هتقبل القسم على 4، يعني هتبقى من مضاعفات ال 4. يعني نقدر نقول بص كده ان كل اللي جاي ابتداء من الفاكتوريال 4 اي باور فاكتوريال 4. ما بص انا بقول ايه يا جماعه، احنا خدنا الكلام ده خلي بالك في البرمنتيشن والكومبينيشنز كويس، خدنا الحته بتاعت ايه لما يجي يقول لك انا عايز الرقم يكون ديفيزبل اوف 4 مثلا. فعشان يبقى ديفيزبل اوف 4 ابتداء من الفاكتوريال 4 وانت طالع. ليه؟ الفاكتوريال 4 في 4 باي 3 باي 2 يعني في 4، فلو قسمنا بص مش هو 4 باي 3 باي 2 باي 1 مش هو ده كده فاكتوريال 4؟ اه لو قسمناه على 4 ال 4 هتتكنسل مع ال 4 هيبقى 3 في 2 يعني هيبقى ايه انتجر. ها وهكذا في كل اللي جاي. فاكتوريال 5 في 5 بس مش مهم، المهم ان في بعدها 4 فاهم حاجه، فلو قسمت على الفور هتكنسل بعضها. طيب فاللي انت لازم تبقى عارفه وخلي بالك دي خليها سكيلز في حياتك اوكي، ان الفاكتوريال من رقم معين بيبقى الرقم ده ظاهر فيه كل اللي بعده نفس الرقم ها بيبقى ظاهر فيه برضك اوكي. طيب انت هنا عرفت ان خلاص الفاكتوريال 4 هيبقى كانها باور 4 يعني ب 1 اها بلس فاكتوريال 5 برضك 1 بلس 1 لحد اخر 1 اللي هي فاكتوريال 25. مستر معلش يعني دول كده من اول الفاكتوريال 4 لحد الفاكتوريال 25، يعني من 4 ل 25 كام واحد كام يعني بص انا عايز اعرف دول كده كلهم كام 1 عشان اشخبطهم واكتب. ها من 4 ل 25 كام؟ واحد يقول لك مستر هعمل 25 ناقص 4 يطلع 21، زود بقى عليهم واحد عشان انت كده طرحت الاربعه هيهطل ها هدوهم على صوابعك. افهم تاني بص القانون عموما بتاع الحاجات اللي زي دي يا جماعه بيقول لك ايه، اند ماينس فيرست بلس 1 قانون العد فهيطلعوا 22، يعني من 4 ل 25 22 واحسبهم على ايدك وشوف. يعني ايه قانون العد يا جماعه هفهمك، انت دلوقتي لما تيجي احسب حتى كده من 4 ل 7 يلا على صوابعك دلوقتي من 4 ل 7 عد كده 4 ادي 1 5 ادي 2 6 3 7 ادي 4 اوكي. طيب لو طرحتهم هو انت كده خلاص عرفت ان من 4 ل 7 كام ترم؟ ها من 4 ل 7 طلعوا 4 انا عدتهم على صوابعي، انما لو عملت 7 ناقص 4 هيديك 3. عارف ليه؟ بص كده على صوابعك اعمل 7 شيل منهم 4 هيديك 3، بس انت وانت بتشيل الاربعة شلت الترم الرابع اللي هو رقم 4 نفسه اللي انا عايزه. فاهم حاجة؟ نفس الكلام هنا يا جماعة، انا فاكتوريال 4 معايا، فلو انا عملت 25-4 كده انا ما حسبتش الترم الاول اللي هو بتاع فاكتوريال 4، فبروح مزود واحد في الاخر تاني. خلاص ده قانون العد، ده يهمني تبقى عارفه عموما لحياتك، يعني مش مهم المسألة دي لازم تعرفه لحياتك اوكي. طيب ممكن بس اخد نفسي اقول لك حاجه يبقى انت كده عرفت ها ان اي واي واي وكل ده عادي. اول 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 لما جت الاي باور 4 لا لا الوضع اختلف. ليه؟ لان يعني ابتداء من الاي باور 4 الفور ظهر از فاكتور في الفاكتوريال. ها ما هو فاكتور يا جماعه فاكتور، ما هي الفور ظهر في فاكتوريال 4 وال5 الفور ظاهره فهيبقوا كلهم اي باور 1 لانه كلهم هيبقوا من مضاعفات ال4 الباور هيبقى من مضاعفات ال4 اوكي. طيب كنا عايزين بقى نعرف من ال4 لل25 من ال4 لل25 دول كام ترم؟ ها عملت 25 ناقص 4 وزودت 1 طلعوا 22، يبقى ده كده 1 زائد 1 زائد 1 22 مره، يبقى كل دول كده في الاخر ب 22. في مشكله كده؟ طيب يلا بقى نشوف دول اي واي ب 2 اي بلس اي سكوير بنيجاتيف 1 اي باور 6، ال 6 دي من مضاعفات ال 2 كانك نقصت منها 4 تبقى اي سكوير بنيجاتيف 2 1 برضو.
اوكي. واحد تاني ممكن يقول لي مستر طب ما هي اقسم الستة على اربعة، اقسم الستة على اربعة هيبقى لك 0.5، يبقى هي من مضاعفات ال 2. ها المهم انك هتختصر، هيبقى 2i plus negative 2 و22 يعني 20 بس. اوكي ها، يبقى الإجابة دي. في أي حاجة صعبة؟ ها جامد. بصوا يا حبايبي السؤال ده كده، ده يعتبر سؤال ساذج قوي، سؤال أولى ثانوي أصلا، فأنت عشان كده هتحسه صعب. يعني مش بقولك أنت هتحسه سهل، لا هو هتحسه صعب عشان هو سؤال ساذج بتاع أولى ثانوي مش منهجك قوي. يعني بص بيقولك if L و M are the two roots of A of quadratic equations، ومديك الـ equation. ركز بقى كده معايا، هو طالب ايه؟ ال سكوير بلس ام سكوير. اعتقد ان احنا شفنا المساله دي في شابتر 1، في ريفيجن شابتر 1 او في الكالكولس مش فاكر، بس انا حليتها قريب قوي. يعني انت دلوقتي بتستغل فكره ان ال سكوير بلس الام سكوير عباره عن ايه؟ عباره عن ال بلس الام اول سكوير ماينس ايه؟ ماينس 2 ال ام. لو انت ما شفتش المنظر ده قبل كده يبقى انت ما كنتش بتذاكر قبل كده، لان انا لسه شارح الحاجات دي قريب. ركز ركز كده معايا، لو عايز تتأكد، لو انت فكيت البراكت ده ها هيبقى فيرست سكوير يعني ال سكوير بلس سكند سكوير يعني بلس ام سكوير ها بلس 2 ال ام، صح كده؟ فانا رحت شايل ال 2 ال ام بقى، عملت ماينس 2 ال ام عشان اخلص من الترم التالت ده، فيتبقى ان ده هو هو اللي هناك. فاهم قصدي؟ ما هو البراكت ده لو اتفك هيديك تلات ترمات، ال سكوير وام سكوير، ودول انا عايزهم بلس 2 ال ام اللي هو الاول في الثاني في 2. انا بقى شلت الترم ده عشان خاطر يبقى الناحيتين قد بعض، في مشكله؟ طيب انا مش فاهم انت ليه عملت كده، هقول لك. ركز بقى كده، سوري، ليه عملت كده؟ عشان هستغل فكره ان ده كده السم اوف ذا تو روتس، وان ده كده البرودكت اوف ذا تو روتس. خلاص انت عايز ال ال سكوير بلس ام سكوير، وانا مش هعرف اجيب ال ال ولا الام، يعني انا ممكن اجيبها على الكالكوليتر بس العمليه سخيفه يعني ملهاش لازمه. اوكي فالحل اللي انا اعمله يا اصدقائي ها ان انا احلها بالطريقه دي. انت عارف ان الايكويشن اوف سكند ديجري اصلا بتبقى على الصوره اكس سكوير ماينس السم اوف ذا روتس اكس بلس البرودكت of the roots كل ده equal zero. اه طيب ما هي الايكويجن معايا فوق الا ان فيها مشكله صغيره، هي مش صغيره قوي يعني هي كارثه. ايه هي بقى؟ ان المفروض بص كده، المفروض عشان اعرف احلها بالطريقه دي يكون coefficient الاكس سكوير هنا 1، هنا في 2i، فهتعمل الايكويجن كلها divided 2i. فبص بقى تبقى الايكويجن عباره عن ايه؟ ركز، اكس سكوير ماينس، انت طبعا ال 2i بتتقسم على الثلاثه فدي كنسلت، هيبقى هنا 4i divided 2i، 4 divided 2 ب 2، i مع i كنسلوا بعض يبقى x plus ها 3i cube على 2i square هتبقى 3 over 2i cube على i بس، سوري بص انت بتقسم على 2i ف 3 على 2 و i power 3 على i power 1 يبقى i square equal 0. يبقى على طول كده انا اقدر اعرف ان السم بكام؟ ب 2، لان النيجاتيف موجوده هنا وهنا. عارف لو النيجاتيف ما كانتش موجوده كنت هقول ان الصم بنيجاتيف 2، يعني لو دي كانت بلس 2 كده كنت هقول ان الصم بكام؟ بنيجاتيف 2. فاهم حاجه؟ ها الكلام ده مهم جدا. اوكي طيب يبقى الصم بنيجاتيف 2 سوري ب 2 والبرودكت ب 3 اوفر 2 اي سكوير. روح بقى عوض هناك عشان تجيب الايه؟ عشان تجيب ال ال سكوير بلس ام سكوير. احنا قلنا ان ال سكوير بلس ام سكوير عباره عن السام سكوير والسام ب 2، يبقى 2 سكوير ماينس 2 ملتبلاي البرودكت، والبرودكت ب 3 اوفر 2 اي سكوير. يلا اختصر، 2 سكوير ب 4 ماينس ال 2 هتكنسل ال 3 هيبقى ال 2 سوري هتكنسل ال 2 اللي تحت هيبقى 3 اي سكوير، اي سكوير بنيجاتيف 1 فتبقى دي بلس، اي سكوير دي بنيجاتيف 1 صح كده؟ فالنيجاتيف مع النيجاتيف يبقى بلس 1، يبقى دي بكام؟ ب 7. يبقى الانسر دي. ها في اي حاجه صعبه؟ ها
السؤال ده given that point Q ايه ده؟ اوكي point Q can be expressed on polar 4 اهي كام وكام؟ 9 وباي اوفر 3 باي اوفر 3 دي اللي هي 60 ديجري اوكي؟ طيب هو بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك which of the following مديك اربع اختيارات انهي فيهم هيبقى equivalent للبوينت بي سوري للبوينت كيو برضو ايه ده؟ يعني واحده من الاربعه اللي قصادك دول اللي هم الاي او البي او الدي او السي سوري ها؟ طيب الاربعه دول واحده منهم هي البوينت كيو طيب هتلاقي بقى بص كلام فارغ يعني بص هنا في سي مثلا عامل لك نيجاتيف 9 فانت ليه ما تتكلمش معاه اصلا ها؟ ليه بقى ما تتكلمش؟ عشان ده هبل شايف ده يا كابتن كده ال 9 دي كده دي اصلا لينث هو هنا بيختبر بيشوفك انت فاهم يعني ايه بولار فورم ولا لا لا انا فاهم طبعا بص كده بولار فورم يا صديقي معناها انك بتمثل النقطه بطول ودايركشن 60 ديجري من الايه من البوزيتيف دايركشن اوف اكس اكسس يعني من ده في هنا 60 ديجري كده دي 60 ديجري ودي كده طولها 9 ها فالحل الوحيد انك تلعب في الانجل 60 تزود عليها 360 او تنقص منها 360 مفيش حل تاني اوكي فتعال نشوف لو زودنا 360 60 بلس 360 هتطلع 420 يعني كام راد 420 عايز اعرف بالراد هتقسم على 180 واللي هيطلع تلزق فيه باي فهتبقى 7 باي اوفر 3 موجوده اهي بي يبقى ده الانسر خلاص يبقى هو كده بيستعبط هو كده زود 360 بس ففرقت حاجه لا خالص هو بيختبر بس يعني السؤال ده اصلا عايز واحد عبيط فاهم يعني هو بيختبر انت فاهم يعني ايه بولر فورم ولا لا بس انا فاهم طبعا فاهم طبعا يعني ايه بولر فورم ها انت لو غيرت او زودت على الانجل 360 درجه فانت هتلف وترجع تاني في نفس المكان فما فرقتش حاجه ها ولو نقصت هتلف بس في الاتجاه المعاكس وهترجع تاني برضو ها بصوا حبايبي كده ده برضو سؤال يعتبر اولى ثانوي اكتر بيقول لك which of the following is true هل ال 2 plus 3i اقل من ال 3 plus 4i ولا ال 3 minus ها اقل منها ولا ال ها ها ولا nothing of the previous طبعا nothing of the previous ليه انا مش فاهم بص يا صديقي في نظريه مهمه جدا انت لو عارفها هتختار دي على طول النظريه بتقول ايه انه لا يمكن المقارنه ما بين عددين مركبين مفيش حاجه اسمها عدد مركب اكبر من عدد مركب الكلام ده يا باشا بنقوله لما يبقى معايا 5 و7 فاقول لك لا ال7 اكبر لما يبقى معايا نيجاتيف 2 و3 فاقول لك لا ال3 اكبر ها ماشي نقارن ما بين عددين حقيقيين اوكي لكن في الكومبلكس نمبرز مفيش حاجه اسمها اقارن ما بين عدد وعدد ليه لان الكومبلكس عدد مركب معقد متكون من جزئين جزء منه حقيقي وجزء خيالي فلما هاجي اقارن ما بين عددين هتقولي طب ما يمكن الحقيقي اكبر من الحقيقي والخيالي اكبر من الخيالي حتى لو ده حصل ما هو انت مش فاهمني العدد المركب زي مثلا ال 2 plus 3 i دي ده يا جماعه اصلا has no value ملوش قيمه حقيقيه عشان اقدر ان انا اقارنه ما بين عدد وعدد تاني ما هو ده اصلا ملوش قيمه ها بيقول لك what is the argument of the complex number يعني سمي الزد كده اللي هو الكومبلكس نمبر نيجاتيف 6 الارجيومنت اللي هي السيتا يا جماعه طب انا ممكن اجيب لك الار والسيتا مستر ما تتعبش نفسك انا عايز السيتا بس هو انا هتعب في ايه هتعب في ايه ده انا هعملها على الكالكوليتر بص همسك مود واحولها كومبلكس هختار رقم 2 ماشي وهكتب نيجاتيف 6 وادوس ايكوال اوكي واقوم عامل شيفت 2 واقول له هات لي ايه 3 هيجيب لي الار والسيتا على طول كتب لي كده 6 و180 ها دي المودولس اللي هي الار دي الامبليتيود او الارجيومنت اللي هي الثيتا 180 اللي هي باي ها في اي حاجه صعبه يلا يا باشا كده نشوف السؤال ده اهي دي النظريه اللي انا كنت بتكلم فيها في السمري ركز كده بيقول لك اف 3 و2 ماينس اي ار تو روتس اوف ثيرد ديجري ايكويشن لحظه كده بقى كلنا عارفين يا جماعه ان الثيرد ديجري ايكويشن بتطلع كام سوليوشن 3 x1 و x2 و x3 عادة يعني طبعا ها ممكن يطلع سوري ممكن الثيرد ديجري ايكويشن تطلع سوليوشن واحد في الحالة دي بيبقى ال x1 وال x2 وال x3 هما نفس الايه السوليوشن
لكن الطبيعي ان الثيرد ديجري بتطلع 3 سوليوشن خصوصا لو كومبلكس، وانت هنا بتتكلم في الكومبلكس لان في واحد منهم 2 ماينس اي. اوكي طيب، انا اديتك نظريه في السامري وقلت لك ركز عليها قوي 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 قوي. النظريه بتقول ايه؟ انك لو لقيت احد الحلول كومبلكس يبقى لازم يكون الكونجيجيت بتاعه روت تاني موجود. ها اسمع تاني، الثري ده خلاص ده اصلا بيور ريل نمبر مش كومبلكس، هو كومبلكس بس يعتبر ايه الايماجينري بارت بتاعه زيرو، فده مش اللي انا بتكلم عنه لان الكونجيجيت بتاع الثري اصلا ب3. اوكي انما شايف ال2 ماينس اي دي كومبلكس، طالما هي موجوده وروت يبقى لازم الكونجيجيت بتاعها يكون كمان موجود وروت. طب كونجيجيت ال2 ماينس اي، ها هو الكونجيجيت كنا بنجيبه ازاي يا شربو؟ كنا بنغير اشاره الايماجينري بارت، يعني هي نيجاتيف 1 هنا في ال2 ماينس اي دي الريل بارت 2 والايماجينري نيجاتيف 1، انا هغيرها اخليها 1 يعني 2 بلس اي، يبقى ده كمان لازم يبقى روت موجود. فهو بيسألك بيقول لك ايه الروت التالت بكام، فهتختار 2 بلس اي عادي. ها النظريه رهيبه خلي بالك منها. اوكي يلا حبايبي كده، بيقول لك فايند ذا مودولس يعني عايز الار، اند ذا برينسيبال امبليتيود يعني عايز السيتا كمان، ها اوف ذا نمبر زد اهو مديك الزد بنيجاتيف 41 كوساين 30 بلس اي ساين 30. طبعا السؤال ده سهل جدا انه يتحل على الكالكوليتر، الا ان في ناس كتيره منكم ممكن تغلط تقول لي ايه، تقول لي يا مستر مش هو اصلا الترجنومتريك فورم بتبقى ار كوساين ثيتا بلس اي ساين ثيتا، فاقول لك ماشي صح كلامك صح، فيقول لي خلاص يبقى الار هنا بنيجاتيف 41 والثيتا ب 30 ديجري صح كده يا مستر؟ ها عارف المشكله فين؟ ان انت مش واخد بالك ان دي اصلا مش تريجونومتريك فورم، ولا يصح اطلاقا ان احنا نقول عليها تريجونومتريك فورم، لان التريجونومتريك فورم يا صديقي بتكون لازم الار دي ايه بوزيتيف، لان الار دي بتمثل طول فما فيش طول بالنيجاتيف. اوكي ولازم الكوساين تبقى موجوده الاول والساين هي اللي تبقى لازقه في الاي، ولازم الكوساين اشارتها بوزيتيف والساين اشارتها بوزيتيف، كل ده حصل هنا الصراحه. اوكي هي بس المشكله ان الار بيديها لك بنيجاتيف 41، فدي كده يا جماعه مش تريجونومتريك اصلا. اسمع تاني كده، يعني هو لو جه سالك مش مهم يا عم يسأل. مش مهم السؤال. انا ممكن ما احلش السؤال ده اصلا يا ابني، احله على الكالكوليتر. انا يهمني ان انت تبقى فاهم ها ان دي لا يمكن اطلاق عليها انها تريجونومتريك، ما ينفعش. ها في اي مشكله كده؟ طيب ازاي بقى اجيب الار والثيتا الحقيقيين؟ همسك الكالكوليتر بتاعتي، اهم حاجه اكون محولها لمود الكومبلكس، انا سايبها كومبلكس عشان انا بحل دلوقتي معاكم الدرس ده. هكتب نيجاتيف 41 هفتح براكت كوساين 30 بلس اي اللي هي اي ان جي، واكتب ساين 30 واقفل براكت واقفل براكت تاني عشان براكت الساين وبراكت الايه اللي انا كنت فاتحه في الاول، دوست ايكوال، قام مداني الجبريك فورم نيجاتيف 41 روت 3 على 2 ماينس 41 اوفر 2 اي. طيب انت عايز الار والثيتا، هتقوم دايس شيفت كومبلكس وتختار رقم 3، راح مديني كده 41 وعامل العلامه دي نيجاتيف 150. اوكي فهتختار الاجابه 41 ونيجاتيف 100 فين هي؟ دي اهي 41 ونيجاتيف، ها يعني الكالكوليتر هي اللي حلتها. طب سؤال زي ده يا مستر ممكن يجي في الامتحان؟ وبعدين حتى لو ما جاش وانا بهتم بالاسئله اللي بالامتحان ولا انا بتعلم لنفسي؟ طيب في ملحوظه عايز اقول لك عليها، شايف ال 100 سوري النيجاتيف 150 دي؟ ها شايف النيجاتيف 150 دي؟ هي كان ممكن واحد تاني يطلعها ايه يا جماعه؟ ثانيه واحده احسبها 210 ديجري، الانجل دي ايكوفالنت للانجل دي. بس الفكره ان احنا دايما النورمال او الامبليتيود البرنسبل لازم يكون ما بين النيجاتيف 180 وال 180، فاكر الكلام ده؟ ها لازم يكون في الفتره من نيجاتيف 180 ل 180، فلما كان بيطلع اقل من النيجاتيف 180 كنا بنزود عليه 360، ولو اكبر من ال 180 كنا بننقص منه 360. اوكي بصوا يا حبايبي كده، فئه مهمه جدا من المسائل نركز فيها خلاص. بيقول لك اف بص ابسوليوت زد دي يا جماعه، سوري ابسوليوت زد دي كده، ده معناه ان الزد ده اهو كومبلكس نمبر،
فالابسوليوت دي معناها الار بتاعت الزد. ها اسمع تاني كده، ابسوليوت زد مش معناها ابسوليوت بتاعت الاعداد بتاعتنا. لو احنا كنا في عالم الاعداد كنت اقول لك ان الابسوليوت دي معناها خد ابسوليوت عادي ماشي، اللي هو الابسوليوت فاليو. اوكي، انما هنا معناها الار. اوكي، لو عايز المودلس هيكتب لك كده مودلس اوف زد، يعني ايه؟ يعني الانجل بتاعت الزد، او ارجيومنت ساعات تكتبها كده ارجيومنت الزد. ايه الارجيومنت اوف زد دي؟ دي يقصد بيها السيتا، سوري السيتا. ها ركز معايا بقى تاني، هو هنا بيقول لك ايه؟ خلي بالك اللي انا هقوله دلوقتي ده مش مسألة بنحلها وخلاص، دي فكرة عامة لازم تبقى عارفها عشان بنحل بيها افكار كتير قوي زيها. ها هو هنا بيقول لك ايه؟ if modulus الزد يعني الار بتاعت الزد بتساوي modulus الزد ماينس 2، هات لي الريل بارت بتاع هات الاكس يعني. ها طيب ركز كده بقى معايا، في الحالة دي في المسائل اللي زي دي يا جماعة، ركز بالله عليك، في المسائل اللي زي دي بنفرض ان الزد، ونشوف اي مسألة، اي مسألة فيها ايكويجن بيبقى عندك دايما خيار من خيارين، ايه خيار من خيارين؟ هما اتنين بس يعني، ما تكبرش الموضوع. يا اما تفرض الزد على الالجبريك فور اللي هي اكس بلس واي اي، يا اما تفرضها على التريجونومتريك فورم اللي هي ار، افتح لي بقى براكت، كوساين سيتا بلس اي ساين سيتا. طب امتى اشربه؟ افرضها الجبريك وامتى افرضها تريجونومتريك؟ صلي بينا على النبي. ها هنا حضرتك معاك زد ماينس 2، فاللعب انك نقصت منها رقم او زودت عليها رقم، فيبقى من مصلحتك انك تشوفها ايه؟ الجبريك. اسمع تاني بالله عليك، عارف لو انا كنت كتبت لك مثلا كده، وكنت عملت لك هنا مثلا ايه زد باور 3 او اي، بص اي لعب في الباور، او قلت لك زد ملتبلاي 3، ما هي ملتبلاي 3 مش فارقه كتير يعني ماشي، او زد 1 ملتبلاي زد 2 كده، او ديفايدد زد 3، اي حاجه من الحاجات دي كده، تفرض الزد ار كوساين سيتا بلس اي ساين سيتا. ها انما انا هنا قلت لك زد وزد ماينس 2، فاللعب على البلس والماينس، على الادنج والسبستراكتنج. انا عايز اقول لكم حاجه يا جماعه، مش شكرانيه في نفسي، ها يعني مش قصدي اشكر في نفسي، بس المعلومات اللي بقولها دي رهيبه رهيبه، اقسم بالله انت ما متخيل مدى اهميتها. انا لما اجي اخش على سؤال كده، ها ما انا ممكن احفظك اقول لك يا باشا اعمل كده او اعمل كذا او اعمل، لا 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 لا، انا لما اجي اخش على سؤال زي ده لقيت انه في زد، كده كده الزد دي انا ممكن افرضها زي ما انا عايز، يعني ممكن افرضها تريجونومتريك. بص هو مفيش اي معنى ان انا افرضها اويلر ماشي، ولا اي معنى ان انا اعملها بولر في براكتس ماشي، هو الاحسن يا تريجونومتريك ها يا الجبريك. الحاله الوحيده اللي بتفرضها فيها الجبريك هي الحاله دي، ان بيكون معاك حاجه بلس او ماينس حاجه تانية، سواء بقى رقم حقيقي او زد تانية او المهم في الادنج والسبستراكتنج، فاكر في السامر انا قلتها لك، قلت لك في الادنج والسبستراكتنج ببقى عايز الزد على الايه، على الكومبلي على الالجبريك فورم. اوكي فانا هنا هروح فرض الزد اكس بلس واي اي، هو بقى قال لك ايه؟ قال لك ان ابسوليوت الزد دي او الار بتاعت الزد بتساوي ابسوليوت الزد ماينس 2 اللي هي الايه الار بتاعتها. طيب مع الار بتاعت الزد يعني الار بتاعت الاكس بلس واي اي بتساوي الايه؟ الار بتاعت الاكس بلس واي اي اللي هي الزد دي يعني ماينس 2. طيب شايف ده كده؟ الار بتاعته عباره عن ايه؟ بايثاغورس سكوير روت الحقيقي سكوير يعني اكس سكوير بلس الخيالي سكوير. حد عنده مشكلة مع اللي أنا قلته ده؟ ها؟ ركز تاني بالله عليك. ركز تاني ما تكبرليش الموضوع. أنت دلوقتي أبسوليوت الزد دي أنا فهمتك خلاص، ما أنت ما تحورش بقى. أنا فهمتك إن أبسوليوت الزد دي معناها الأر بتاعتها اللي هي اللينس بتاعتها اللي إحنا بنجيبها من بايثاغورس. بنجيبها إزاي من بايثاغورس؟ بنعمل سكوير روت الجزء الحقيقي ده اللي بيبقى على الإكس أكسس بنعمله سكوير بلس الجزء الخيالي اللي هو الكوفيشنتس اوف اي ده اللي بيبقى على الواي اكسس بنعمله برضو سكوير، فبنجيب اللينث. ها فانا كده خلاص انت حطيت لي اكس بلس واي اي جوه ابسوليوت، يعني انت عايز الار بتاعتها. اوكي تعالى بقى في الناحيه الثانيه، ده
انا عايز الار بتاعته، فهعمل سكوير روت. يلا الحقيقي سكوير، بص بقى هنا الحقيقي عبارة عن ايه، اكس ونيجاتيف 2، يعني بص اكس ماينس 2 سكوير بلس الخالي اللي هو كوفيشنت الاي اللي هو الواي بس سكوير. ها فاهم ولا عندك مشكلة؟ ركز تاني بالله عليك. ابسوليوت الزد بيساوي ابسوليوت الزد ماينس 2، فانا عملت ماينس 2 طبعا هنا فرضتها احسن، لو انت كنت فرضتها تريجونومتري ما كنتش هتستفيد اي حاجه، مش هتعرف تحلها اصلا. اوكي لكن عشان بلس وماين عارف بقى، لو هي كان فيها ملتبلاي او ديفايدد او باور وكنت انت فرضتها الجبريك ما كنتش هتعرف تحلها، كان الصح تفرضها تريجونومتري. اوكي طيب انا دلوقتي يا جماعه لما فرضت اهم حاجه عندي تبقى فاهم ان الار عباره عن ايه. الار عباره عن الطول اللي هو سكوير روت الحقيقي سكوير بلس الخيالي سكوير. اوكي فانا لقيت في الناحيه اليمين ان في حقيقي اكس ما هو بص الاكس ماينس 2 ده، ما هو الاكس ده رقم وال2 ده رقم ماشي، بعملهم ماينس بعض فيطلع في الاخر رقم، فهو ده الجزء الحقيقي، عملته سكوير بلس الخيالي سكوير. اوكي تعالى بقى نحل الايكويشن دي خلاص، جبر بقى جبر الجاي ده جبر. اوكي سكوير بوث سايدز فتخلص من الروت دي، الواي سكوير دي مع الواي سكوير دي بيو بيو، كانك وديت واحده منهم من الناحيه الثانيه بعكس الاشاره فهتكنسل الثانيه، هيتبقى ان اكس سكوير بيساوي اكس ماينس 2 سكوير. صح كده؟ عندك حل من حلين، ايه هو؟ يا تفك السكويرات وتحلها ايكويشن اوف سكند ديجري، يا تعمل روت للناحيتين. بس وانت بتعمل روت للناحيتين هو ايه يا جماعه؟ في ايه؟ هو ازاي مطلع الاكس اللي هو الريل بارت انجل؟ في حاجه، هو اكيد السؤال ده مكتوب غلط، بس تعال نكمل. طيب يا تعمل يا تفك السكوير، ها وده حل انا افضله، يا اما تعمل روت للناحيتين بس ما تنساش تحط ابسليوت. لا انا افك السكوير احسن، اصل انت لو خدت روت لده وروت لده هتكنسل السكوير، هيبقى هنا ابسليوت اكس. لا لا وعلى ايه وعلى ايه؟ وادخل نفسي في ابسليوت ليه؟ ما افك السكوير وخلاص. خلاص فيبقى اكس سكوير ايكوال، ها اكس سكوير ماينس 4 اكس بلس 4، وادي الاكس سكوير دي بالنيجاتيف هيكنسلوا بعض، يبقى الاكس في الاخر بكام؟ بكام؟ ب 1. في مشكلة كده يا حبايبي؟ ها؟ يبقى الريل بارت اللي هو كان بيسأل عنه بكام؟ ب 1. طبعا الإجابات دي أكيد مكتوبة غلط، هبقى أعدلها، أوكي؟ يلا حبايبي كان نشوف السؤال ده. بيقول لك سمبليفاي ومديك رقم، تعالى نقله هنا معلش، عدد مركب نيجاتيف 4 2 بلس 7 اي، ها؟ كل ده ملتبلاي اي باور باي اي. بيقول لك given your answer in algebraic form. بص عارف لولا ان الكالكوليتر ما بتتعاملش مع الاويلر فورم، يعني بص كده الكالكوليتر ممكن تظبط لك ده، تكتبه لها تديه لك ايه، ها تديه لك الجبريك. انت لو كتبت ده كده بالظبط ودوست ايكوال هيطلع لك على طول في ثانيه، ها هيطلع لك الرقم ده على الالجبريك فورم. المشكلة عندي انه مضروب في اي باور باي اي، ولو دخلت ده على الكالكوليتر اللي هو الاي باور باي اي دي، لا الكالكوليتر مش هتعرف تتعامل معاه، لا للاسف. اوكي الكالكوليتر ما بتعرفش تتعامل مع الاويلر فورم. طب نعمل ايه؟ شربه خلاص حوله. وبعدين انا انت هنروح بعيد ليه؟ باشا صلى على النبي، كان ده زد 1 مضروب وفي ده زد 2. اوكي بالنسبه لزد 1 هات يا ابني الكالكوليتر كده اهو، بص نيجاتيف 4، انت فاهم حاجه يا عم؟ تعالى جنبها والله العظيم ما انا ملخبطك. اها زد 1 بنيجاتيف 4 2 بلس 7 اي. طبعا ده في مشكله ان هو ايه يا جماعه؟ ان هو مش متظبط. ازاي مش متظبط؟ يعني نيجاتيف وبتاع وقصه حزينه. طيب زد 2 اللي هو ايه؟ اي باور باي اي. حضرتك اللي انت عايزه عباره عن زد 1 ملتبلاي زد 2، فاهم حاجه؟ انا قسمتها. طيب ازاي بجمع؟ سوري انا اسف، ازاي بضرب؟ بعمل الار بتاعت الزد الاولى ملتبلاي الار بتاعت الزد الثانيه، وبعمل السيتا بتاعت الزد الاولى بلس السيتا بتاعت الزد التانية. ممكن تركز في اللي انا هعمله دلوقتي بعد اذنك؟ ها ركز في اللي انا هعمله دلوقتي عشان هيعجبك قوي. انا يا جماعه دلوقتي عشان اعرف اضرب العددين دول في بعض
محتاج اشوف الزد 1 دي كده ار وثيتا، والزد 2 دي كده ار، سوري ار وثيتا. ها اسمع تاني، عشان تجيب الزد، سوري عشان تضربهم، عشان تعرف تضرب عددين في بعض، ها محتاج تشوف الايه، الزد 1 ار وثيتا والزد 2 ار وثيتا. بالنسبه للزد 2 اصلا، بص الار ب 1 والثيتا اللي هي الباي دي على طول. ازاي؟ ما هو الاويلر فورم بتبقى ار اي باور ثيتا بالديجري اي، ها فانت هنا مفيش ار، ده معناه ان الار ب 1 والثيتا اللي هي الباي اللي هي 180، في مشكله؟ لا. طب الزد 2 اشربه على الكالكليتر. انت هتعمل حوار ليه؟ هكتب نيجاتيف 4 افتح براكت 2 بلس 7 اي، هدوس ايكوال، طلع كام؟ نيجاتيف 8 ماينس 28 اي. لا بس انا عايز ار وثيتا، فاقوم دايس شيفت 2 واختار رقم 3، طلع لي على طول ان الار، يا نهار ازرق رقم معفن، ايه ده؟ رقم وحش قوي. طب اعمل ايه؟ طيب بص انسى الطريقه اللي انا قلتها عشان الاويلر وحش قوي، سوري الترجنومتريك وحش قوي، رجعه لي تاني كده، نيجاتيف 4 ملتبلاي 2 بلس 7. بصوا يا جماعه رجعوا تاني الجبريك، هيطلع كام؟ نيجاتيف 8 ماينس 28 اي، سوري اها ده الالجبريك. حلو كده، يبقى الزد 1 بكام؟ اهي بنيجاتيف 8 ماينس 28 اي كده، انا عايز اضربها في الزد 2، فهحول الزد 2 كمان الجبريك ويبقوا الاثنين الجبريك وهضربهم على الكالكوليتر، ما توجعش دماغك. طب تعرف تحول ال1 والايه والباي دي الجبريك؟ ما هي دي اصلها ايه؟ 1 كوساين 180 بلس اي ساين 180. لو حسبت دي كده على الكالكوليتر على طول هتطلع، ثانيه واحده، هتطلع نيجاتيف 1 بس. شفت؟ الحمد لله طلعت سهله، عشان كده هو مداني صعبه، فاهم؟ يعني هو لو كانت الجبريك كنت هتعب فيها وانا بكتبها على الكالكوليتر، كنت هكسل، فاهم؟ طب النيجاتيف 1 ده هيتوزع، هيبقى 8 بلس 28 اي. طبعا يا جماعه الشابتر ده من الالجبرا كلها الصراحه مضحكه، يعني انا بستغرب لما بلاقي ايه، في ناس تقول لك مستر الالجبرا صعبه قوي، يا ابني الالجبرا مضحكه هي. في ناس والله مش فاكر مين، واحد ولا واحده، حد قال لي مستر انت كدبت علينا وقلت لنا الالجبرا صعبه، هي سهله وهي طلعت صعبه. هي ايه اللي صعبه؟ معلش انا اسف، يعني سؤال زي ده، تعالى كده فكر، هتقول لي ده انت قعدت تتوه فيه، يا ابني توه فيه يا ابني، ده الكلام ده كله عامله على الكالكوليتر، ده ليها 1000 طريقه وطريقه، ده انا ببقى محتار احلها بايه، انت فاهمني؟ عارف اللي هو انا بتسلى، ركز كده معايا. حضرتك معاك عدد نيجاتيف 4 multiply 2 plus 7i مضروب في e power pi i. كل ما في الامر ان الكالكوليتر مش هتعرف تتعامل مع ال e power pi i، بس هو انت مش زعلان يعني، ما تزعلش في حاجه، ليه؟ لان ال e power pi i الار بتاعتها ب 1، لان ما فيش رقم مضروب جنب ال i على شمالها، سوري جنب ال e على شمالها، الار ب 1 عشان ما فيش رقم مضروب جنب ال e على شمالها، اوكي؟ والانجل باي، حولها انت يا باشا الجبريك ازاي؟ ما انت معاك الار ب 1 والثيتا بباي، يبقى دي عباره عن 1 افتح براكت كوساين باي بلس اي ساين باي، دوس ايكوال، هتتحول لك الجبريك، هتطلع نيجاتيف 1 صدفه، اوكي؟ طب والاولى؟ حولها برضو الجبريك على الكالكوليتر، يعني انت ما تتعبش نفسك، انت دخلها كده زي ما هي، الكالكوليتر تحولها لك الجبريك. ها في اي حاجه صعبه؟ شوف السؤال ده بيقول لك اف زد از ايكوال، ها 1 بلس روت 3 اي باور ان، لحظه بقى كده، طب ما انا ممكن اجيب لك الزد باور ان، الزد على طول يعني كلها، هي الزد عباره عن رقم باور ان صح؟ طيب طالما هي بقى رقم، سوري، طالما هي رقم باور ان، يبقى انا محتاج ان اللي تحتيه ده كده اللي تحت الباور يبقى عباره عن ار وثيتا، وده انا ممكن اجيبه على طول من الكالكوليتر 1 بلس روت 3 اي، هكتبها وادوس شيفت 2 واختار رقم 3، هتطلع الار ب 2 والثيتا ب 60، اوكي؟ طيب الار بكام؟ 2 والثيتا بكام؟ 60. عايز بقى انت تعملها باور ان،
هتطلع الزد دي ليها ار. بص انا عاملها بولر، يعني ايه بولر يا شيرب؟ عشان انا بنسى بسرعه. بولر يا باشا، يعني تكتب هنا الار وتكتب هنا السيتا. اوكي طيب، الار بكام؟ ركز معايا، الار كانت 2 عملتها باور ان هتبقى 2 باور ان، والسيتا كانت 60 عملتها باور ان، يبقى بعمل ملتبلاي تبقى دي 60 ملتبلاي ان. دي كده الانجل. سوري يا جماعه هي شكلها وحش قوي الصراحه، ما تكتب 60 ان وخلاص. طيب ركز تاني كده، انت عملتها باور ان فبتعمل الار باور الان وبتضرب الانجل ها في الرقم نفسه. خلاص ماشي، ها قول بقى انت عايز ايه، كمل. بيقول لك ان ابسوليوت الزد ب 8، يعني الار بتاعت الزد ب 8، يعني ال 2 باور ان ب 8، يعني الان بكام؟ 3. هو ايه يا جماعه في ايه؟ اه لا ده عايز الامبليتيود. ماشي ماشي ماشي، بس انا كده جبت الايه؟ جبت الان. ركز تاني كده، تعالى تاني من الاول كده، عشان ايه؟ انا كنت فاكر انه عايز الان فاتضايقت. تاني، انت بتقول لي ان الار بتاعت الزد، يا جماعه السؤال سهل قوي، بتقول لي ان الار بتاعت الزد، انتوا عارفين يا جماعه انا ليه ما بعرفش اشرح الجبرا حلو؟ ها؟ عشان زي ما انت شايف كده. طب اشرح ايه؟ بيقول لك ان الار ابسوليوت الزد دي اللي هي ايه؟ اللي هي الار بتاعت الزد يا حبايبي. فالار ب 8، طب ما انا جايب ان الار ب 2 باور ان، هو بيقول لك انها ب 8، تبقى الان دي بكام؟ ايه الباور اللي احطه على ال 2 يديني 8؟ طبعا كلنا حافظين انها 3، 2 باور 3 ب 8. لو انت مش حافظ استخدم اللوجاريزم، الان دي عباره عن ايه؟ لوجاريزم ها 8 للبيس كام؟ 2 يديك الباور 3. جبت الان ب 3 يبقى كده الزد عباره عن ايه؟ ها 8 دي الار، و 60 باي 3، 60 باي 3 هات كده الكالكوليتر، 60 باي 3 يعني 180 يعني باي. في مشكله كده؟ طيب هو عايز الامبليتيود اللي هو 180 اللي هي الباي. في حاجه صعبه؟ جامد. بيقول لك ان ابسوليوت الزد يعني الار بتاعت الزد بلس الار بتاعت الزد بار بتساوي 12. لحظه بس كده، ابسوليوت الزد، لحظه. طيب انا دلوقتي عايز افرض الزد، افرضه ار وسيتا ولا افرضه اكس وواي؟ يعني لما اجي اقول ابسوليوت الزد دي اقول ان دي ار، ولا اقول انها روت اكس سكوير بلس واي سكوير؟ هفرضها انهي؟ ماشي. طب تعال نشوف هو طالب ايه. بيقول لك انا عايز الاي في الزد، يعني واضح ان دي عمليه مالتيبليكيشن، عمل الاي مالتبلاي الزد. يبقى احنا كده يا جماعه تعالى على جنب، ها ليت ان الزد تريجونومتريك او اكتبها بولر، يعني ار وسيتا، دي الار ودي السيتا. اوكي طيب يلا بقى نشوف اللي هو مدهوني. بيقول لك ان ابسوليوت الاي الزد اللي هي الار بلس ابسوليوت الزد بار. ايه طب ما الزد بار دي اللي هي الكونجيجيت اللي هي نفس ار الزد الاصليه، يعني ار. عارف لو كانت بيتكلم عن الارجيومنت السيتا كنا حطيناها بنيجاتيف السيتا الاصليه. اه ركز معايا كده، الزد والزد بار نفس الار بس ايه؟ نيجاتيف السيتا. فاكر الكلام ده؟ ها طيب بيقول لك ان ده ب 12، من هنا على طول تعرف تقول ان تقدر تقول ان الار بكام؟ ها ب 6. في اي حاجه صعبه كده؟ طيب هو بيقول لك انا عايز ايه بقى؟ بيقول لك انا عايز الابسوليوت بتاع الاي في الزد. طيب الابسوليوت اللي هي الار بتاعت الاي في الزد، طب ما انت عشان تجيب الار بتاعت الاي في الزد هتضرب الار بتاعت ده في الار بتاعت الزد، صح كده؟ طب مستر بالنسبه للزد الار بتاعته انا خلاص عرفت انها بكام؟ ب 6. بالنسبه للاي تعرف تجيبها لي؟ استنى، هو انت مش واخد بالك ان الاي دي ممكن اسميها زد 2؟ ركز كده معايا، ما هو انت عامل عمليه مالتيبليكيشن، اي زد يعني ايه؟ اي في زد. ها اي زد يعني اي في زد. بالله عليك ركز في اللي انا بقوله، ماشي؟ طيب فانت عايز تجيب المودلس بتاع الاي في الزد، هتعمل ايه؟ هتحول الاي بس كده لوحدها، هتحولها ايه؟ بولر فورم. هكتب على الكالكوليتر اي واقوم داش شيفت 2 واختار رقم 3، اداك ان الار ب 1 وان السيتا ب 90 ديجري. انا مش عايز السيتا اصلا. الاي بكام؟ الار بتاعتها ب 1. يبقى انت كده عشان تحسب الارجيومنت، سوري المودلس بتاع اللي هو طالبه اللي هو الاي في الزد، الاي الار بتاعتها ب 1
multiply الزد الار بتاعتها ب 6 يبقى 1 by 6 يعني الاجابه 6 يبقى الانسر سي. ها في اي حاجه صعبه؟ الموضوع سهل قوي صح؟ في السؤال ده بيقول لك if argument الزد 1 multiply الزد 2. طب ركز كده معايا بكام الارجيومنت ده؟ بباي اوفر 6. ركز بقى معايا، انت بتقول ان ارجيومنت الزد 1 ملتبلاي الزد 2 بباي اوفر 6. اه طب ما انا لما معايا يكون معايا زد 1 وزد 2، لو فرضنا ان الزد 1 الارجيومنت او الانجل بتاعتها سيتا 1 والزد 2 الانجل بتاعتها سيتا 2، لما بضربهم في بعض بعمل ايه في الانجلز؟ ها فاكر؟ بجمعهم. يبقى هو كده لما قال لك ان الارجيومنت بتاع البرودكت ما بين زد 1 وزد 2 برقم، يبقى هو يقصد ان السيتا 1 بلس السيتا 2 بالرقم ده. ها في اي مشكله كده؟ طيب كمل. وقال لك ان الارجيومنت بتاع زد 1 وزد 3 يعني سيتا 1 بلس سيتا 3، ايوه ايوه في الملتبلاي بعمل الانجلز بلس بعضها بكام؟ بيقول ب 2 باي اوفر 9. اوكي ادي ايكويشن ثانيه، سمي الاولى اي، دي ايكويشن فيها سيتا 1 وسيتا 2، ودي دبل اي دي فيها سيتا 1 وسيتا 3. راح مديك ايكويشن ثالثه طبعا لان هم واضح ان هم ثلاث مجاهيل، سيتا 1 وسيتا 2 وسيتا 3. ها وبعدين ده جبر يعني. بيقول لك الارجيومنت بتاع زد 1 في زد 3 سوري زد 2 في زد 3 يعني زد سيتا 2 سوري بلس سيتا 3 ب 5 باي اوفر 18. اوكي دي تريبل اي. زين هات بقى، بص بيقول لك ايه؟ بيقول لك انا عايز الارجيومنت بتاع زد 1 وزد 2 وزد 3 ملتبلاي بعض، يعني هو سؤال واضح بيقول لك انا عايز سيتا 1 بلس سيتا 2 بلس سيتا 3 بكام؟ ها؟ ما هو بيشتغلك. ما هو طالما عمل لك الثلاثة ملتبلاي يبقى هتعمل ايه في الانجلز؟ هتعمل بلس. طيب تعال نحل الثلاثة ايكويشنز دول، نحلهم مثلا على الكالكليتور. مش هينفع على الكالكليتور ليه؟ 1 و2 و1 و3 و2 و3، اه ده رخم قوي. اه طيب صلي بينا على النبي، حول لي بس الانجلز دي كده ايه للديجري عشان انا مش هتعامل مع الصوره دي. 180 اوفر 6 دي كده 30، 2 باي 180 اوفر 9 دي كده 40، 5 اوفر 18 ملتبلاي 180 دي كده 50. صدفه غريبه قوي. اوكي طيب انا عامل يا جماعه الايكويشن دبل اي ماينس اي ليه؟ عشان بص ما انت هتعمل ايه؟ دي ماينس دي، فسيتا 1 ماينس سيتا 1 اللي فوق هيكنسلوا بعض، هيبقى سيتا 3 ماينس سيتا 2. بص كده لو عملنا دبل اي ماينس اي هينتج ايه؟ اعمل كده سيتا 1 بلس سيتا 3 ماينس سيتا 1 ماينس سيتا 2. ها السيتا 1 والسيتا 1 هيكنسلوا بعض، هيبقى سيتا 3 ماينس سيتا 2 بكام دي بقى؟ ها ب 30 ديجري. بص على دي ودي، دي سيتا 2 بلس سيتا 3 ب 50، ودي سيتا 3 ماينس سيتا 2 ب 30. عارف المشكله كلها في ايه؟ ان هم متبدلين. يعني انت لو عايز تحل الايكويشنز دي اقول لك حاجه، اعملهم ادنج وخلاص ما توجعش دماغك، اجمع الاثنين دول. انا خلاص بقيت بص اصل انا هقعد احل على الكالكوليتر ليه؟ اجمع الاثنين دول، السيتا 2 هتتكنسل مع السيتا 2 هتبقى سيتا 3 وسيتا 3 يعني 2 سيتا 3 ايكوال 50 و 30. لا انا سوري دي مش 30، انت عملت 40 ماينس 30 يبقى دي 10 بس. اوكي مش دي الريزلت ما بين تفاهه تفاهه. اوكي طيب يبقى 2 سيتا 3 بكام؟ ب 60. يبقى سيتا 3 بكام؟ ها ب 30 ديجري. جبنا السيتا 3 اه، خد السيتا 3 دي بقى حطها في ايكويشن تريبل اي، شيل دي وحط 30 واديها الناحيه الثانيه، يبقى السيتا 2 ب 20، 50 ماينس 30 ب 20 ديجري. اوكي طيب خلصت. عايزين السيتا 1 اطلع في اول ايكويشن خالص، شيل السيتا 2 وحط 20 واديها بالماينس، يبقى السيتا 1 بكام؟ ب 10 ديجري. ها في مشكله كده؟ طيب يبقى سيتا 1 بلس سيتا 2 ده اللي هو عايزه بكام؟ ب 60. ما انت لو جمعت الثلاثه هيطلعوا 60 اللي هي باي اوفر 3 يبقى الانسر ايه. ها في حاجه صعبه؟ يلا حبايبي كده نشوف السؤال ده. اقرا معايا. بيقول لك if the number z ها is pure imaginary
يعني ايه بيور ايماجينري؟ يعني هو ايماجينري 100% صافي اي بس ما فيهوش اكس. اوكي، يعني مثلا الزد ده هيبقى عباره عن ايه؟ رقم جنبيه اي. الواي دي ممكن تبقى بوزيتيف وممكن تبقى نيجاتيف، لكن كده كده وات ايفر الواي بايه؟ الاكس ملهاش وجود. ها الاكس بزيرو. اوكي طيب، ده معنى كلمه بيور ايماجينري. ما انت عارف يعني ولا مش عارف؟ لا عارف. اوكي، بيقول لك ايه بقى؟ اند هاز ا برنسبل امبليتيود، الانجل بتاعته يعني 4 سيتا بلس 10. هات السيتا دي. بص يا كابتن، كلمه انه بيور ايماجينري ده كده معناه حاجه من الاثنين، يا السيتا ب 90 ديجري او السيتا ب 270 ديجري. بس انت عارف طبعا ان ما يصحش خالص نكتب 270، لا انا هكتبها ايه؟ هنقص منها 360، هتبقى نيجاتيف 90 ديجري. مستر مش فاهم. لا انت فاهم ليه هي ما تنفعش 270؟ عشان ال 270 ده مش برنسبل امبليتيود، لا ال 270 دي انجل اكبر من ال 180. السيتا الطبيعيه لما بتتكتب لازم تكون من نيجاتيف 180 ل 180، لو عدت ال 180 زي ال 270 دي بنقص منها 360 درجه فطلعت نيجاتيف. هي على فكره هي ال 270 هي النيجاتيف 90، بس الاشيك نكتبها نيجاتيف 90. مستر انا ما كانش قصدي مش فاهم دي. كان قصدك مش فاهم ليه السيتا ب 90 او نيجاتيف 90. صلي بينا على النبي. انا هقول لك حاجه، سيبك خالص من اللي انت عارفه، خليك في اللي انت فاهمه. بس 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 بس. شوف بقى يالا فايده ان انا ابقى فاهم. ها هو هنا بيقول لك ان الزد بواي اي، الزد بايه؟ ها بواي اي. حلو، يعني مفيش اكس. يعني انا لما اجي كده عند الاوريجين همشي يمين؟ لا. همشي شمال؟ لا، الاكس بزيرو، لكن الواي برقم. لو الواي فوق هيبقى الزد ده فوق كده، فهتبقى الانجل من البوزيتيف دايركشن دي كده 90 ديجري. طب لو الواي بالنيجاتيف هتبقى الزد تحت كده هنا، ها، فيبقى الانجل نيجاتيف 90 ديجري او 270، مش فارقه. هي على فكره المهم ان انا اكون بادئ، بص، من الخط اللي انا ظللته لك بالازرق ده، بادئ بقى منه بتلف عكس الساعه فتبقى الانجل بالبوزيتيف، او تلف مع الساعه فتبقى الانجل بالنيجاتيف، مش فارقه. المهم ان انت تجيب او تبدا من الخط الازرق ده. ها فانا دلوقتي لما هو قال لي بيور ايماجينري، قال لك ايه؟ قال لك بيور ايماجينري. يعني ايه بيور ايماجينري؟ يعني مفيش اكس. فانت كده عرفت ان الانجل يا اما 90 يا وات ايفر بقى الار بكام والواي بكام، مش مهم، بس الانجل كده كده اصل انت مفيش اكس. ليه؟ يعني انت على الواي اكسس. ما هو يا كابتن انت ناسي الكلام ده، الاكس بزيرو يعني انت على الواي اكسس. فلو انت فوق تبقى الانجل 90، لو انت تحت تبقى الانجل نيجاتيف 90. اوكي تعالى بقى نحل السؤال. يبقى انا كده عندي احتمالين. اول احتمال ان الانجل اللي هي 4 سيتا بلس 10 دي تساوي كام؟ تساوي 90. تاني احتمال ان ال 4 سيتا بلس 10 اللي هي الانجل دي، ها، تساوي نيجاتيف 90. اوكي، من اول واحده هات السيتا هتطلع 80 ديفايدد 4 يعني 20. ده احتمال كان ممكن واحد يختاره هو بس ده مش صح، لان في احتمال تاني ان السيتا بكام؟ نيجاتيف 25. يبقى الانسر بي. ها في اي حاجه صعبه؟ متعه، الالجبرا دي متعه. عارف لو انت كده بص تقعد رايق، ها، تشرب نسكافيه كده او حاجه حلوه، ما اعرفش انت بتشرب. انا بحب القهوه الصراحه، بس القهوه هتتعبك. يعني انا بشرب 3 قهوه في اليوم، فعارف اللي هو قلبي ايه؟ قلبي بيرفض قلبي بيرفض اي حاجه، بس مش مشكله. تستمتع. ها متعه، انت شايف يا ابني المتعه؟ ها يلا حبايبي كده نشوف السؤال ده. السؤال ده بيختبر الطالب، بيشوفه يعني هل هو بكامل قواه العقليه ولا عنده مشكله. ها تيجي نشوف احنا بكامل قوانا، ها ولا اوكي. بص بيقول لك ايه؟ بيقول لك اف زد 1 وزد 2 ار تو كونجيجيتس نمبر، هو في قصه ناقصه بس مش مشكله. اوكي، مالهم الزد 1 والزد 2 دول؟ تو كونجيجيتس نمبر. اوكي، يبقى انا كده عرفت ان الزد 1 والزد 2 الار بتاعتهم لا مؤاخذه واحده، بس السيتا نيجاتيف السيتا. ما هو ده معنى كلمه كونجيجيتس. قام قال لك ايه بقى؟ قال لك ان الامبليتيود اوف زد 1 اها، يبقى دي كده السيتا 1، والامبليتيود اوف زد 2 اها، تبقى دي كده السيتا 2. بيسالك السيتا انهي سيتا؟ السيتا اللي في السيتا 1 والسيتا 2 دي، ها، بكام بقى السيتا؟
طب خلاص، مش انا عارف ان بما انهم كونجيجيتس يبقى سيتا 1 ايكوال نيجاتيف السيتا 2. يعني اقدر اقول ان 3 سيتا ماينس 110 ايكوال نيجاتيف 200 سوري 2 سيتا سوري ماينس، عشان نيجاتيف بت ايه؟ النيجاتيف بتتوزع خلاص، فهيبقى نيجاتيف 2 سيتا ماينس 50. يبقى السيتا بكام يا كابتن؟ لا دي عايزه كالكوليتر. 110 ماينس 50 على 5 هتطلع 12 ديجري، انجل وسخه. انجل صغيره قوي يا جماعه، ايه ده؟ عايزين نحولها راد، خد الرقم ده اهو اقسمه على 180 واللي هيطلع الزق فيه باي. اوكي 12 على 180 تطلع 1 اوفر 15 باي، يعني باي اوفر 15. ها يبقى الانسر دي. يلا حبايبي كده بيقول لك if z plus z2 ايه ده؟ z plus 2 equal i افتح براكت z minus 2 اوكي اوكي دي equation يعني then the complex number z equal عايزه وحاطط بين قوسين trigonometric form، يعني هات لي الزد يابا على trigonometric form. صلي على النبي كده. انا عشان اجيب الزد على الترجونومتريك فورم ها مش لازم افرضه على الترجونومتريك فورم، دي ايكويجن. وسبق واتكلمنا قبل كده عن الايكويجنز اللي زي دي لما بيديك الزد فيها حاجات وكده، فانت دايما لازم تفرض الزد. ما هو مفيش حل تاني، ما هو اسمعني كده بس، في المسائل اللي زي دي لازم تفرض الزد. فاهم حاجه؟ انت بتقول لي ان زد بلس 2 ايكوال اي في زد ماينس 2 بتساوي رقمين ببعض، فانا من مصلحتي دلوقتي انا هلت هفرض ان الزد ايكوال، عندي حاجه من حاجتين، يا اما افرض الزد على الجنرال او الالجبريك فورم اللي هي اكس بلس واي اي، يا اما افرضها ار وافتح براكت كوساين سيتا بلس اي ساين سيتا. هتلاقي دايما في ناس تقول لك ايه مستر طلبه، يعني يقول لك ايه انا هفرضها تراجنومتريك فورم ار وسيتا. ليه؟ يقول لك عشان خاطر هو عايزها على الترجمتك. انت عبيط ولا يا مستر؟ هو عايزها على الترجمتك فورم، فانا هفرضها على الترجمتك فورم. ايه الترجمتك فورم؟ كل الكلام كل الكلام ماشي يا كابتن، انت بتقول ايه؟ انا ماليش دعوه هو عايزها ايه، هي عمليه التحويل دي عمليه صعبه، ده انا بحولها على الكالكوليتر. المهم انا اللي هينفعني في حل المساله ايه؟ بص كده زد يا كابتن والنبي لازم تسمع السكيلز او النوتس اللي انا بقولها ببقي. زد بلس 2 ايكوال اي في براكت زد ماينس 2، ها من مصلحتك انك تفرض الزد بولر او تريجونومتريك ار وسيتا وتتسوح. ليه بقى هتتسوح؟ لان هو بيقول لك زد بلس 2 وزد ماينس 2 في عمليه ادنج وسبستراكتنج، واحنا قلنا في الادنج والسبستراكتنج دي الكيس الوحيده اللي بنفرض الزد ايوه الجبريك فورم. في مشكله كده؟ يلا لما فرضنا ان الزد باكس بلس واي اقعد بقى في المعادله. يلا كده اقرا، ها زد بلس 2 يبقى اكس بلس واي اي بلس 2 ايكوال ها اي افتح براكت زد ماينس 2، شيل الزد وحط اكس بلس واي اي ماينس 2. في مشكله كده؟ طيب عشان اقدر احل الايكويجن دي تعالى كده على جنب افكرك بحاجه. لما بيكون معاك بص اللي انا هقوله دلوقتي دي بديهيات، تو كومبلكس نمبرز بيساوي بعض، ده معناه حاجتين. ده معناه ايه؟ لحظه، ان الحقيقي بيساوي الحقيقي، يعني معاك معادلتين جبريتين x1 بيساوي x2، وان الخالي بيساوي الخالي y1 بيساوي y2. اسمع تاني كده، لما يكون معاك تو كومبلكس نمبرز بيساوي بعض ده معناه معادلتين، ان الحقيقي بيساوي الحقيقي وان الخالي بيساوي الخالي. طيب الاي دي هتتوزع هنا وهنا وهنا، شوف بقى اللي هيحصل. اوكي طبعا في اليمين سوري في الشمال هيبقى في x plus 2 plus y i شربو ايه يا قلبي، هو انت ليه حطيت التو على الشمال كده يا حبيبي؟ بص عشان خاطر اخلي ده كده الحقيقي والواي هي الخالي لوحدها. تعالى بقى على اليمين هنا لما هوزع الاي دي هتبقى اكس اي كمل بلس واي اي في اي باي سكوير بنيجاتيف 1 تبقى نيجاتيف واي. فاهم حاجه؟ ماينس 2 اي كده انا خلاص وصلت لان عدد بيساوي عدد، هو مقسم الصفحه نصين. اوكي على الشمال هساوي الحقيقي من الشمال بالحقيقي من اليمين. يلا الحقيقي من الشمال اللي هو x plus 2 ده هيساوي الحقيقي في اليمين، ده مش هينفع نيجاتيف y هاخدها، ده مش هينفع عشان في i. الاكس والنيجاتيف 2
لازقين في i coefficients of i يبقى دول كده imaginary. اوكي لكن النيجاتيف واي حقيقيين. اوكي اهو. طب تعالى في الناحيه اليمين بقى هنساوي الخالي بالخالي، يلا باللون الاحمر ركز كده معايا، في هنا واي وفي هنا اكس ماينس 2، دول الكوفيشن. ما انت بتساوي، ها اوكي هو ايه الخط الاحمر الغريب يتعمل ده؟ يلا يا باشا كده يبقى اكس، سوري واي ايكوال ها اكس ماينس 2. طبعا دول تو لينير ايكويشنز ممكن احلهم على الكالكوليتر على طول، بس محتاج ان اخلي المجاهيل في ناحيه والارقام الناحيه التانيه. خلاص تعالى كده على اليمين، يلا هجيبهم لك مترتبين، ودي ده هناك وهات الرقم هنا، يبقى اكس بلس واي ايكوال نيجاتيف 2 في الثانيه هنا، ودي الاكس بالنيجاتيف وخليها هي الاولانيه. اوكي يبقى نيجاتيف اكس وفي بوزيتيف واي اصلا هناك ايكوال نيجاتيف 2 برضك. طب ازاي ده ممكن يحصل؟ مش عارف. تعال نحل المعادلتين على الكالكوليتر. لينير ايكويشنز مود ايكويشن 1، ها مود ايكويشن 1، دخل بقى الكوفيشنز 1 نيجاتيف 2، سوري نيجاتيف 1 نيجاتيف 2، هيديك الاكس ب 0 والواي بنيجاتيف 2. اوكي انا مش لاقي مكان اكتب فيه يا جماعه. خلاص يبقى انت كده جبت العدد خلاص، يبقى الزد ايكوال، ها طلع الاكس بزيرو، يبقى 0 بلس نيجاتيف 2 اي، يبقى ده كده الزد. طيب هو بقى عايزه على الايه؟ على التريجونومتريك فورم، فانا محتاج اعرف الار بكام والثيتا بكام. ماشي يلا هروح ماسك الكالكوليتر، انا محولها كومبلكس، هحولها كومبلكس معلش ما كنتش محولها، هقوم كاتب يلا نيجاتيف 2 اي وادوس شيفت 2 واختار رقم 3، اداك الار ب 2 والثيتا بنيجاتيف باي اوفر 2. اوكي يبقى كده الار بايه؟ 2 افتح براكت نيجاتيف باي اوفر 2 يعني نيجاتيف 90، فهتلاقي الاجابه سي كوساين نيجاتيف 90. امال هو ليه مختار دي؟ اه لا سوري دي بس هي مكتوبه سي يعني. هي الاجابه دي يا جماعه مش دي، الاجابه دي وات ايفر بقى انت هتسميها سي دي، الاجابه اللي انا علمت لك عليها صح. في اي مشكله؟ ها جامد. كان نشوف دي بيقول لك اي باور سيتا اي بلس اي باور نيجاتيف سيتا اي، وانا بقول اي كده عادي يعني. اوكي اي باور سيتا اي واي باور نيجاتيف سيتا اي عايز تجمعهم على بعض. اوكي طيب انا مش هعرف اجمعهم كده بصراحه، انت متضايق ليه يا شربيني؟ اصلا مش هعرف اجمع حاجات فيها اي كده يا جماعه، فالحل الوحيد ان انا اعمل ايه؟ هو في حل يعني ان انا احول دي كده، ما انا لو اعتبرت دي زد 1 والتانية دي كده زد 2، خد بالك بقى هتبقى زد 1 عبارة عن ايه؟ نحولها مثلا عايز تحولها تريجونومتري، ما انا مش في ايدي حاجة تانية. ما بص زد 1 ده عدد مركب الار بتاعته المفروض بتبقى مضروبة في الاي من الشمال اللي هي كوفيشنت الاي يعني 1 الار ب 1. اوكي والسيتا بتاعته بسيتا. اوكي فهتبقى كوساين سيتا بلس اي ساين سيتا. واحد يقول لي مستر ليه ما حولتهمش الجبريك عشان انت بتجمع. طب وانا اجمعهم ازاي اهطل؟ سوري انا اسف انا صح كلامك صح، عشان اجمعهم محتاجهم الجبريك اللي هي اكس بلس واي اي صح بس انا هحولهم ازاي الجبريك؟ ما انا مش ساحر يا جماعه، ما انا مش ساحر، انا مش جالك من الهند و ايه اللي علاقه يعني؟ انا مش ساحر يعني، انا مش دلوقتي انت معاك ان الار ب 1 وما معاكش السيتا، هتحولهم الجبريك، هتفرض ان الزد 1 الاكس بتاعتها باكس وواي والثانيه ايه اكس 2 ايه واي 2. طب وبعدين هجمعهم ازاي؟ هتقول لي هجمع الاكس على الاكس والواي، ما انا فاهم وبعدين، انما هو هنا واضح ان هو مصر على الصوره بتاعت الار والسيتا والار ب 1. وعلى فكره اقول لك حاجه، الاثنين دول كونجيجيتس، ليه بقى؟ ما هو الزد 2 بص كده عليها الار بتاعتها ب 1 برضه يعني نفس الار، والسيتا ها نيجاتيف السيتا، فانا ممكن استخدم قانون ان السام اوف ذا تو كونجيجيتس بيساوي ايه؟ 2x او 2 كوساين سيتا. يعني دي على طول؟ مستر هو في قانون كده؟ اي السام اوف ذا كونجيجيتس ليه؟ يا باشا بص هو انت هتستعبط؟ ما هو الكونجيجيت بيبقى عباره عن ايه؟ ركز كده معايا، الزد 1 بيبقى عباره عن اكس بلس واي اي، والزد 2 لو هو كونجيجيت بيبقى ايه؟ اكس ماينس واي اي. فلو جمعنا الاثنين الاكس مع الاكس ب 2 اكس والا والواي هتكنسل واي يبقى 2 اكس. طب ما انت عارف برضو
ان الاكس دي، فاكر لما كنا بنيجي نحول من البولر لل، ما علينا، يعني الاكس بار كوساين سيتا والار هنا ب1، فاهم حاجه؟ فتبقى على طول 2 كوساين سيتا. دي طريقه، ودي الطريقه الاحسن. يعني في مشكله فيها افهمها كويس قوي، عشان الجبر عايز ايه، حل كتير. اهم حاجه اوعى ما تحلش الكلام ده لوحدك، اوكي؟ طيب تاني حاجه، طب انا ممكن استخدمها عادي، تقول لي ان الار ب1 ولا يهمني ان هما كونجيجيتس اصلا. بص، هات الزد 2 هتبقى كوساين نيجاتيف السيتا بلس اي ساين نيجاتيف السيتا، اوكي؟ تعالى كده نختصر دي. كلنا عارفين ان الكوساين ايفن فانكشن، يعني ما بيفرقش معاها النيجاتيف، يعني كوساين السيتا بيساوي نيجاتيف كوساين نيجاتيف السيتا. زي الباور 2 بتشيل النيجاتيف اصلا. الساين بقى العكس، زي الباور 3 بتطلع النيجاتيف بره، تبقى نيجاتيف اي ساين سيتا. الكلام ده لو انت مش عارفه لازم تعرفه، عشان احنا مش هنعرف نحل باقي الشابتر من غير ما تبقى عارفه، اوكي؟ واحد يقول لي مستر انا مش عارفه، ويقعد يعيط. يا حبيبي خلاص، اديك عرفته. الكوساين ايفن فانكشن زي الايه؟ زي الباور 2، بتلغي النيجاتيف خالص، ما بتجليش، ما بيفرقش مع النيجاتيف، اوكي؟ انما الساين زي الباور 3 بتطلع النيجاتيف تسيبه موجود، فانا طلعت النيجاتيف جنب الساين فبقت ماينس، اوكي؟ لو جيت جمعت الزد 1 بلس الزد 2، ها؟ هتلاقي كوساين وكوساين ب 2 كوساين سيتا واي ساين ماينس اي ساين، بيو بيو. هوبا، في حاجه صعبه؟ ها؟ طب كده نشوف السؤال ده. بيقول لك using the Argand diagram find the value of i z par. يعني هو هنا عايز الكونجيجيت بتاع الاي زد. ركز كده معايا، هو كده في عدد اسمه اي زد، هو عايز الكونجيجيت بتاعه، اوكي؟ طيب استنى اما اعمل زوم كده عشان مش شايف حاجه. 3 و4، بص كده الزد ده، يعني هو عايزك بس كده. السؤال ده، السؤال ايه ده، انت بتصغرني؟ تخيل لو جالي سؤال زي ده في الامتحان ياخد في ايدي قد ايه. تيجي نشوف. يلا يلا، كلنا عارفين ان الزد سوري ان الاكس هي الريل 3 بلس الواي هي الايه الايماجينري 4i. في حاجه صعبه كده؟ طيب هو عايز الكونجيجيت بتاع الاي زد. طب ما انا اجيب الاي زد الاول، بعدين الكونجيجيت بتاعه سهله، يا دوب بس لما اجيب الاي زد هسيب الريل زي ما هو وهغير اشاره الايماجينري. هجيب الاي زد ازاي؟ هتضرب ده في اي، بس الاي هتتوزع على 3 وعلى 4، فهتبقى 3i ماينس 4. ليه؟ عشان ال 4i لما تتضرب في الاي تبقى اي سكوير بنيجاتيف 1، اوكي؟ هات بقى الاي زد بار اللي هو شايف ده كده كونجيجيتو، فهتلاقي دايما في شخص حمار هيغير الاشاره اللي في النص. الكلام ده مش صح. انا هسيب النيجاتيف 4 زي ما هي وهغير اشاره ال 3 اللي هي الايماجينري بارت. التعريف بتاع الكونجيجيت في الكومبلكس نمبرز مختلف عن الكونجيجيت في عالم الاعداد الحقيقيه. في الكومبلكس نمبرز الكونجيجيت بيبقى عباره عن ايه؟ تغيير اشاره الايماجينري بارت. يبقى دي كده نيجاتيف 3i، يبقى نيجاتيف 4 ماينس 3i، يعني الاجابه مش موجوده، فاهم؟ ها؟ فايند ذا فاليو اوف، يعني انا مش فاهم، انا عامل حاجه غلط مثلا؟ 3 find the value of 3 و 4i، اوكي؟ ال i لما تتضرب فيها هتبقى 3i plus minus 4، اوكي؟ الكونجيجيت هيبقى minus 4. طب هو الاجابه مش موجوده، اوكي؟ بس هي دي الاجابه الصح، اوكي؟ يبقى كده في غلطه في الاجابات اكيد. بيقول لك the product of the roots of the equations equation x power 4 minus 1 equal 0. طبعا هو كان مفروض ناقص بس ان يكتب لك ان سي، يعني في الايه، في السي، مش في، لان اقول لك حاجه اكس باور 4 كده ايكوال 1، فيبقى كده الاكس بكام؟ هاخد 4 روت لل1، يبقى بوزيتيف اور نيجاتيف 1. ده لو انا كنت بحل المعادله دي ان ار في الاعداد الحقيقيه. معلش نركز في الحته دي عشان اللي انا بقوله دلوقتي يمكن اهم بكتير من انك تبقى فاهم المساله نفسها. ركز كده معايا. لو انت كنت بتحل المعادله دي نفسها في الاعداد الحقيقيه كان هيطلع الحل بتاعها يا 1 يا نيجاتيف 1، تو سوليوشنز او تو روتس، اوكي؟ انما لما اجي احلها في السي يبقى انا كده الاكس عباره عن الايه؟ الفورث روت لل1، اوكي؟ وده كده ليه اربع قيم عشان تبقى عارف. اربع قيم؟ هجيبهم لك على البولر فورم على طول، ار وسيتا ار وسيتا ار وسيتا. ايه ده؟
ار وسيتا تيم اوفر. اوكي همسك بس الكالكوليتر كده الاول، عايز اخلي الوان ده بولر ار وسيتا، هقوم ماسك الكالكوليتر كاتب 1 بس كده خلاص، شيفت كومبلكس رقم 3 طلع الار ب 1 وما ادكش سيتا معناها انها بزيرو، كتب 1 بس يا جماعه. المفروض هو بيكتب ايه؟ بيكتب هنا ار بعدين هنا سيتا، لو كتب لك 1 بس كده يبقى هو يقصد ان الايه، ان السيتا بزيرو. في مشكله كده يا جماعه؟ طيب طبعا كلنا عارفين اصلا ان ال 1 ب 1 وزيرو. اسمع كده تاني بالله عليك ركز معايا عشان انا حاسس ان انت ممكن تكون مش فاهم قوي، فهضطر اقولها تاني، يعني انا لما هقولها تاني انت هتفهم. يا عم نجرب، صلى على النبي. لو انت بتحل المعادله دي ان، عشان كده بقول لك السؤال غلط، المفروض يكتب لك ان سي، بص فوق كده كان لازم يكتب ان سي، لان لو ان ار يبقى كده 1 ونيجاتيف 1، فلو ضربناهم في بعض هتطلع نيجاتيف 1 برضه وهتطلع الاجابه صح بس هو مستحيل يعني، يعني فاهم حاجه؟ يعني هو كده لو انا كنت بحلها ان ار هتطلع 1 ونيجاتيف 1، بس هو عايزها ان سي. انا عارف، انا بقول لك ايه، السؤال مكتوب غلط بس فاهم اللي انا بقوله. طيب لما باجي اجيب الفورث روت او الثيرد روت او السكوير روت في عالم الاعداد الحقيقيه دي بعملها عادي بالكالكوليتر، لو الروت ايفن بيبقى فيه بوزيتيف اور نيجاتيف، لو الروت اود ما بيبقاش فيه بوزيتيف اور نيجاتيف، هو بيطلع قيمه واحده. اوكي انما في الـ في الـ في الـ في الكومبلكس نمبرز ده بيبقى فيه قيمتين. اوكي يلا تعالى بقى نعمل ايه، نجيب الروتس العاديه ماشي. هو انا قلت يا جماعه، حاسس ان انا قلت حاجه غلط عشان كنت سرحان. اوكي لا قلتها صح ان شاء الله. ماشي في الكومبلكس بقى، لا لما باجي اجيب الفورس روت لرقم زي ال1 ده بتحتاج تجيب الار والسيتا. بص على اليمين خالص كده، جبت الار اهي، جبت السيتا اهو. عشان الفورس روت بعمل ايه بقى؟ باخد فورس روت للار دي واكتبهم في الاربعه، ما هما بيطلعوا اربعه، لو فيفث روت كانوا هيطلعوا خمسه. الفورس روت لل1 ب1 فاكتبهم في الاربعه، والسيتا هقسم اول مره السيتا على الاربعه تطلع زيرو، بعد كده همسك الكالكوليتر واعمل فراكشن واعمل ايه بقى، بص اعمل فراكشن جاهز كده، واعمل هنا 0 بلس اول مره اعمل 360 اوفر 4، هكتب كده بالظبط 0 بلس 360 اوفر 4 طلع 90 ديجري. تاني مره ارجع بالسهم لورا كده وتعالى جنب 360 هنا واعمل مالتبلاي 2 دوس ايكوال طلع هنا 180. اخر مره اجي عند السهم هنا، اجي سعيد جه ولا لا، ايه استنى، اجي سعيد اجا ماشي ارجع بس كده شيل ال2 وحط 3، دي اخر حاجه خلاص. اوكي هتطلع 270. كلنا عارفين ان الانجل دي عادي والانجل دي عادي، بس يعني الانجل دي مش حلوه خالص ان احنا نسيبها 270، امسك ال 270 نقص منها 360 هتطلع نيجاتيف 90. اوكي في اي حاجه صعبه كده في اللي انا قلته خالص؟ هو بقى عايز البرودكت ما بين الاربعه دول. ايه ده؟ هو السؤال كان عايز يتصدق نسيت، بس انا حليته خلاص. قال لك انا عايز البرودكت اوف ذا روتس، هم اربعه اضربهم لي في بعض، يبقى ركز كده البرودكت اوف روتس ايكوال، يلا هضرب الرقم ده في الرقم ده في الرقم ده في الرقم ده، هجيبه لك بولر فورم. ليه؟ ما هو في الضرب والقسمه والباور والروتس بحب استخدم الار والسيتا. ها عشان انا بعمل ايه لما اجي اعمل مالتبلاي؟ هعمل الار في الار في الار في الار 1 في 1 في 1 في 1 ب 1 والسيتات هجمعهم، فاكر الكلام ده؟ في المالتبليكيشن بتعمل الانجلز بلس بعضها. يلا 0 بلس 90 بلس 180 بلس نيجاتيف 90، النيجاتيف 90 مع ال 90 هيبقى 180 بس. اوكي طيب ده البرودكت، حوله بقى ايه يا كابتن؟ حوله لي الجبريك. طب مستر احوله ازاي الجبريك؟ اهو 1 افتح براكت كوساين 180 بلس اي ساين 180. او في ناس تقول لك بص يا مستر انا احب احوله، اصل راجل بصمجي، الاكس بتساوي ار كوساين سيتا والواي بتساوي ار ساين سيتا، فيطلع ده ب 1 كوساين كوساين 180 بنيجاتيف 1 سوري، ويطلع ده ب 0، يبقى كده نيجاتيف 1 بس، يبقى الاجابه برضك سي. ها في اي مشكله يا جماعه؟ سؤال تافه. ايه ده يا مستر تافه ايه؟ انا اصلا حليته كده، خلي بالك انا حليته كده عشان انت اللي عايزه او انت الطبيعي، انا كنت عايز افكرك بس بدي موفر، لكن بص انا عندي ليك حل احلى. ايه ده؟ امال ليه حليته كده من اول يا شرب؟ يا ابني ما عشان تتعلم دي موفر بس، بص في حل تاني، مش انت بتقول ان اكس باور 4 ماينس 1 ب 0؟
اعمل دي كده difference between two squares factorization، هتبقى x square minus 1 و x square plus 1، يبقى ده معناه حاجة من الاتنين. اه يا اما ال x square minus 1 ب 0 يبقى ال x square هي اللي ب 1، يا اما ال x square plus 1 ب 0 يبقى ال x square ب negative 1. من هنا هتقدر تقول ان ال x positive or negative root ال 1 اللي هو 1، ادي حلين. ومن هنا هتقدر تقول ان ال x ب positive or negative root ال negative 1 اللي هي ب i، وادي الحلين التانيين. يبقى ال product عبارة عن ايه؟ 1 multiply negative 1 multiply i multiply negative i. ها؟ ال 1 مع ال negative 1 ال negative مع ال negative هيبقى i square ب negative 1. ايه رأيك؟ شفت؟ جامد. بيقول لك describe the geometric transformation that maps every complex number z to his، هي ايه تيز دي؟ his او this his okay his conjugate z the power in the complex plane. بص كده عشان بس تبقى فاهم الرموز بتاعته. ده كده بيسميه ار اي زد، اختصار لايه؟ الريل زد، الريل اوف زد. اوكي، وده الايماجينري اللي هو اي ام اوف زد اللي هو الاكس والواي يعني. يبقى الار اي دي اللي هي الاكس والايه والايماجينري اللي هي الواي. اوكي طيب، بيقول لك ايه؟ لو احنا مثلنا العدد زد وزد بار على الكوردينيتس، طبعا كلنا عارفين ان الزد بيبقى اكس بلس واي اي، والزد بار بيبقى اكس ماينس واي اي. يعني من الاخر لو الزد هنا نفس الاكس والواي اهي، هيبقى الزد بار، سوري وانا كتبت دي زد بار ليه؟ دي زد، فالزد بار هتبقى فين؟ نيجاتيف الواي بس نفس الاكس. هتقولي مستر طب افرض الزد كانت في الشمال هنا مثلا، هتبقى الزد بار فين؟ تحت كده. اوكي، فبيسألك بيقول لك ايه اللي حصل؟ هل حصل ريفليكشن؟ لا انا بص مش هبص على الاختيارات، واضح جدا ان الزد والزد بار ريفليكشن اباوت اني خط اهو اللي انا ظللت لك بالاصفر ده، ولا مش واضحه؟ كان الخط ده مرايه حتى انا كاتبها يعني. اوكي، فهتبقى الاجابه دي ريفليكشن ان ذا ريل اكسس، اللي هو ايه الريل اكسس؟ اللي هو الايه؟ الاكس اكسس. اوكي يعني بص الاختيارات الثانيه بيقول لك ريفليكشن ان ذا لاين ار اي زد، ايه ده مش فاهم، اكس equal y، ده كده x equal y، ده معناه ان reflection about the origin point. بص كده عشان برضو تبقى فاهم، عشان لو اتسألت سؤال زي ده تبقى عارف امتى بيحصل reflection about the origin point. ها، في الزد والنيجاتيف زد بار. الزد والنيجاتيف زد بار ده reflection about الايه؟ الخط اللي هو بيتكلم عنه. اوكي طيب، حتى انت هتشوفها من الرسمه، اصل بص ارسم لك الخط ده بالايه؟ باللون الاسود. بص كده الخط y equal x ده، ايه ده انا غلطت يا جماعه، انا اسف، انا كان قصدي y equal negative x، لا ده غلط كده، انا كان قصدي لتحت ال x equal negative y او y equal negative x. خلاص بص الخط ده بيبقى عامل ازاي كده اهو، y equal negative x، فدي الزد والنيجاتيف زد بار بتبقى تحت كده لو هي نفس الزد يعني. ها، فيبقى حصل ريفليكشن حوالين الخط ده. ها، في اي مشكله؟ طيب اقرا نمبر سي كده، بيقول كريتيشن باي 180 اباوت ذا اوريجين، مش فاهم يعني اصلا. انت مش فاهمها ما تختارهاش. بيقول لك ده في امتحان السنه اللي فاتت. اف زد 1 ايكوال كوساين ثيتا بلس اي ساين ثيتا وزد 2 كوساين 2 ثيتا بلس اي ساين 2 ثيتا. استنى كده بس اتاكد من حاجه، الزد 1 عايز اتاكد انها تريجونومتريك مظبوطه. خلاص الكوساين في الاول والساين لازقه في الاي والاثنين بوزيتيف، مفيش مشكله. طب والار؟ الار ب 1، يبقى انا كده ممكن اكتب الزد و از ار وثيتا، يعني اكتبها بولر فورم، الار ب 1 والثيتا هو سماها ثيتا. اوكي، الزد 2 تعالى برضو نتاكد، كوساين 2 ثيتا بلس اي ساين 2 ثيتا، خلاص الكوساين في الاول والساين لازقه في الاي والاثنين بوزيتيف والار ب 1 مفيش مشكله، يبقى الزد 2 ها ايكوال 1 و2 ثيتا، في اي مشكله؟ مفيش حاجه. طيب زين ذا برنسبل امبليتيود، هو ده السؤال؟ يا نهار ازرق، تصدق انا اول مره اشوف الامتحان، انا بتفاجئ. واحد يقول لي مستر انت ليه ما بتشوفش الامتحان؟ ببقى نايم. ده بس سؤال غير منطقي، انا ايه اللي يخليني اشوف الامتحان؟ يا باشا انا راجل فاهم كل حاجه، فايه اللي يخليني اقلق؟ انا ما اقلقش، لا طالما فاهم كل حاجه. خلي بالك
لو انا بتدرب او بقول لك اتدرب على اسئله، لا انا بقول لك اتعلم من السؤال. فما فيش، هو ده السؤال؟ بص بيقول لك ايه، انا عايز البرنسبل امبليتيود، عايز الانجل بتاعت ال 3 زد 1 زد 3 زد 1 زد 2. اوكي انا مش فاهم ايه ال 3 الصراحه دي، يعني انا بجد حقيقي مش فاهمها. يعني انا عايز افهم بس، انا لما بضرب كومبلكس نمبر في رقم هل ده بيغير الانجل؟ لا بيغير طولها بس ما بيغيرش الانجل نفسها. يا جماعه بص، مش عايز حد يتوتر يقول لك ايه ده ضرب الزد 1 والزد 2 في 3 هيحصل ايه يعني. ايوه ايه اللي حصل لما ضربت الزد 1 والزد 2 في رقم 3؟ عارف الثلاثة؟ يمكن انا نسيت اقول لك المعلومه دي، معلش، عشان اعتبرت انها بديهيات. عارف انا لما بضرب كومبلكس نمبر في رقم ده بيغير طوله، ما بيغيرش الانجل بتاعته، زيها زي اي فيكتور، زيها زي اي فيكتور. ما هي اصلا تعتبر فيكتور، ما هو انت بتعامل الكومبلكس نمبرز باكس وواي كانهم فيكتور بالظبط. انت لما بتضرب في كونستنت ها انت بتغير الطول، لكن هو عايز الامبليتيود، فانا مش فارقه معايا 3 خالص. اوكي ومع ذلك يا سيدي سيبها سيبها عشان انت ما تزعلش. اوكي تعال بقى نجيب الايه، ال 3 زد 1 زد 2. اوكي ماشي، مبدئيا كده بالنسبه للزد 1 والزد 2 دول عباره عن ايه، ها الار هتبقى زد 1 في زد 2 يعني مالتيبليكيشن، فهضرب الار دي في الار دي فهتبقى 1 في 1 ب 1. طب والانجل هتبقى عباره عن ايه، برودكت، بعمل ايه في الانجلز، بلس، يبقى سيتا بلس 2 سيتا فتبقى 3 سيتا. اوكي ده الزد 1 والزد 2. طب ال 3 اللي اتضربت فيهم دي تخش تغير الطول فتبقى دي 3. طب والانجل؟ لا طبعا، يبقى الاجابه ايه، 3 سيتا. طبعا لو هو كان عايز يلخبطك كان حط لك 6 سيتا في الاختيارات ولا 9. ليه؟ عشان ال 3 لما تتضرب في ال 3 سيتا هو حاططها على فكره اهي. طبعا كان ممكن واحد يتلخبط ويختار 9 سيتا. ليه؟ يقول لك مستر ال 3 بص انت كاتب هنا 1 و 3 سيتا، دي الزد 1 في الزد 2 المالتيبليكيشن اللي انا بعرف اعمله، صح كده؟ اه ضربناها في 3 المالتيبليكيشن يتوزع، الكلام ده صح؟ لو اقف لي كده بقى، اقف كده وركز معايا، بس بس ركز كده معايا. لو انا عندي اكس وواي وضربنا في 3، ال 3 هتتوزع، مفيش اي حد يقدر يقول حاجه. يعني انا لو عندي الزد بتساوي اكس بلس واي اي، ها ضربناها في 3 يبقى 3 زد عباره عن 3 اكس بلس 3 واي اي. اوكي لاحظ الفرق دلوقتي. انما لو انا عندي ار وسيتا وضربناها في 3، ها ال 3 ما بتتوزعش، ال 3 دي بتتضرب في الار بس. اوكي ليه؟ لو انا عندي الزد بتساوي ار كوساين سيتا بلس اي، ايه الخط اللي يقرف الخرا اللي انا بكتب بيه ده؟ ليه يا عم في ايه؟ ايه يا عم؟ كوساين سيتا بلس اي ساين سيتا. اوكي؟ وضربنا في 3 فيبقى 3 زد، 3 هتتضرب في الار تبقى 3 ار وكوساين سيتا بلس اي ساين سيتا، محدش هيجي جنبهم. واحد يقول لي طب بس ليه ممكن تتوزع جوه وما تتضربش في الار؟ اه لو وزعتها، خلي بالك انت لو دخلتها جوه انت كده هتشيلها من جنب الار، بس انا لو دخلتها جوه بقى الكوساين سيتا جنبها 3 والساين سيتا جنبها 3، وده اصلا مش تريجنومتريك فورم، انما اللي انا كاتبها دي كده تريجنومتريك فورم. بص كده دي كده تريجنومتريك فورم، الار اهي والانجل اها. في اي حاجه صعبه؟ يهمني جدا تبقى فاهم اللي انا قلته ده. اوكي if z equal x plus i y. اوكي ده يعني زيها زي اي عدد مركب في الحياه، x plus i y. مش فاهم. اه انت عايز تشوفها y i. يا ابني لا تكن حبيس ال ها، ركز واستمتع معايا بالله عليك، ركز واستمتع معايا. انا عايزك دلوقتي، بصوا يا جماعه ارجوكوا 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 افهموا قد ايه انا خايف عليك. خلاص افهم قد ايه انا خايف عليك من خطوره المجتمع. المجتمع وحش قوي يا جماعه، ماشي؟ يمكن انا مش قادر اوصل لك ده، بس انا بحاول احميك بانك تستمتع باللي انت بتتعلمه، لان صدقني هو ده الحل الوحيد. اوكي طيب هو بيقول لك انا عايز الريل بارت بتاع الاي باور زد. الاي باور زد ايه؟ الاي باور زد دي فكها عوض، اي باور الزد باكس بلس اي واي. طيب كلنا عارفين ان انا لو عندي بيز عليه باورين مجموعين تبقى دي عباره عن e power x multiply e power i y، والواي ده رقم طبعا. ها ركز تاني كده، ما
مش انت لما كان بيكون عندك بيز a باور n ملتبلاي a باور m كنت بتخليها، ركز بالله عليك، ها كنت بتخليها a باور n بلس m. انا ما كان بيبقى عندي نفس البيز مضروبين في بعض، كنت بكتب البيز ده مره واحده وبعمل بلس للباورز. هنا انا هعمل العكس، هنا انا عندي ال a باور n بلس m، فانا هخليها a باور n ملتبلاي a باور m. لازم يبقى الطريقين ماشيين بالنسبه لك. اوكي طيب، اصبح ان ده كده، ده كده اهو عدد على اويلر فورم. اويلر ازاي؟ اويلر افهمك، مش الاويلر فورم يا جماعه بتبقى، ممكن امسح الحاجات اللي تحت خلاص انت اكيد عارفها، ركز كده معايا، ها مش الاويلر فورم بتبقى عباره عن ايه؟ الزد ايكوال ها ار اي باور سيتا اي. فانت هنا مديني عدد مركب اهو اللي هو الاي باور زد، سميه زد داش اي رقم. خلاص طلع معاك ايه الرقم؟ ما هو خليني اسالك سؤال، الاي دي ايه؟ رقم، والاكس دي ايه؟ رقم، فيبقى ده كده الار. فاهم ليه؟ ما هو انت حاطط رقم باور رقم، ففي الاخر ده كله هيطلع فاليو نمبر. اوكي طيب، واي باور واي اي يبقى دي كده ايه؟ السيتا. فيجي واحد يقول لي لا استناني بقى هنا، ها استناني بقى هنا، اهي الواي دي بقى يا شربو انت بتكذب. ليه؟ لان المفروض الواي ده نمبر رقم. ما بص يا مستر، الزد اصلا كانت اكس بلس اي واي، فالاكس والواي دول ارقام حقيقيه، ازاي انت جاي دلوقتي تقول لي ان الواي بسيتا يعني بانجل؟ ركز كده معايا، انا ممكن اقتنع ان الاي باور اكس دي رقم، ماشي، لان الاي رقم، لا مش ممكن اكيد لازم تقتنع الاي ده كونستنت 2.7 حاجه كده باور اكس، والاكس ده ايا كان بكام، فرقم باور رقم بيديك فاليو وبوزيتيف طبعا. ليه بوزيتيف طبعا؟ لان حتى لو الاكس نيجاتيف الاي باور رقم نيجاتيف، ما هو متفكر كده فيها 2 باور نيجاتيف 17 حتى، ده هيطلع رقم بالايه؟ بالبوزيتيف بس صغير قوي. اوكي طيب، فكده كده دي ار. طب والثانيه اي باور اي جنبيها واي، طب ما الواي دي ازاي بقى تبقى رقم وازاي تقول انها سيتا؟ هو انت ناسي لما كنت بقول لك بص كده هنا، السيتا دي لازم تبقى بالرد، بالراديان. فاكر يا مستر، بس ايه علاقه ده بالموضوع؟ ازاي ده هو ده اصلا اساس الموضوع اللي انت بتسال فيه. انت بتقول لي يا مستر ازاي الواي دي تقول انها انجل وتبقى هي السيتا اذا كان الواي دي نمبر؟ طب ما هو انا اصلا بحط في الاويلر فورم بحط الانجل بالراد، ما هو الراد ده رقم يا جماعه. بص لو باي اوفر 2 انت عارف دي بتساوي كام از نمبر، ها باي اللي هي 22 اوفر 7 اوفر 2، يعني دي تقريبا كام 1.57، يعني في الاول والاخر ايه رقم. بس انا افهمك حاجه، لما انت بتكتب لي الانجل، ركز معايا بالله عليك، لما بتكتب لي الانجل بالراد بيبقى اصلا انت بتمثلها از نمبر، از ريل نمبر. اوكي فانا كده خلاص عرفت ان الار بي باور اكس وان السيتا بواي. هو بيقول لك انا عايز الريل بارت، طب ركز بقى كده معايا، ازاي اقدر اجيب الاكس اللي هي الريل بارت؟ مش القانون بيقول لك ار كوساين سيتا؟ ها يبقى بتساوي ايه الار بكام؟ اي باور اكس كوساين واي، يبقى اي باور اكس كوساين واي اللي هي ايه؟ ها في اي حاجه صعبه؟ جامد. وزد 2 ار 2 نون زيرو كومبلكس نمبرز، خلي بالك الاسئله دي ممتعه قوي. اوكي وبيقول لك ان الابسوليوت بتاع الزد 1 بيساوي ابسوليوت الزد 2، يعني الار 1 بتساوي الار 2 بكام؟ لا ما انا ما اعرفش، الار 1 بتساوي الار 2. اوكي طيب، وبيقول لك ان ارجيومنت الزد 1 بلس يعني السيتا 1 ها بلس السيتا 2 بكام بكام بكام؟ بباي. طيب بيقول لك هات لي بقى ايه؟ هات لي الزد 1. دي قصه حزينه، زد 1 بلس زد 2 باي. طب اجيب الزد 1 ازاي؟ ده بص 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 جايب لك الزد 1 بدلاله الزد 2، يعني بص على التشويزز كده الاختيارات، زد 2 ولا زد 2 بار ولا نيجاتيف زد 2 ولا نيجاتيف زد 2 بار، ها اداك كل الاحتمالات. طب ما سهله، ركز كده معايا، الزد 1 مش بتساوي ار 1 كوساين سيتا 1
بلس اي ساين سيتا 1. عايز ايه بقى؟ انا دلوقتي يا صديقي عايز اظهر بدل ما هي ار 1 وسيتا 1 عايز اظهر الزد 2 في الحوار، فمحتاج اعوض عن كل حاجه بسيتا 1. طب ما سهله بسيتا 2، سوري الار 1 بص كده على الشمال اصلا بار 2، فانا اقدر اشيل دي على طول واحط مكانها ار 2، والسيتا 1 هنودي السيتا 2 هناك، يبقى السيتا 1 عباره عن ايه؟ ها بباي ماينس سيتا 2، يبقى اشيل السيتا 1 دي وحط باي ماينس سيتا 2، والسيتا 1 دي وحط باي ماينس سيتا 2. تعال نشوف ايه اللي هيحصل. يلا يلا يا باشا، الار 1 بقت ار 2 خلاص. افتح بقى براكت، كوساين باي ماينس سيتا 2 كوساين 180 ماينس اي انجل، 180 ماينس اي انجل يعني انت في السكند كوادرنت، فالكوساين هتبقى نيجاتيف كوساين سيتا 2 بلس اي ساين سيتا 2. طبعا انا حافظ القانون ده بقلبي. قانون ايه؟ قانون يا باشا ان ال ايه سوري الكوساين سوري الساين 180 ماينس سيتا هي هي ساين السيتا. ساين 180 ماينس الانجل بساين الانجل، فما غيرتش حاجه، لكن الكوساين بتغير بس النيجاتيف. والقوانين دي كده كده ان شاء الله تكون مكتوبه في ورقه المفاهيم، مش متاكد قوي الصراحه، بس ان شاء الله تكون موجوده. طيب وزع الار 2 هنا كده وهنا. ليه بقى؟ هقول لك ليه. بص بقى ركز اللي هيحصل. نيجاتيف ار 2 كوساين سيتا 2 دي اللي هي الاكس 2 بلس اي، ها ركز كده، ار 2 في ساين سيتا 2 ار في ساين بايه؟ بالواي 2. يبقى دي كده بتساوي ايه؟ ها ركز معايا بقى، ايه ده؟ نيجاتيف زد بار. ليه؟ هقول لك، يعني هي باينه فاهم، اصل انت مغير اشاره الاكس. بص كده سوري، الزد 2 بار مش عباره عن ايه؟ اكس 2 ماينس واي 2 اي. لو ضربتها في نيجاتيف بقت دي نيجاتيف ودي بوزيتيف اللي هو مديهالك او اللي طلعت معاك. ها دي كده نيجاتيف زد بار. طبعا يا جماعه في ناس بتشوف الاسئله دي معقده او انها صعبه او، لكن صدقني يا صديقي الاسئله دي سهله جدا جدا جدا، ما فيهاش اصلا ادنى فكره. ليه؟ انت يعني انا بحلها كده بالويم فاهمني؟ على فكره ليها طرق تانية، يعني ليها طرق. اقول لك حاجه، انا ممكن ارسمها لك بس لا بلاش. ولا ارسمها، تيجي نحاول، بس لو فشلت ما تقولش عليا فشل ماشي، او قول يعني، وانا لو فشلت مش هزعل اوكي، ما بقاش عامل زي الحمار اللي بيزعل لما حد يقول له انت حمار اوكي. تعالى كده نحاول، انا عمري ما جربت الصراحه حاجه زي كده، بس تعالى نجرب اوكي. تعالى نرسمها ماشي. بص كده، هما الاثنين نفس الار ماشي، الفرق بقى ان مجموع الزدتين بباي، فلو فرضنا ان الزد 1 اهي اوكي، الزد 2 مجموعهم ب 180، يعني الزد اس ايه سيتا 2 مجموعهم ب 180، يعني السيتا 1 يعني السيتا 2 عباره عن باي ماينس سيتا 1 اوكي. باي ماينس سيتا 1 يعني اعمل ايه؟ طيب قول لي يعني ايه، فهمني كده اعملها ازاي دي. انا جالي ايرور، باي يعني 180 ماينس سيتا 1. اوكي بص كده، هيبقى ده الزد 2 بص كده، دي سيتا 1 ودي كده سيتا 1 بردك. ليه؟ لان السيتا 2 هتبقى هي دي كلها. دي سيتا 2 اللي هي عباره عن 180 ماينس سيتا 1. حد فاهم اللي انا بقوله يا جماعه؟ ها طيب، الار نفس الار، يبقى الزد 1 عباره عن ايه؟ ركز كده، طبعا الموضوع واضح، ها بنيجاتيف زد. انسى اللي انا قلته ده كله ماشي. مع اصل استنى استنى استنى، والله لا تتحل، والله تتحل، ركز كده. هو انت مش بتقول ان السيتا دي قد السيتا دي؟ يبقى لو نزلت دي كده يا نهار ابيض، هتبقى دي اكس ودي واي، يا نهار ابيض، دي كده نفس الاكس ونفس الواي، يبقى الزد 1 عباره عن اكس وواي، الزد 2 عباره عن نيجاتيف الاكس ونفس الواي. يا لهوي، خدت بالك؟ ها لو استخدمت الرسمه تتحل احلى بكتير. طبعا واضح ان الزد 2 الواي بتاعتها اطول شويه صح؟ ما انا عشان حمار راسمها غلط فاهم. انا راسمها غلط بس، لكن هي لو رسمناها كده متعه. خدت بالك؟ نفس الاكس ليه نفس الاكس ونفس الواي؟ عشان يا ابني نفس التريانجل انت يا ابني. ما هي نفس الار، والسيتا 1 دي هي السيتا 1 دي، الفرق بس ان دي شمال، مش بشتمها لا، هي شمال يعني الاكس بالنيجاتيف اوكي. فيبقى كده ايه علاقه الزد 1 بالزد 2؟ طالما نيجاتيف الاكس يبقى هي كده نيجاتيف الزد 2 بار اوكي.
يلا حبايبي كده نشوف السؤال ده. طبعا دي من الأسئلة المشهورة، ركز كده معايا. مديك اهي 1 ماينس كوساين سيتا بلس اي ساين سيتا. انا اسف اني قلت الأسئلة المشهورة، مش السؤال نفسه اللي مشهور، الفكرة نفسها مشهورة. صلي بينا على النبي، تعالى كده على جنب عشان كل حاجة هعملها افكرك بيها. اول حاجة يا جماعة في المواقف اللي زي دي، انا عندي قانون ان 1 بلس كوساين سيتا ها ب2 كوساين سكوير دبل سوري هاف السيتا. كلكم فاكرين القانون ده؟ اه. طب فين يا مستر المشكله كده؟ يعني ما تعمل كده، ايه المشكله؟ المشكله عندك ان دي مش 1 بلس كوساين، اوكي؟ دي 1 ماينس كوساين. ركز كده معايا بعد اذنك. تاني انا محتاج اشوفها ايه؟ انا عشان استخدم القانون بتاع 2 كوساين سكوير دبل السيتا، خلاص محتاج ان اشوفها ايه 1 بلس كوساين. فهتعمل ايه؟ يبقى انا كده عايز اغير اشارة الكوساين، عايز العب في الانجل سيتا بحيث اغير اشارة الكوساين. بس خلي بالك هتلعب في السيتا دي، لازم تلعب في السيتا دي برضو. يبقى انا كده عايز العب في السيتا، بدل السيتا خليها مثلا 180 ماينس سيتا 180 بلس سيتا وات ايفر، اوكي؟ المهم انك تغير اشارة الكوساين وما تغيرش اشارة الساين. يبقى انت كده بتتكلم ها تغير الكوساين وما تغيرش الساين، يبقى بتتكلم في السكند كوادرنت 180 ماينس سيتا. ها بص كده، يبقى اول حاجه لازم تعرفها الرول اللي هستخدمه الاول، ان ساين 180 ماينس سيتا هي ساين السيتا، وان كوساين 180 ماينس سيتا بنيجاتيف كوساين السيتا. شوف بقى اللي انا عامله هناك كده، اوكي؟ 1 هقوم شايل الكوساين دي واخليها نيجاتيف كوساين 180 ماينس سيتا، فمع النيجاتيف اللي موجوده اوريدي تبقى ايه؟ بوزيتيف كوساين 180 اللي هي باي ماينس سيتا بلس اي ساين باي ماينس سيتا. الساين ما اتغيرتش، هي بس انا غيرت الانجل برضو، مع ان هي بس انا عشان اشوف لازم اشوف الاثنين الانجل، اثنين انجلز سوري، دي ودي يكونوا زي بعض، اوكي؟ يبقى انا كده حليت اول مشكله. طيب تاني مشكله هروح شايل على طول، بس انت هتقعد تلعب بقى لحد ما تخلصها. هتقوم شايل على طول الايه؟ ال 1 بلس كوساين، وتحط مكانها 2 كوساين سكوير ها نص الانجل اللي قدامك، باي ماينس سيتا نصها تبقى باي ماينس سيتا على الاثنين، الهاف تتوزع تبقى باي اوفر 2 ماينس سيتا اوفر 2 بلس ها. فاكر كنا بنعمل ايه؟ بنشيل الساين سيتا ونخليها 2 ساين نصها ها كوساين نصها. ركز تاني بالله عليك كده، انا انت عملت ايه؟ انا دلوقتي يا جماعه مشكلتي ان انا دايما 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 ببقى حريص، ببقى ايه؟ حريص ان اخلي الانجل نفس الانجل. يعني ايه؟ مش فاهم ازاي عايز تبقى اخلي الانجل نفس الانجل. يعني انا لازم اشوف السيتا سوري مش لازم سيتا، يعني بص هنا كده دي لما انا قسمتها على الاثنين طبقا للقانون، ما مستر انا ما كانش قصدي اعمل كده، انا اضطريت ان انا اعمل كده، انا خليتها 1 بلس كوساين انجل شلتها وحطيت 2 كوساين سكوير نص الانجل، فانا كنت مضطر يعني انا ما كانش قصدي ان انا اعمل كده، هي نصها. طيب فاضطريت ان انا ادفع ثمن ده بان اشيل الساين دي واحط مكانها 2 ساين نص الانجل كوساين نص الانجل. استخدمت قانون دبل انجل ليه؟ عشان ابقى ظهرت نص الانجل الثانيه. انا يهمني دايما زي ما كنت في الاول، غيرت الكوساين خليتها 180 ماينس سيتا عشان اخلي الاشاره اللي جنب الكوساين دي كده بدل ما هي نيجاتيف تبقى بوزيتيف، ها عملت نفس الكلام عشان تفضل في الساين، خليتها 180 ماينس سيتا عشان ايه؟ عشان لازم يفضلوا نفس الانجل. نفس الكلام لما جت لي 1 بلس كوساين شلتها وحطيت 2 كوساين سكوير نص الانجل، فكنت محتاج ان انا اخلي دايما نص الانجل برضو موجوده، قمت شايل الساين وحطيت 2 ساين نصها كوساين نصها، اوكي؟ طيب هتعمل ايه دلوقتي؟ فاكر كنا اصلا حافظينها يعني، هاخد ال 2 والكوساين كومن فاكتور، هاخد 2 كوساين الانجل اللي هي باي اوفر 2 ماينس سيتا اوفر 2، هاخد الانجل دي كلها كده، سوري هاخد كل ده كومن فاكتور، هيتبقى لي جوه ايه؟ ركز كده، ها؟ هيتبقى كوساين واحده باي اوفر 2 ماينس سيتا اوفر 2 ها بلس اي ساين.
لان انت خدت ال 2 خدت الكوساين بره، فيبقى اي ساين سيتا اوفر باي اوفر 2 ماينس سيتا اوفر 2. ها سوري، في اي مشكله حبايبي؟ اوكي خلاص كده انا جبت الرقم ده، جبت العدد اللي هو كان مديهوني على صوره نظيفه. ركز كده، ده كده الار، ودي كده اللي هي دي كده نفس دي السيتا. في مشكله؟ هو بيقول لك امبليتيود ايكوال. يبقى الامبليتيود عباره عن ايه يا جماعه؟ بص بقى، هو بيقول لك كود بي صح ولا ما قالش كده؟ لا ما قالش كده. خلاص يبقى باي اوفر 2 ماينس سيتا اوفر 2. فين باي اوفر 2 ماينس سيتا اوفر 2 اهو. ها السؤال ده يا جماعه سؤال يدرس، لازم تبقى فاهمه كويس قوي 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 قوي، عارف انا عملت كل حاجه ليه وازاي. والاسئله دي خطيره، خلاص خطيره جدا. كنت حلل، كنت عامل فيديو كامل على الاسئله دي، لازم تبقى فاهم الاسئله دي كويس قوي. وفي الاخر عشان اكون صريح معاك، يعني انا مش هحاور عليك، انا ممكن احلها بالكالكوليتر. ايه ده بعد كل ده ممكن تحلها بالكالكوليتر؟ اه ده في ثواني كمان. بص كده امسح كل ده، بس هي الفكره ان انا لازم احل الحاجه علميا الاول يا جماعه. بص شايف اللي هو مديهولك ده؟ بوت، نضع السيتا، حط السيتا باي رقم انت عايزه، طبعا انا هحطها بسيرتي. اوكي فهيطلع اللي هو مديهولك ده عباره عن ايه؟ احسبه. انا همسك الكالكوليتر اهو، 1 ماينس كوساين 30 بلس اي ساين 30. تعرف انا عملت ايه؟ شايف ده كده اللي انا شاورت لك عليه ده اللي هو مدهوني، كتبته زي ما هو على الكالكوليتر. طبعا انا عامل الكالكوليتر بالكومبلكس مود، اوكي فكتبته زي ما هو على الكالكوليتر كده، وقمت دايس ايكوال، قام مديني ايه؟ رقم وسخ قوي الجبريك. طب هنعمل ايه؟ هقوم دايس شيفت 2 واختار رقم 3 عشان يديني الار والسيتا. قام مديني الار رقم غريب قوي، والسيتا اداني بايه؟ نيجاتيف 0.862. اوكي دي السيتا اللي هو اداهاني. حلو كده، تعال نشوف انا بجرب ازاي بقى، ركز معايا. هنجرب بقى دي ونجرب دي ونجرب دي ونجرب دي. حط السيتا ب 30 ديجري، شوف مين فيهم اللي هيطلع صح. خلاص هي مش هتطلع اصلا، ايه الهبل ده؟ هي انت بتقول ايه لما السيتا ب 30؟ هو انا عامل حاجه غلط اكيد يا جماعه. لحظه، طيب سوري يا جماعه، الارقام اللي انا كنت مطلعها كلها غلط، كان في مشكله في الكالكوليتر عندي، كنت محولها رات. ها طيب حولتها ديجري خلاص، قمت كاتب الرقم تاني 1 ماينس كوساين 30 بلس اي ساين 30. اوكي وقمت هختار بقى شيفت 2 واخترت رقم 3، هيديني الار والسيتا. اداني الار رقم 0.517 دي الار، سيبك منها، والسيتا ب 75. اوكي السيتا ب 75 دي اللي هي عباره عن 90 ماينس ايه؟ سيتا اوفر 2 اللي هي الانسر بي. ها خدت بالك حليتها ازاي في لحظه؟ في ثواني. ليه يا باشا؟ حطيت السيتا باي رقم، جبت اللي هو مدهوني، حطيت السيتا باي رقم جبت اللي هو مدهوني، عوضت، شفت بقى الارجيومنت بتاعت الرقم اللي هو مدهوني ده هتطلع انهي في الاختيارات عند سيتا معينه. ما هي المفروض تنفع عند اي سيتا، فانا بجرب عند سيتا معينه. ها في اي حاجه صعبه؟ بصوا حبايبي كده، ده سؤال مشهور قوي الصراحه، بيقول لك ايه باور 3 بلس اي؟ طبعا بص يعني ايه، انا حافظه الصراحه ماشي، فانا هقول لك الطريقه المثاليه ليه للواحد اللي حافظه اللي زيي. هتخلي الاي باور 2 دي، الاي دي سوري، هتشيلها وتحط نيجاتيف اي باور 3. ها ركز كده معايا، ليه عملت كده؟ عشان اعمل لدي فاكتورايزيشن، انها تكون ديفرنس بتوين 2 كيوبس. ديفرنس بتوين ايه؟ 2 كيوبس، اي باور 3 ماينس اي باور 3، حاجه باور 3 ماينس حاجه باور 3. اوكي طيب طبعا واضح جدا ان النيجاتيف اي باور، مش الاي باور 3 بنيجاتيف اي، ام ترى هتطلع نيجاتيف عشان تساوي الاي. خلاص كل ده ليه؟ عشان اعمل لها فاكتورايز. فلما هعمل لها فاكتورايز شوف كده ايه اللي هيحصل. يا الحمد لله، هتعمل براكت صغير وبراكت كبير، هتحط هنا اي واي ونفس الاشاره اللي في النص. سكوير الاول هتحطه هنا، سكوير الثاني هتحطه في الاخر. ها طيب اي باور 2 اللي هي نيجاتيف 1، في مشكله كده؟ ركز تاني، ما هو سكوير الثاني اللي هي اي سكوير احطها بالبوزيتيف، اي حاجه سكوير بالبوزيتيف، بس اي سكوير اصلا بنيجاتيف 1 فشلتها وحطيت نيجاتيف 1 على طول. بعد كده الاول في الثاني اللي هي ايه؟ بوزيتيف اي في اي، في مشكله؟ ده هو هو اللي تحت، واخد بالك؟ بيو بيو، يبقى ده طلع في الاخر بيساوي ايه؟ بلس اي. في حاجه صعبه يا حبايبي؟
عايز الكونجيجيت بتاعه الايه ده رقم حقيقي يعني ده ريل، يبقى هنغير اشاره الايه الايماجيني يبقى ايه ماينس اي، يبقى الاجابه ايه. خلاص هو هنا مختار سوري يا جماعه انا اسف انا غلطت غلطه كبيره جدا. طب ما كده دي ماينس اوكي لا دي بص دي ماينس يا جماعه انا غلطت، اللي بينهم اصلا ماينس دي مش بلس، ها دي ماينس، وانت بتضرب الاتنين في بعض تبقى اي اي وبتغير الاشاره اللي في النص تبقى ايه دي بوزيتيف صح، فكنسلوا بعض زي ما انا قلت كل حاجه صح بس هي ماينس اوكي دي غلط، فالكونجيجيت هيبقى ايه بلس اي، يبقى انا غلطت مش ايه هي بي. ها في اي حاجه صعبه؟ يلا كده حبايبي نشوف السؤال ده، ده برضو سؤال ايه امتحان 21. زد 1 وزد 2 ار 2 كومبلكس نمبرز اوكي، وراح مديك الزد 1 اي باور مش عارف كام وزد 2 اي باور مش عارف برضو كام، وقال لك ان الكي دي انكلودد ما بين النيجاتيف هاف والهاف، بيسالك عن البرنسبل امبليتيود اوف ايه اوف زد 1 بلس زد 2، يعني عايز يجمع التو نمبرز اوكي عايز نجمعهم. طب ده انا عشان اجمعهم محتاجهم الجبريك، هو اصلا مديهم لك ايه يعني ما تعتبرش اويلر قوي، فتعالى بقى كده نحاول نختصر فيهم. ركز بص للسؤال، انا مش عايزك تبص له بعينك، ها العين بتشوف بس انما القلب بيشوف ويحس ويفكر، بص للسؤال بقلبك. هو مديك ايه؟ مديك الزد 1 على صورة شبه اويلر، شبه هي مش اويلر لان اويلر بتبقى كده رقم جنبيه اي باور حاجة لازقة فيها اي، الرقم اللي جنب الاي ده بيكون الار والحاجة اللي لازقة في الاي دي بتكون السيتا بالراد اوكي، في مشكلة في الكلام ده؟ طيب هل اللي هو مديهولك ده اويلر؟ لا بس على فكرة هنظبطه وهنوصله الاويلر سواء زد 1 او زد 2، هي مش مشكلتي قوي على فكره في الحته دي، هي مشكلتي كلها ازاي هجيب الزد 1 بلس زد 2، ازاي هعمل السمشن ده اهو ها ازاي هجمعهم وهم مش الجبريك. طب تعالى بس نجيب الزد 1 وبعدين نبقى نشوف الموضوع ده، انا والله فعلا مش اقسم بالله انا بحلف بالله انا فعلا مش عارف اوكي. يلا اي باور 5 بلس كي باي اي، هو انا مش عارف الكي بكام صح اوكي، والتانية اي باور كي بلس كي ايه 5 بلس كي اي مضروبه في الباي، فانا هوزع الباي بعد اذنكم يا جماعه ها، فهتبقى 5 باي ها بلس باي او كي باي اي، مركز في اللي انا بقوله ها فاهم انا عملت ايه ولا مش قوي؟ وزعت الباي ما عملتش حاجه ما تحورش بقى تحسسني ان انا عملت سحر يعني اوكي. طيب يلا يا صديقي اول واحده، فاكر انت من شويه كنا بنحل مساله برضو وقلت لك ان لما يكون معايا تو بيزز زي بعض نفس البيز بينهم ملتبلاي بعمل بلس الباورز، هنا انا عندي الباورين عندي باور بلس باور، فانا هخليهم عباره عن اي ها باور 5 ملتبلاي اي باور كي باي اي اوكي، فاصبح كده خلاص انا عرفت ان بالنسبه للزد 1 ركز كده فيها اهي دي كده الار ودي كده السيتا، ها يبقى انا اقدر اقول ان الار 1 بكام باي باور 5 وان السيتا 1 بكام ها بكي باي، حتى هو قال لك ان الباي من سوري الكي من نيجاتيف هاف لهاف، يعني كده الكي دي سوري الانجل سيتا 1 دي من نيجاتيف باي اوفر 2 من نيجاتيف باي اوفر 2 لباي اوفر 2 اوكي. طيب يبقى بالنسبه للزد 1 خلاص مفيش مشكله، تعالى بقى نشوف الزد 2، هنعمل نفس العمليه اللي انا كنت عاملها من شويه، هخليها اي باور 5 باي، خلي بالك دي مساله امتحان السنه اللي فاتت اهو ماشي، ملتبلاي اي باور ايه كي باي اي، بطريقه مشابهه كده الزد 2 برضه انا عرفتها دي الار ودي كده السيتا، ها يبقى الار 2 اللي هي الار بتاعت الزد 2 بكام باي باور 5 باي بقى المره دي. واحد يقول لي مستر بس الباي ده انجل ب 180 ديجري، ها لا انا بتكلم عن الباي بالراد بتكلم عليها از نمبر اوكي، والسيتا 2 ايه ده برضو بكي ايه بكي باي اوكي. ركز بقى كده معايا، طب انا هجمعهم ازاي مش فاهم هجمعهم ازاي هجمعهم اتصرف اوكي. طيب في اي مشكله لحد دلوقتي؟ استاذنك بقى نمسح كل ده
ونخلينا في النتيجة اللي انا وصلت لها عشان اعرف افكر. بس انت عارف انا راجل برضو ايه. بص كده، هدول هنا، دول يا باشا النتيجة النهائية اللي انت وصلت لها اهي، ال R1 والثيتا 1 وال R2 والثيتا 2. حد ملاحظ حاجة؟ ملاحظ ايه؟ ان الثيتا هي نفس الثيتا، وان ال R، بص كده انا ممكن اقول ان دي عبارة عن ايه، هي كانت اي باور 5 باي. الصوت ده مضايقني قوي. بس هي كانت اي باور كام؟ بس يا حبيبي كانت اي باور 5 باي. انا بقى اخليها ايه، اي باور 5 اول باور باي. ما هي اي باور 5 ملتبلاي باي، يعني اي عليها باورين ملتبلاي بعض، وباور الباور ملتبلاي، فانا جاي لي الباورين ملتبلاي بعض، انا اخليها باور الباور. اوكي، فهتبقى اي باور 5 باور باي. ليه عملت كده؟ لا انا قلت اجرب يعني. ها ركز بقى معايا، هل ده هيفيد بحاجه؟ لا خالص، انا بس قلت اوريك يعني. والله ما اعرف هيفيد ولا، بس انا قلت اوريك. طيب من اول واحده كده، طبعا مستر هو عايز زد 1 بلس زد 2، هو عايز البرنسبل امبليتيود الانجل بتاع ده، وبيقول لك كود بي. طب لاحظ حاجه، انت عشان تقدر تعرف الانجل، سوري مش عشان تعرف تعرف، عشان تعرف تجمع اصلا، ما هو ما هو اصل ربنا عرفوه بالعقل يا جماعه. حضرتك عايز تجمع زد 1 بلس زد 2، وسع بقى كده دي ما تضايقنيش. ها عايز تجمع زد 1 بلس زد 2. طب انا ازاي اجمع وهم كده اويلر او ار وثيتا، يعني بولر فورم؟ لا لازم اجيبها اكس وواي. فاروح اعمل ايه يا جماعه؟ هجيب الاكس 1 والواي 1، وهجيب بردك الاكس 2 والواي 2. فاهم حاجه؟ ها ليه بقى عايز تعمل كده؟ عشان لما هاجي اجمع عددين انا بحتاجهم الجبريك، اكس وواي، بجمع الاكس مع الاكس ده كده الجزء الحقيقي، وبجمع الواي مع الواي وده كده الجزء الايماجينري. اوكي، فالاكس 1 هتبقى عباره عن ايه؟ القانون بيقول لك ار كوساين ثيتا، فتبقى اي باور 5 كوساين كي باي. اوكي طيب، والواي هتبقى اي باور 5 ساين ها كي باي. يلا نفس الكلام في الاكس 2، هتبقى اي باور 5 باي كوساين كي 2 برضو، كي باي برضو سوري. اوكي، ودي هتبقى اي باور 5 باي ساين ها كي باي. حلو الكلام، حلو جدا. تعال بقى يلا نجمع. يلا لو جمعت الزدتين هتجمع الحقيقي مع الحقيقي والخيالي مع الخيالي وتلزق فيه اي، يبقى النتيجه ايه؟ ركز معايا بقى، الجزء الحقيقي اهو بلس الجزء الخيالي اهو هلزق فيه اي. ركز معايا، لما اجمع الجزء الحقيقي اللي هو اي باور 5 كوساين كي تي كي باي بلس اي باور 5 باي كوساين كي باي، انا ممكن اخد الكوساين كي باي بره، وهيتبقى ها هو المكان ضيق يا جماعه. لا ما انا مش هحله المكان ضيق، معلش معلش اقسم بالله. بص مش حالل، تعالى نحل تحت. اوكي، زد 1 بلس زد 2. يلا يا باشا يلا، الجزء الحقيقي هيبقى عباره عن ايه؟ اهو اي باور 5 كوساين كي، خد الكوساين سوري، خد الكوساين كي باي كومن فاكتور. اوكي، هيتبقى لك ايه في الحقيقي بس؟ ها هيتبقى ايه؟ هيتبقى اي باور 5 بلس اي باور 5 باي. في حاجه صعبه؟ طيب بلس، يلا نشوف الجزء الايماجينري اللي هو بيلزق فيه الاي. اوكي يلا، هتجمع ده زائد ده، هتاخد الساين نفس اللي انا عملته هناك، هاخد الساين كي باي كومن فاكتور، فيتبقى اي باور 5 بلس اي باور 5 باي. في مشكله كده؟ طيب هو بقى عايز ايه؟ هو بيقول لك انا عايز الانجل. معلش انا اسف يا جماعه، والله المساحه صغيره فهضطر امسح كل اللي فات، بس خلاص انا وصلت النتيجه. اللي تحت حضرتك بالاحمر ده اهو، او بالاسود والاحمر يعني، هو ناتج السبميشن. هو بيقول لك البرنسبل امبليتيود الانجل كود بي، الانجل اللي هي ايه يا جماعه؟ انا عارف ان تاني الانجل سوري، عارف ان تاني الانجل بيكون الخيالي على الحقيقي، صح كده؟ يعني همسك ده، ده الايماجينري، احطه في النومريتور،
وهمسك ده. ايه اللي حصل ده؟ الريل هحطه في الدينيمينيتور. اوكي معلش نمسح بس البتاع ده، وهات لي الاتنين دول كده كلهم تحت. لحد هنا في مشكلة يا جماعة؟ ها مستر المسألة طويلة قوي يا عم. ولا طويلة ولا حاجة يا عم. انا بص بص انت مش فاهم، بس انت مش فاهم طويلة صح؟ اه بس في الاول والاخر اسمه جبر. جبر يعني ممكن واحد يقول لك يا ده امتحان السنة اللي فاتت فعلا كان صعب. هم على فكرة قال اصعب امتحان جه السنة اللي فاتت اللي عمل العقدة بتاعت علم الرياضة دي، لو انت سمعت عنها كله قال لك الماثيماتكس الرياضة جت صعبة، الرياضة جت صعبة، الرياضة جت صعبة. هم كانوا بيمتحنوا بيتكلموا على حاجتين، الجرافس في الداينامكس والالجبرا ايه والسوليد، الامتحان كله ماشي. فهو ده يا سيدي الامتحان. طب هو صعب؟ ما هو صعب. عارف ليه صعب بقى؟ عارف ليه الناس اعتبرته صعب؟ ها عارف ليه الناس اعتبرته صعب؟ عشان هو خطواته كتير. انما تعالى كده بص انا معلش انا عملت ايه، تعالى نراجع المساله بس لما نخلص. تعالى كده بس نجيب السيتا يلا يلا. هتلاقي ده بيو بيو اتكنسل مع ده، اتبقى ساين انجل على كوساين نفس الانجل، يعني ده بيساوي تان الانجل نفسها اللي هي كي باي. الله يعني تان السيتا اللي انت بتدور عليها بتساوي تان الكي باي. اه يبقى السيتا اللي انا بدور عليها ايكوال كي باي. بس هي دي الاجابه. هو بقى بيقول لك كود بي، ركز معايا كده. ما هو قال لك ان الكي من نيجاتيف هاف لهاف، يعني كده السيتا ركز معايا اهي من ال ايه واوبن مفيش ايكوال، من نيجاتيف باي اوفر 2 لو حطينا الكي بنيجاتيف هاف يعني، لباي اوفر 2 لو حطينا الكي بهاف. فاهم حاجه؟ عوض بالكي دي مره بنيجاتيف هاف ومره بهاف. يلا دي الفتره بتاعتك اللي هتدور فيها. دي مش هتنفع، استنى كده 2 اوفر 3. انا مش عارف 2 اوفر 3 تنفع ولا لا يا جماعه. هي 2 اوفر 3 2 اوفر 3 لحظه كده 2 اوفر 3 ب 0.6 دي كده معناها 0.6 باي، يعني اكبر من الهاف باي، يبقى مش هتنفع. دي كده هي كانت هتنفع لو في ايكوال، لكن هنا مفيش ايكوال. فاهم؟ هو قال لك بص كده اهو ليس ذان اور ايكوال وجريتر ذان اور ايكوال. لا قال لك ليس ذان وجريتر ذان بس، الباي لا طبعا. يبقى الاجابه اكيد ايه دي. ليه؟ 1 اوفر 6، ال 1 اوفر 6 ده يعني اقل بشويه، سوري اكبر بشويه من النيجاتيف هاف كي. ها في اي حاجه صعبه؟ مستر ده سؤال صعب قوي. اسمع كده، طبعا انت هتحل الحاجات دي كلها تاني بايدك. بص 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 انا دايما بقول جمله يا جماعه، للاسف الطلاب ما بيعرفوش قيمتي الحقيقيه، والله العظيم ده لا غرور ولا اي حاجه، غير ان انا عايز اقول لك ان انا راجل ببذل مجهود معين بطريقه معينه الناس ما بتقدرهاش للاسف. للاسف الشديد دي حاجه بتخليني حزين جدا، بس في نفس الوقت يعني ايه بريح ضميري واني بريح نفسي يعني، واقول ان انا بعمل كده ايه لربنا او لضميري. اوكي دايما انت هتعرف قيمتي كشرح او كمجهود امتى؟ في الامتحان ان شاء الله، بس تكون التزمت بكلامي. حضرتك لما تيجي تحل السؤال ده تاني لوحدك هتحله، هتكتشف ان هو في الاول والاخر خطوات، هو ما فيهوش يا باشا انا ما فكرتش لحظه اقسم بالله انا. طب تيجي نعيد كده السؤال بسرعه، وانت دلوقتي وانت بتسمعني وانا بعيد الخطوات بقى وبتفتكر شاور لي قول لي بص استنى اوقف الفيديو بقى كده وقول لي اهو دي فيها تفكير. تعالى كده نشوف يلا يلا. هو مديني الزد 1 اي باور حاجه والزد 2 اي باور حاجه والباي بره، فانا رحت موزع الباي. اي حد ما بيفهمش اي حاجه لازم يوزع الباي في البراكت دي، بديهيات. اوكي قمت انا عامل ايه؟ انا على فكره دي فكره شائعه جدا يعني، دي فكره منتشره اللي هي ايه؟ ان انا الاقي الاي باور حاجتين بلس بعض فخليها اي باور الاول ملتبلاي اي باور الثاني. فالرقم اللي هو اي باور الاولاني ده عباره عن الار، والثانيه اللي لازقه في الاي في الباور اللي هي كانت كي باي في الاثنين حتى كانت هي دي السيتا. جبت الار الاولى والسيتا الاولى. اوكي عايز اجيب الزد 1 بلس زد 2. طب اجيبهم ازاي؟ لو انت ما كنتش بتاخد معايا مثلا وانا ما اكدتش عليك ان لما بتيجي تعمل ملتبلاي ديفايدد باور بتستخدم البولر فورم يعني ار وسيتا، والكيس الوحيده اللي بتستخدم فيها الالجبريك فورم اللي هي اكس وواي هي الكيس دي، السمشن الادنج والايه والسبستراكتنج الماينس. اوكي هنا انت عايز تجيب زد 1 بلس زد 2، مفيش طريقه تجيب بيها زد 1 بلس زد 2 غير انك تحولهم الجبريك.
اوكي. فرحت انا بحولهم الجبريك. فواحد يقول لي طب هو انا ازاي بحول الجبريك؟ بجيب الاكس والواي، ار كوساين سيتا وار ساين سيتا. ها هل دي كده انا فكرت في حاجه؟ اطلاقا يا ابني. وانا لو فكرت ما انا هقول لك انا ذكي وفكرت وافرحك، فاهم؟ لكن انا بفكر، انا حقيقي ما فكرتش. رحت جامع الزدتين، طلع منهم جزء حقيقي وجزء خيالي. خدت الكوساين كومان فاكتور والساين كومان فاكتور عادي، اوكي، لقيتهم يعني. حتى لو انت ما كنتش خدتهم، كنت هتيجي تجيب تاني السيتا الواي على الاكس، وكنت هتاخدهم كومان فاكتور عشان تكنسل. المهم يا سيدي ايه، بعد ما خدت جبت الاكس والواي بتاعت السمشن، هو بيقول لك انا عايز الامبليتيود. خلاص، طب الامبليتيود يعني الانجل، فشفت تاني الانجل بشفت تاني الواي على الاكس. الواي دي اقصد بيها الجزء الخيالي، والاكس دي اللي هي الجزء الحقيقي. يعني تاني الانجل بيساوي الواي على الاكس. هل دي فيها فكره؟ لا، ده قانون انا حافظه من الترانجل. اوكي، قمت قايل ان دي بتساوي الواي على الاكس، قسمت الواي على الاكس، حاجه كنسلت حاجه، بقى ساين على كوساين، يعني تان كي باي. فاكتشفت ان السيتا بتساوي كي باي. ها، قال لك ان الكي من نيجاتيف هاف لهاف اوبن، يعني كده السيتا من نيجاتيف هاف باي لهاف باي اوبن برضه. يبقى السيتا ممكن تكون ايه؟ اداك ثلاث احتمالات بره الانترفل، وواحده بس اللي جوه الانترفل اللي هو الانسر دي. في حاجه صعبه؟ جامد. يلا حبايبي كده نشوف السؤال ده. سيركل سيركل ويز سنتر ام ان ويتش اي سي دي، اي سي دي طبعا مش عارف انت واخد بالك منها ولا لا، 30 ديجري، والميجر انجل، سوري امسح دي بس، والميجر انجل ها ام بي اي، ام بي اي سيتا. ها طيب، الزد عبارة عن ساين 3 سيتا بلس اي كوساين 3 سيتا، زين زد ان اكسبوننشال فورم. خد بالك بس من حاجة، هو مديك الزد هنا بطريقة خفية بيستعبط. بص، بلس اي كوساين 3 سيتا، ايه الطريقة الخفية اللي هو مديهاني؟ انت هتستعبط انت كمان ولا ايه؟ مبدل يا باشا الساين بالكوساين. بص، الساين هنا المفروض تبقى هي اللي هنا، والكوساين المفروض تبقى هي اللي هنا. فلو انت عايز تحولها تريجنومتريك فورم مظبوطه، كده كده الارب 1، اوكي، انا عايز ابدل الكوساين بالساين، فهتبقى دي كوساين بلس اي، وهتبقى دي ساين. بدلناهم هم ببعض. هتعمل ايه بقى عشان تبدل؟ هتعمل باي اوفر 2 اللي هي 90. طب ما تكتب 90 وخلاص، ما تمثلش. اوكي، 90 ماينس الانجل اللي هي 3 سيتا، 90 ماينس الانجل اللي هي 3 سيتا كده. دي كده الترجنومتريك فورم، اوكي، هو عايزها على الاويلر فورم. فالاويلر فورم هتبقى ار والار ب 1 ملتبلاي اي باور الانجل دي، هتحطها هنا بس بالريد مضروبه في الاي. طب الانجل دي عشان اجيبها محتاج اعرف السيتا بكام. عرفت السيتا بكام، حول لي الانجل دي راديان، وبعدين اكتبها هنا واختار الاجابه الصح. في حاجه صعبه؟ هو ده السؤال؟ السؤال كله متوقف على انك تعرف السيتا دي كده بكام، والسيتا دي كده بكام، دي مسألة جيومتري. تيجي نحلها؟ يلا يلا. بص كده، البي ده، البي دي ده، شايف البي دي ده كله؟ اوكي، بس هي الرسمة ايه، ركز في اللي انا هقوله ببقى. اوكي، شايف البي دي ده، ده ستريت لاين، مديك الانجل اي سي بي، سوري اي سي دي، اي سي دي ب 30 ديجري. يبقى الانجل اي سي بي بكام؟ الباقي بتاعها بكام كده يعني؟ 180 ماينس 30. ما بص، هو في هنا ستريت لاين ومديك دي، انا بس بوريك الرسمه عامله ازاي تقريبا. 30 ديجري تبقى دي كام؟ ها 180 ماينس 30 يعني 150 ديجري. بص كده، يعني الانجل دي، يا جماعه بقول لكم ايه، تيجي نرسمها احنا عشان انا هتشل كده. اوكي، اها، في هنا ام A B وفي هنا C. اوكي، خلاص انا عرفت كده ان دي 150 ديجري. عرفت منين انها 150؟ بص طبعا يا جماعه، انا الرسمه بتاعتي مش شبه قوي اللي فوق، بس احنا وصلنا النتيجه ان الانجل ACB عباره عن 180 ماينس 30 عشان ده ستريت لاين واحد. شيل منه ال 30، ستريت لاين يعني 180، شيل ال 30 يبقى 150. اوكي، طيب طبعا دي لما تكون 150. المهم السنترال انجل
اللي هي ال 300 دي بتبقى دبل الانسكرايبد انجل اللي هي 150. اوكي المنظر ده مشهور يعني. طب فتبقى الانجل دي كام؟ 330 سوري 360، شيل منها ال 300 دي يبقى دي 60. اوكي وصل لي بقى الاي بالبي، باظت مني. شايف الاي بالبي؟ شايف الترانجل ده كده؟ ها دي ار ودي ار، يبقى المفروض التو انجلز اللي قد بعض اللي سوري اللي تحت اللي قصاد الار دي يعني البي والاي قد بعض، واللي فوق 60 يبقى لي 120 تتقسم على الاثنين، يبقى الانجل سيتا دي بكام في الاخر؟ ب 60 ديجري. ها مركز؟ ما هو ده كده في الاخر هيطلع ايكولاترال. هو انا ما كنتش اعرف، بص على الرسمه اللي فوق، مش ده راديوس وده زيه؟ يبقى الانجل سيتا هي دي برضو الاي دي. اوكي فانا عرفت خلاص ان دي 60، يبقى دي زي دي بكام؟ نص ال 120 يعني 60 و60، ما هو الترانجل كله 180 انت مش مولود اول امبارح يعني. اوكي ركز تاني بالله عليك. يبقى اول حاجه في ناس يا جماعه هتسال دلوقتي تقول لي انا مش فاهم الحته بتاعت 300. بص يا كابتن، اها من المناظر المشهوره، لو الانجل دي اكس بتبقى الانجل دي كده 2x. ها في اي مشكله كده يا باشا؟ عرفت. وبتبقى الانجل دي كده، استنى اجيبها لك، دي كده اكس برضو. اوكي دي نفس الانسكرايب انجل، هي شكلها مش اكس بس هي اكس. ماشي كنت هقول لك ايه تاني؟ لا استنى سوري يا جماعه سوري سوري، دي مش اكس. استنى 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 استنى، هات لون ازرق. اوكي لو دي واي تبقى دي كده 2 واي. فهمت حاجه؟ دي الانسكرايب انجل. احفظ المنظر ده، شايف المنظر ده كده؟ بس مجهولي بعد اذنك. اوكي السؤال ده كان المفروض يكون شابتر 1 الصراحه يعني. ماشي شابتر 1 مش شابتر 2. بص كده مديك الصوره العامه لفكه ال 1 بلس اكس باور ان، فاكرها؟ هفكرك، كان بيبقى اول ترم 1 بلس ثاني ترم ان اللي هو ايه؟ 8 هنا. ماشي ما هو 8 سي 1 ب 8. اوكي روت 3 اي، استنى طب اديك الفكه، انا اسف ان انا عملت كده. اوكي انا راجل غبي. ان اكس بلس اخر واحد فاكر كان بيبقى ايه؟ كان بيبقى اكس باور ان. فاي حد اعمى حتى يعني مش لدرجه اعمى هيعرف ان دي كده هي الاكس، يعني الاكس بكام؟ بروت 3 اي، والاي بره روت 3. اوكي والان بكام؟ ب 8. في حاجه صعبه كده؟ شكرا. دي شابتر 1 ها؟ ماشي يبقى انا كده عرفت ان الزد عباره عن ايه؟ اهي 1 بلس روت 3 اي، وده عدد مركب طبيعي جدا باور 8. ها في حاجه صعبه؟ بيقول لك زين ذا امبليتيود، بلا امبليتيود بلا بتاع، انا هعملها كلها على الكالكوليتر. اوكي دي كده عايز اجيب لها ار وسيتا، عشان اقوم جايب دي على البولار فورم ازاي؟ هضرب الار اللي هتطلع من هنا في 8، ها دي باور سوري، هعمل الار باور 8 وهعمل السيتا مالتبلاي 8. ها فاكر في الباور دي موفر، بنعمل الار باور 8 وبنضرب السيتا في الرقم. يلا هكتب على الكالكوليتر، بس عايز اجيب الار والسيتا من الكالكوليتر، حولها كومبلكس مود 2 1 بلس روت 3 اي، دوست ايكوال واختار شيفت 2 واختار رقم 3، هيديك الار والسيتا، الار ب 2 والسيتا ب 60 ديجري. اوكي يبقى الزد لما اعملها باور 8 هيبقى 2 باور 8 يعني كام؟ لحظه احسبها 256. ادي يا سيدي السيتا، ها سوري الار والزد والسيتا سوري، ها 6 باي 60 باي 8 هتطلع 480 ديجري. الانجل صح بس كبيره قوي، هنقص منها 360 هتطلع 120 ديجري. يبقى انا كده جبت الايه؟ الزد بولر فورم اهي 256 و120 ديجري. هو عايز الامبليتيود 120 ديجري اللي هي 2 باي اوفر 3. ها في مشكله؟ طب لو كان عايزها الجبريك كنت هتضرب الار دي في كوساين ال 120 تجيب الاكس، والار في ساين ال 120 تجيب الواي. ها في اي حاجه صعبه؟ السؤال ده ها واضح، واضح انه سؤال شقي. ها سؤال غريب جدا. بص بيقول لك اف زد 1 زد 2 زد 3 ار vertices of triangle. The medians
of المتوسطات بتاعت الترينجل are intersected at البوينت دي. لا بص تيجي نرسمها احسن عشان نتخيلها. خلي بالك الاسئله دي هي اللي بتدي الالجبرا متعه. اه والله هو شابتر 2 اصلا الوحيد اللي ممتع. بص كده بيقول لك ان النيجاتيف 3، بص ما هو دي الزد ده بنيجاتيف 3 بلس 4 اي. الزد ده حضرتك لو مثلناه على ارجن دايجرام اللي هو بيتكلم عنه هتبقى الاكس بنيجاتيف 3 والواي ب4، يعني تقريبا هنا نيجاتيف 3 و4. اوكي ده الزد اللي هو بيتكلم عنه. ده بيقول لك ان ده هيبقى الميديانز بتاع ترانجل، يعني ترانجل مثلا عامل ازاي كده. اوكي تعال نسمي الزد 1 اهي، الزد 2 اهي، الزد 3 اهي. اوكي ركز بقى تاني، كلنا طبعا عارفين ولا مش عارف، استنى هقول لك حتى لو مش عارف اديك هتعرف ان الانترسكشن اوف ذا ميديانز ده انت خدت السنتر اوف جرافيتي في الاستاتكس. الانترسكشن اوف ذا ميديانز هو ده السنتر بتاع الترانجل. اوكي طيب يعني من الاخر لو انت جمعت الزد 1 والزد 2 والزد 3 ها وقسمت على الثلاثه هتجيب الزد دي. طيب هو بقى عايز ايه؟ هو بيقول لك انا عايز المودلس بتاع، طبعا دي مالتبلاي بس هي اكيد مكتوبه غلط، بتاع زد 1 في زد 2 في زد 3. المودلس يا جماعه اللي هو طول الزد 1 في طول الزد 2 في طول الزد 3. فكر كده معايا ازاي اقدر اجيب، ما هو المودلس بتاع الثلاثه مع بعض، يعني انت كانك ايه ها مش كانك ولا حاجه، انت كده هتعمل ايه؟ انت كده ضربتهم في بعض. اي ثانيه بس يا جماعه ثانيه واحده ها ركز تاني كده، انت كده كانك ايه ضربتهم في بعض. طيب بصوا يا جماعه سوري انا رحت اراجع المساله لقيت انها مكتوبه غلط. هو هنا عايز الزد 1 بلس زد 2 بلس زد 3. بص عايز النور او المودلس او الار بتاعت الايه السمشن زد 1 بلس زد 2 بلس زد 3. اوكي طيب طبعا انت خلاص كده الموضوع الفكره بقت واضحه جدا بالنسبه لك طالما المطلوب بقى السمشن بينهم. بس انا عايز اقول لك حاجه، الام دي هي السنتر بتاع الايه بتاع الترينجل اللي الزد 1 والزد 2 والزد 3 ها الفيرتيسيز بتوعه. طبعا من معلوماتي في السنتر اوف جرافيتي وفي الجيومتري عموما لما بعوز اجيب سنتر اي شكل بجمع الفيرتيسيز بتوعه واقسم على عددهم. يبقى كده السنتر اللي هو الام اصلا عباره عن ايه زد 1 بلس زد 2 بلس زد 3 اللي هو مجموع الفيرتيسيز اوفر 3. في مشكله كده؟ هتقوم مودي ال 3 دي هناك بالمالتبلاي جبت السمشن بتاعهم. يبقى انا كده اقدر اقول على طول ركز كده ان الزد 1 بلس زد 2 بلس زد 3 ده اصلا عباره عن ايه؟ ها يلا هات الاكس والواي هضرب الزد دي في الام سوري الام اللي هي السنتر في 3 فتبقى نيجاتيف 9 ها و12. هو بقى عايز ايه بالظبط؟ بيقول لك انا عايز المودلس الار. طب ما الار بتاعت السمشن ركز معايا بعد اذن حضرتك، انت كده جبت ان زد 1 بلس زد 2 بلس زد 3 ها مجموع الثلاثه بنيجاتيف 9. يعني بص يعني ازاي يعني المجموع عباره عن نيجاتيف 9 بلس 12 اي. شايف اللي انا بشاور لك عليه بسهمين ده اهو شايفه ها ده زد 1 بلس زد 2 بلس زد 3. انا عايز المودلز بتاعه الار بتاعته طبقا للقانون. القانون بيقول لك روت ها الاكس او الفري سوري الريل تيرم سكوير بلس الايماجينري بارت سكوير. هحسب دي على الكالكوليتر لحظه 9 سكوير بلس 12 سكوير كل ده تحت الروت هتطلع 15. اوكي فيبقى الانسر سي. في اي حاجه صعبه؟ يلا يا باشا كده نشوف ده. بيقول لك اي باور اي ايكوال ومديك اربع اختيارات ها. طب انا اجيبها ازاي دي؟ صلي بينا على النبي كده. بص انا حاطط لك عدد اي فوق اي باور اي. هي لا فكره شاذه ولا فكره استثنائيه، هي شكلها اللي شاذ او استثنائي قوي. انا دلوقتي لما بيكون معايا حاجه زد وعليها باور، مش كان الافضل ان احنا نحول الزد دي بولر فورم ركز تاني كده او تريجونومتريك يعني عشان اروح عامل ايه يا جماعه؟ اروح عامل ما الزد دي هجيب لها ار وهجيب لها سيتا. اوكي اسمع تاني كده، الزد دي هجيب لها ار وهجيب لها ايه؟ سيتا. لما هجيب لها ار هقوم عامل الار باور اي والسيتا مالتبلاي اي.
ده مثلا يعني انا بديك مثال، ها ايا كان هتعملها ازاي، المهم ان انا هجيب ار وسيتا للاي. طبعا هي بس شكلها غريب ليه؟ لانه حط لك اي في البيز واي في الباور، فانت ممكن ممكن تتلخبط يعني، لكن لا لا ما تتلخبطش خلاص. انا اروح جايب الاي ار وسيتا، هروح ماسك الكالكوليتر واكتب اي بس وادوس ايكوال واعمل شيفت 2 واختار رقم 3، اداني الار ب1 والسيتا ب90 اللي هي باي اوفر 2. اوكي ركز بقى كده، يبقى اي باور اي الار بتاعتها كام؟ ركز معايا بقى، بص تاني كده اهو، انا جبت الاي بس، يبقى الاي باور اي ليها ار وليها سيتا. بالنسبة للار هتبقى 1 باور اي اللي هي 1، ما هو الاي دي يا جماعة باور كأنها ان، اوكي هي باور، فهتعمل ار باور ان وسيتا مالتبلاي ان. فلما اعمل ال 1 باور اي، 1 باور اي حاجه ب 1 يبقى الار ب 1 بتاعت العدد اللي هو عايزه الار ب 1. اوكي السيتا يلا هضرب اي في باي اوفر 2 يبقى باي اوفر 2 اي. في مشكله كده؟ حد فاهم حاجه يا جماعه؟ ما انت بتضرب السيتا في الباور. طيب هو عايزها، واضح جدا انه عايزها على الاويلر فورم، فهتبقى الاويلر فورم ار اي باور سيتا اي، عوض يلا الار ب 1 خلاص، يبقى اي باور شيل السيتا وحط دي، يبقى باي اوفر 2 اي. دي السيتا، وفي اي تانية مضروبه في السيتا تبقى اي سكوير اللي هي نيجاتيف 1، تبقى اي باور نيجاتيف، ها يبقى الانسر بي. في اي حاجه صعبه؟ طبعا سؤال ظريف جدا يا جماعه. خلي بالك الالجبرا كلها والله العظيم حل، يعني اللي انا بحله ده كله ملوش اي قيمه لو انت ما حلتوش بايدك، واللي انا بحله ده عظمه وعظمة حقيقية، وهتعرف استفادة شرحي وحل دلوقتي حالا لما تيجي تحل الكلام ده تاني بإيدك وتخش الامتحان إن شاء الله، هتعرف الفرق. ليه؟ أنا لما أسمع أو أشوف الفيديو ده بتاع الحل السامري طبعا بعدين الحل، خد بالك برضو ملحوظة ليك يعني، السامري يمكن ملوش علاقة قوي بالحل، يعني السامري مش هيخليك تعرف تحل المثال دي، مش عايزة واحد شاف سامري، عايزة واحد إيه يشوف الحل نفسه. طيب هل كده السامري ملوش لازمة؟ اطلاقا انت فاهم غلط. السمري ده بيأمنك، يعني ايه بيأمنك؟ بيديك الفرصه او الابيليتي القدره انك تفهم الحل اللي انا بحله دلوقتي ده اولا، ثانيا بيأمنك في امتحان اخر السنه ان شاء الله. ازاي؟ لو جاب لك فكره جديده، فكره شاذه، فكره فيها حاجه انت ما شفتهاش قبل كده، لو انت فاهم كويس قوي هتعرف تحلها خلاص. فالاتنين بيكملوا بعض، اوعى تفتكر ان ينفع حاجه، لا انت لازم تلتزم باللي انا بقوله، تتفرج على السمري بعد كده تتفرج على الاجزاء بتاعه الحل، بعد كده لازم تحل الكلام ده بايدك. طب مستر افرض مفيش وقت، ينفع اتفرج وخلاص واحل الكتاب؟ لا ما تحلش الكتاب، بس حل المسائل اللي في البي دي اف دي اولى واهم. ركز تاني اهو، المسائل دي مهمه جدا اللي في البي دي اف، المسائل اللي في البي دي اف من اول المراجعات مهمه جدا. شوف انا حذرت كام مره، وانت برضو لو ما سمعتش الكلام والله العظيم هتندم، انا بحلف بالله خلاص. فانا خايف عليك عشان كده عمال اقول لك كل شويه، لو سمحت قدر قدر والله انت ما تعرف قد ايه انا خايف عليك، وارجوك حل البي دي اف ده تاني بايدك، ما تتفرجش وخلاص. يلا حبايبي كده نشوف السؤال ده، بيقول لك if the point A B C represent on an argent diagram او plane the complex numbers بالترتيب كده اهو، ال A هي الزد وال B هي النيجاتيف الزد وال C الزد بار اللي هي كونجيجيت الزد. طبعا كلنا عارفين ان الزد مثلا، بص كده عشان برضو تبقى ايه واخد بالك، الزد لو فرضناها اكس وواي يبقى نيجاتيف الزد نيجاتيف اكس ونيجاتيف واي، والزد بار ها بنسيب الاكس زي ما هي الريل بارت زي ما هو، وبنغير اشاره الايماجينري بارت. اوكي طيب طبعا انا اصلا متخيل الرسمه كده، بيقول لك ان الاي والبي والسي دول بيكونوا لك ايه يا كابتن؟ واضح ان هم بيكونوا ترانجل، ثلاث نقط يعني هو ما قالش بس هي ثلاث نقط. اوكي هيكونوا ايه؟ ترانجل. واداك الزد، خلي بالك هو اداك كل حاجه عن الزد ليه؟ قال لك ان الزد ب 5 يعني الار ب 5 وكوساين وايس. طبعا انا اتاكدت الاول، اتاكدت من هي شربه، اتاكدت ان الكوساين هي اللي لوحدها والساين هي اللي لازقه في الاي، واتاكدت ان الار بوزيتيف، واتاكدت ان الكوساين والساين الاثنين بوزيتيف. اوكي وبيقول لك ان السيتا اكيوت ومديك الساين بتاعها، يعني انت عايز ايه تاني؟ يعني انت كده معاك السيتا لان معاك الساين ومعاك الكوساين، يعني معاك الزد كله، يعني انت معاك كل حاجه كل حاجه. اوكي بيقول لك انا عايز الاريا بتاعت الترانجل اي بي سي، صلي بينا على النبي. انا دلوقتي حالا
ممكن اجيب لك، انت عايز تجيب الاريا؟ ها ممكن اجيب لك، يعني دي طريقه مثلا، ممكن اجيب لك الزد اهي اكس وواي حقيقيين، وبالتالي هعرف اجيب لك النيجاتيف زد، ما هي نيجاتيف اوكي، وبالتالي هعرف اجيب لك الزد بار. تيجي نشوف اللي انا اقصده. مش انت معاك بص كده، قال لك ان السيتا اكيوت انجل، يعني هي في الفيرست كوادرنت اوكي. لما يكون الساين ب 3 اوفر 5، هات عيل صغير هيقول لك ان الكوساين ب 4 اوفر 5، يبقى الاكس 5 كوساين سيتا يعني 4، والواي 5 اللي هي ار ساين سيتا يعني 3، وبالتالي يبقى نيجاتيف الزد نيجاتيف 4 ونيجاتيف 3، وبالتالي يبقى الزد بار، ركز كده، الزد بار اللي هي الايه، الزد بار اللي هي الكونجيجيت هتبقى 4 ونيجاتيف 3. معاك كام بوينت؟ 3. تعرف تجيب كده الاريا؟ اه طبعا، بالسوليد باي حاجه تقدر تجيب المسافه بين الزد والزد بار. ما هو بص ده اسمه ايه، وده اسمه بي، وده اسمه سي. هات الاي بي والبي سي والاي سي، جبت الثلاث اطوال، هات الاريا بهيرونز لو اوكي. دي طريقه، وطريقه حلوه. في واحد تاني زي انا مثلا يقول لك مستر معلش انا احب ارسم كده يعني، عشان ايه انت عارفني يعني اوكي، راجل راجل دقيق يعني اوكي. تعالى نرسم الزد اللي هي ايه 4 و3، قول انها هنا مثلا ايه اوكي 4 و3. طيب والنيجاتيف زد اللي هي البي نيجاتيف 4 ونيجاتيف 3 هنا. انا حاسس ان انا مش هستفيد حاجه لو رسمت يعني اوكي، بس يعني تعال نجرب. هو انا مش حاسس، انا متاكد اوكي. طيب والايه تاني، والسي اللي هي 4 ونيجاتيف 3، هتلاقي السي هنا على نفس الايه، على نفس المسافه دي كده. اه لا هستفيد، انك عرفت كده انه ايه، انه رايت انجل ترانجل على طول من الرسمه. ركز كده اهي، نيجاتيف 4 ونيجاتيف 3، ايه رايك كده؟ انت خلاص عرفت انه رايت انجل ترانجل دي 90. ليه؟ عشان قلت لك قبل كده. آه طبعا انت واضح ان السي بي على نفس الايه، على نفس الهوريزونتال لاين، نفس الخط الافقي. ليه؟ الواي بتاعتهم واحده، نيجاتيف 3 ونيجاتيف 3 اهي، يبقى الواي هنا بنيجاتيف 3 خلاص. والاي والبي سوري، والاي والسي على نفس الفيرتيكال لاين. عرفت منين؟ الاكس بتاعتهم واحده. هو ازاي دي نيجاتيف 4 يا جماعه؟ هي 4 بس انا غلطت اوكي، هي 4 اوكي. في اي حاجه صعبه كده؟ يبقى اصبح ان ده رايت انجل ترانجل، يبقى انا مش محتاج ان انا اجيب مسافه ونقط والكلام ده. انا لو كنت رسمت على طول كنت حليتها اوكي. يبقى الافضل في مساله زي كده انك ترسم طبعا. يبقى الاريا بتساوي، ركز كده بقى، هاف ملتبلاي البيز ملتبلاي الهايت، البيز اللي هو ما بين السي والبي. واضح جدا المسافه ما بين السي والبي هتبقى 8. ها ليه؟ لان من هنا لهنا 4 ومن هنا لهنا نيجاتيف 4، الحته دي بنيجاتيف 4 بس هي طولها 4، هي شمال فنيجاتيف اوكي، ودي 4، يبقى كده الايه البيز ب 8. طب والهايت نفس الكلام، دي كده ب 3 ودي بنيجاتيف 3 يعني طولها 3، يبقى 6 اوكي. يبقى كام؟ 4 في 6 بكام؟ ب 24 اوكي. يبقى الانسر سي، ايه رايك؟ طبعا الاسئله دي يا جماعه من الاسئله الظريفه جدا اللي كلها فهم، ما فيهاش اي حاجه تنفع تتحفظ يعني اوكي. بس انا ممكن احفظك، ممكن اقول لك بص، يبقى هو كده لو اداك الزد والنيجاتيف زد والزد بار اعمل كده. طب افرض بقى جاب لك هو في السؤال، بص 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 عشان تعرف ان انا خطير، بص افرض جاب لك الزد والنيجاتيف زد بار اللي هي بتبقى هنا والنيجاتيف زد اللي هي بتبقى هنا، هيبقى رايت انجل ترانجل بس المره دي فين؟ ها هنا. طب وانا بقعد احفظ يا جماعه؟ طب ما الاحسن ان انا افهم اوكي. طول ما انت فاهم الموضوع بينتهي. طبعا هتلاقي الحته دي قد الحته دي، بس دي بالبوزيتيف ودي بالنيجاتيف، هم كلهم شبه بعض يعني اوكي. يلا حبايبي كده نشوف سؤال زي ده. ده طبعا سؤال سهل قوي يعني، بيقول لك ان ذا اوبوزيت فيجر زد in the exponential form، هاتها على الاكسبوننشال فورم. هو راسمها لك اوكي، شايف الزد دي بيقول لك ان طولها 3 خلاص، يبقى انا كده عرفت ان الار بكام؟ ب 3، ومديك ان الانجل دي كده ب 50 ديجري، بس انا طبعا باخد دي كلها، يبقى الانجل بتاعتي عباره عن ايه؟ عباره عن
من هنا لهنا بس كده، بص على الرسمة 180 زود عليها 50. فواحد يقول لي مستر 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 بس ده كده هيبقى الانجل اكبر من 180. يا سيدي مش مهم، هبقى انقص انا منها 360. ها هو انا حد عمره قال لك ان الانجل اللي انت بتجيبها غلط؟ لا طبعا، الانجل اللي انت بتجيبها صح وصح 100%. ها بس الايه الصورة غلط. اوكي يلا، تبقى 180 بلس 50 تبقى 230. اوكي طبعا الانجل صح 100%. ما المهم بص بص هيمسح بس كده، ده اها ده هو البوزيتيف دايركشن اوف اكس اكسس. المهم ان انا ابدا منه والف كده، طلعت كام؟ 180 بلس 50 يعني 230. فيها مشكله خالص، صورتها غلط. يا سيدي عادي، هنقص منها 360 هتطلع كام؟ نيجاتيف 130. نيجاتيف 130 على فكره الاثنين صح، ال 230 صح والايه والنيجاتيف 130 صح، بس هي الفكره كلها فكره ايه؟ الصوره بس. هو قال لك ان البرنسبل امبليتيود لازم يبقى ايه ما بين النيجاتيف 180 وال 180. اوكي اوكي عايزه بقى على البولر فورم هتبقى ايه؟ ار 3 اي باور سيتا اي، السيتا بنيجاتيف 130 هتقسمها على 180 وتلزق فيها باي، طلعت نيجاتيف 13 اوفر 18 يبقى نيجاتيف 13 باي اوفر 18. اوكي فين بقى الاجابه دي؟ ها في اي حاجه صعبه؟ يلا حبايبي كده نشوف السؤال ده، بيقول لك زد 1 وزد 2، دي طبعا من الاسئله المشهوره السهله. اوكي زد 1 وزد 2 ار تو كومبلكس نمبرز، عايز زد 1 على زد 2. بص على الرسمه كده، طيب الزد 1 واضح ان الار بتاعتها ب 8، يبقى انا كده دلوقتي عشان برضو ايه اعرف اجيب الزد 1 والزد 2 هجيب الار 1 والسيتا 1 وهجيب الار 2 والسيتا 2 وبعدين هو عايز يقسمهم على بعض. اوكي فهتقسم الار 1 على الار 2 ادي كده الار، وهتعمل السيتا 1 ماينس السيتا 2 ادي كده السيتا. ركز تاني كده، ما هو انا عشان اعمل زد 1 ديفايدد زد 2 طبقا للقانون بتاعي بقسم الار على الار وبطرح السيتا من السيتا. اوكي بالنسبه للزد 1 من الرسمه واضح ان الار اللي هي الطول 8، الانجل خلي بالك انا لازم اخد انهي انجل، ابدا من البوزيتيف دايركشن ده كده ها والف عكس عقارب الساعه كده، في مشكله يا جماعه؟ طيب عشان اجيب الانجل دي هو واضح جدا، بص اعمل زوم كده اهو، واضح جدا ان مديك تو انجلز قد بعض، مسمي لك دي نجمه ونجمه، انا مش هستعمل النجمه ده فهسميها ايه؟ هسميها سيتا، فيبقى دي كده سيتا اهي ودي زيها سيتا برضو بلا نجمه بلا بتاع، فتبقى الانجل بتاعتي اللي هي الامبليتيود بتاعت زد 1 اللي هي السيتا 1 اللي انا مشاور عليها بالسهم دي ها هتبقى عباره عن ايه؟ 180 ما هو لحد هنا كده ب 180 صح؟ فدي هتبقى 180 ماينس سيتا، ولا انا غلطان؟ اللي هي النجمه بتاعته، واضح ان احنا هنستخدم الرمز سيتا ده مرتين لانه موجود برضو مع الزد 2 والواي داش، ركز كده ما بين الزد 2 والواي اوكي خلاص كده يا جماعه. طيب امسح لي بقى ده، تعال نحاول نجيب نحاول لا هنجيب ان شاء الله الزد 2. الزد 2 الار بتاعتها ب 4 اهي طولها 4، مركز ها؟ طيب الزد 2 بقى انا هلف لها من ورا، ايه ده يعني ايه هتلف لها من ورا؟ بص مش ده البوزيتيف دايركشن اوف اكس اكسس اهو، هلف لها كده ها دي 90 بلس سيتا، بس الاثنين دول بالنيجاتيف يبقى بص هي نيجاتيف الانجل 90 بلس سيتا، سوري 90 بلس ايه بلس سيتا، بس انت لفيت مع عقارب الساعه وده نيجاتيف دايركشن اوف انجل. ها ركز تاني كده، ده نيجاتيف دايركشن اوف انجل، في مشكلة يا حبايبي؟ طيب يبقى أنا كده خلاص ممكن أوزع نيجاتيف، معلش يبقى نيجاتيف 90 ماينس سيتا ها؟ خلاص أنت بقى عايز تجيب الديفيجن بينهم، بس أنت فاهم بس اللي أنا عملته صح؟ أه هتقسم R1 يعني 8 على 4 يبقى 2 أدي الـ R، وهتعمل السيتا ماينس السيتا هتعمل 180 ماينس سيتا ماينس ده، فالماينس بيتوزع مركز؟ وأنت هتعمل سيتا 1 ماينس سيتا 2 فهتعمل ال 180 ماينس سيتا ماينس النيجاتيف 90 فتبقى بلس 90 ماينس النيجاتيف سيتا فتبقى بلس سيتا، فالبلس سيتا مع النيجاتيف سيتا هيكنسلوا بعض هيبقى 180 بلس 90 يعني 270. الانجل دي صح 100% الا ان صورتها مش صح، فهنقص منها 390 ايه؟
360 فهتبقى نيجاتيف 90، نيجاتيف 90. اوكي، ها حد فاهم اللي انا بقوله؟ كده انا جبت الزد 1، بس هو بقى واضح انه جايبه لك نيجاتيف 2 2 نيجاتيف 2 اي، جايبه لك على الايه؟ على الالجبريك فورم، فهجيبه على الالجبريك فورم. يبقى الزد اللي هو عايزه عباره عن ايه؟ ها هعمل الاكس بلس واي اي الجبريك فورم. الاكس دي هتضرب 2 في كوساين نيجاتيف 90، لحظه احسبها، 2 ملتي بلاي كوساين نيجاتيف 90 طلعت 0، والواي 2 ملتي بلاي ساين نيجاتيف 90 طلع نيجاتيف 2. يبقى كده الانسر نيجاتيف 2 اي. ها في اي حاجه صعبه؟ يلا كده حبايبي نشوف السؤال ده. بيقول لك زد 1 وزد 2 وزد 3 اند كمان زد 4 ار كومبلكس نمبرز، ذن ارجيومنت اوف البرودكت ما بين الاربعه. خد بالك هو هنا ما اتكلمش خالص عن الار، عشان انا عارف انت هتقول لي مستر انا باصص على الرسمه اهو، زد 1 طولها مش معروف وزد 2 طولها مش معروف، ما هو مش عايز الار اصلا. ده هو بيقول لك انا عايز الار، سوري عايز الارجيومنت يعني الانجل بتاعت البرودكت بينهم هما الاربعه. يعني هو بص اللي هو طالبه ده كانه بيقول لك ايه؟ اجمع سيتا 1 بلس سيتا 2 بلس سيتا 3 بلس سيتا ايه؟ 4، اجمع لي الاربعه انجلز. فتعالى بقى كده نجيبهم. طبعا هو واضح ان هو جايبهم لك بدلاله انجل هو مسميها سيتا اهي اهي. تعالى نجيبهم بدايه. طبعا الموضوع سهل يا جماعه، يلا يلا. اول واحده عشان اجيب السيتا 1 ركز كده معايا، معلش استاذنك نمسح كل حاجه. السيتا 1 انت لازم تبدا، بص خلي الخط ده في اعتبارك دايما البوزيتيف دايركشن اوف اكس اكسس، هتلف من قدام من ورا. لو هتلف عكس عقارب الساعه هتبقى الانجل بالبوزيتيف، لو هتلف مع عقارب الساعه هتبقى الانجل بالنيجاتيف. المهم انك تجيبهم لي كلهم بدلاله السيتا. طيب ركز كده، اول واحده انا عايز الانجل دي، وبما ان دي كلها كده 90 يبقى الانجل بتاعتي انا عباره عن 90 ماينس سيتا. في اي حاجه صعبه؟ ها تعال نجيب سيتا 2 سيتا 3 وسيتا 4. اوكي اسمع تاني كده، اول واحده بقى سهله قوي اهي 90 ماينس سيتا. اوكي طيب خلاص شكرا، تعال نجيب اللي بعدها. يلا هلف كده لحد هنا بس، ما انا لسه قايل ان دي ب 90، بس المره دي بقى احنا زودنا عليها شويه، زودنا سيتا، فيبقى الثانيه 90 بلس سيتا. مركز؟ ها فاهم حاجه يا ابني؟ اول واحده 90 ماينس سيتا، ما هو بص بس انا هفهمك حاجه، اجيب لك من الاخر يعني. شايف الخط ده كده؟ ده لو وصلت له فانت 90 ديجري، لو انت قبله بسيتا تبقى 90 ماينس سيتا، لو انت بعده بسيتا تبقى 90 بلس سيتا. اوكي طيب المره دي بقى عشان اجيب الزد 3 والزد 4 هلف من ورا، هبدا من هنا بس هرجع نفس الفكره، دي كلها كانت 90 فتبقى الانجل دي 90 ماينس سيتا، بس في ايه بقى؟ في نيجاتيف عليها كلها لانك لفيت من ورا، والتانيه برضك 90 بلس سيتا. ما انت بص بص على الرسمه كده، هبدا من هنا اهو وهلف كل لحد هنا 90 وزود عليها سيتا، بس المشكله ان انت لفيت مع عقارب الساعه فتبقى بالنيجاتيف. اوكي اوكي طيب وزع النيجاتيف هنا تبقى نيجاتيف 90 بلس سيتا، وزع النيجاتيف هنا تبقى ماينس 90 ماينس سيتا. هو عايز الارجيومنت بتاع البرودكت، وفي البرودكت بضرب الارات في بعض. طب وانا مالي ومال الار؟ وبجمع السيتات مع بعض. اجمع يلا الانجلز، بص بقى 90 و90 ونيجاتيف 90 ونيجاتيف 90 يبقى 0، نيجاتيف سيتا بلس سيتا هيكنسلوا بعض، بوزيتيف سيتا ماينس سيتا يبقى خلاص كده، يبقى الانجلز ب 0، يبقى الارجيومنت 0، يبقى الاجابه بي. ها بكده نشوف السؤال ده، بيقول لك في الشكل اللي قصادك في عدد اسمه زد، which of the following figures represent the two square roots، انهي من الاربعه اللي قصادك بيمثل ال two square roots of z. ها عايز ال two square roots of z، طب اجيبها ازاي دي ال two square roots of z؟ طب ما انت راسم ال z، هم كلهم نفس ال z يعني، بص نفس ال z، ال z الار بتاعتها ب 4 والثيتا معرفش بس هي اكيد انجل، بص ال z اكيد انجل اهي. اوكي عملها لك هو نجمه. طيب عشان تجيب ال square roots هيبقوا كام روت؟ هيبقوا 2. فاكر الكلام ده؟ اه دي موفر. فاكر ايه وانا لحقت انسى؟ بعمل سكوير روت للار في الاثنين تبقى دي 2 ودي 2، وبقسم مره النجمه على الاثنين، ومره بزود على النجمه 360 وبقسمها على الاثنين، فدي كده معناها نجمه على الاثنين زائد 360 على 2 180 درجه.
حد فاهم حاجه يا جماعه؟ يبقى دول التو روتس. تعالى بقى نبص على الرسمه ونشوف فين التو روتس. هتشوفها ازاي يا مستر؟ ما انت مش عارف النجمه بكام. عادي، انا هشوف انهي رسمه اللي مديك التو روتس طولهم 2 وكلهم طولهم 2، والانجل بتاعت الاولى نجمه على الاثنين نص النجمه بتاعت الزد، يعني هي ما بينهم. بص بص على اول رسمه الزد 1 دي صح، تاني رسمه الزد 1 مش موجوده، مش موجوده، يبقى هي الاجابه ايه اصلا كده كده من الفيرست روت اصلا. بص الروت ده سيبك من الروت التاني، ما هما تو روتس. الروت الاولاني طوله 2 والانجل بتاعته هاف الانجل بتاعت الزد الاصليه، اوكي؟ فالزد الاصليه بص كده انا هرسمها لك عندي انا هنا، ركز. هو رسم لك الزد الاصليه كده وعامل لك دي نجمه، اوكي؟ فلازم الزد الروت الاولاني يبقى طوله 2 اللي هي نص الاربعه، هي دي صدفه يعني، هي المفروض روت الفور، اوكي؟ والانجل دي لازم تكون نص الانجل دي كلها، فهي الاجابه الروت الاولاني مش موجود غير في الفيرست تشويس، اوكي؟ طب والروت الثاني؟ تعالى برضو نتاكد عشان راجل شكاك. طوله 2 وعباره عن نص النجمه زائد 180، ايوه اللي هو زد 2 صح. بص ما هي دي 180 كلها، بص على الرسمه بتاعت الايه؟ دي كلها كده 180. هنزود عليها الحته الصغيره دي اللي هي ايه؟ نص النجمه. في اي حاجه صعبه؟ طبعا السؤال ده ظاهريا ها تحسه ايه ده؟ انت راسم لي مروحه؟ تحسه معقد عامل زي المراوح القديمه، ماشي؟ بس هو لما تبص جواه كده تقول عارف انت لؤي؟ والله هو نفس الفكره يعني، اللي هو ايه؟ شكله يخض، لكن اه بص ركز كده معايا. بيقول لك ان في بوينت اسمها ايه؟ اهي هي اصلا صغيره قوي. بيقول لك عايز امثلها على البولر فور. وبيقول لك انهي مديك بص اربع اختيارات، كل اختيار فيه تلات اعداد على البولر فورم. كل اختيار فيه ايه؟ تلات اعداد على البولر فورم. بيقول لك انهي منهم التلاته يكونوا ايكويفالنت للزد اللي هو راسمها لك دي، ولا ايه دي؟ ايه ولا زد؟ ايه، اوكي؟ طيب انا لو بصيت على الاختيارات هلاقي كلهم الطول 6، بس الايه مرفوض كده كده عشان عامل لك الار. ما بص البولر فورم دي بتبقى هنا ار وهنا سيتا، والار دي يا صديقي بتمثل طول، ومفيش طول بالنيجاتيف، فكده كده الاي والسي مرفوضين بالنسبه لي. يبقى انا دلوقتي هختار ما بين البي والدي، اوكي؟ والاثنين طولهم 6، يبقى انا كده مش محتاج اقول لك ان الخط الاحمر اكيد ده طوله 6. طب مستر ممكن تقول لي الانجل بتاعته بكام؟ حاضر، ركز كده معايا. بص هو انا مش شايف قوي، بس هنا في 3 اوفر 5 3 باي اوفر 5، وهنا في 11 اوفر 6 باي، اوكي؟ واضح ان الايه بين الخط ده والخط ده، يعني دي قد دي. حد فاهم حاجه يا جماعه؟ طيب فيبقى الانجل دي بكام؟ ركز كده معايا، انا هعمل هحسب 3 اوفر 5 بكام؟ 480 طلعت دي 108. ايه ده؟ هي دي 3 اوفر 5؟ دي 5 اوفر 3 يا جماعه، انا اسف. اصل انت عارف انا عرفت منين انا عامل حاجه غلط؟ ان طلعت معايا 108. طب ازاي اللفه دي كلها يا كابتن؟ معلش يعني برضو ما احنا بنفهم يعني. بص ازاي اللفه دي كلها كده ب 108؟ دي اكتر من 270، ده لحد هنا بس ب 270، انت كمان زودت شويه فهي اكتر من 270. يبقى 5 over 3 by 180 طلعت 300، يبقى كده الكلام منطقي. ودي 11 over 6 by 180 هي دي برضو مش طالعه 11 over 6. لا لحظه كده اشوف 11 over 6 اه عادي by 180 يا 11 over 6 ماشي، الكالكوليتر بتبوظ مني. طلعت 330، اها 330 ديجري. الخط بتاعك انت الزد بتاعتك انت كده احنا عرفنا طولها 6 خلاص. الانجل بينهم اللي هي كام؟ بين ال 300 وال 330 في النص، يبقى 315. فاهم حاجة؟ اجمع الاثنين واقسم على الاثنين، الافرج اللي ما بينهم هي اللي في النص بينهم يا جماعة، فاهمين حاجة؟ بتقسم الانجل دي نصين، خلاص؟ فهي بينهم بالظبط يعني 315، يبقى الانجل 315. طبعا بعد البحث تقعد تدور تشوف انهي فيهم اللي بتنفع، هتلاقي الاجابة بي. ها؟ ليه؟ احسب اول انجل هتلاقيها اكزاكتلي 315. احسب تاني انجل هتطلع 600 وحاجة، شيل منها 360 هتطلع 315، دي بنيجاتيف 45. لو زودنا عليهم 360 ها هتديك 315.
فهتلاقي البي ايكويفالنت. لو جربت الدي هتلاقيهم مش صح. خلاص يا جماعه، هتلاقي واحده منهم اصلا انجل، اول واحده اللي هي 11 اوفر 14 دي، بس انا كده هحسبها اوفر 4 سوري، اول انجل دي اصلا طلعت معايا 495، هشيل منها 360، هتطلع دي ايكويفالنت لايه؟ ل 135، يعني ملهاش اي علاقه بالانجل بتاعتي. اوكي فاهم حاجه؟ ما بص البي دي صح ليه؟ اول واحده 315. هتقول لي مستر ايه؟ مش في البولر فورم ما ينفعش اكتب الانجل جريتر ذان 180 او ليس ذان نيجاتيف 180؟ لا مش في البولر. استنى، الكلام ده في التريجونومتريك وفي الاويلر فورم، والافضل دايما انك تخلي الانجل بالصوره القياسيه. ايه الصوره القياسيه دي؟ اللي هي من نيجاتيف 180 ل 180. لكن ال 315 دي اه برغم انها اكبر من 180 فهي مش على الصوره القياسيه، لكنها مش غلط. اوكي 9 plus 17 i over negative 6 plus i، ده عبارة عن a plus b i. السؤال ده يعتبر كذا سؤال في بعض. اوكي بيقول لك ايه بقى؟ find the possible values of، ومديك حاجة تانية power 5 over 2. لا ده كده يعتبر كذا سؤال، فمعلش بقى لحظة من راجل منظم، ايه ده اللي حصل ده؟ اول سؤال انا هجيب لك ال a وال b فورا. اه بص شايف الحته الاولى دي كده اللي هي 9، ها انا اعرف اجيب لك منها الاي والبي ازاي؟ بص يا كابتن، شايف الفراكشن ده اللي هو 9 بلس 17 اي على نيجاتيف 6 بلس اي ده يعني؟ اه هو ده. من الفراكشن ده كده احسبه على الكالكوليتر، حولها بس كومبلكس ودوس ايكوال، هيديهولك الجبريك صريح، فانت تقدر تشوف بعينيك الاي بكام والبي بكام. يلا انا هكتب ده على الكالكوليتر وهقول لك اللي حصل، مش هكدب عليك، او هات الكالكوليتر واحسب معايا. هعمل فوق 9 plus 17i وهعمل تحت negative 6 plus i. اوكي دوست ايكوال، طلع negative 1. بص طلع كده بالظبط negative 1 minus 3i. ده معناه ان الريل بارت الجزء الحقيقي بنيجاتيف 1، يعني الاي بنيجاتيف 1 والبي بنيجاتيف 3. ها في مشكله في الجزء الاول من السؤال؟ ايه ده مستر، هو ده كده الجزء الاول؟ اه اصل انت مش واخد بالك، هو لما سوالك لما قالك 9 بلس 17 اي خضك خضك، ما وانت تيجي تقول لي الجبر صعب، ما انت اتخضيت. 9 بلس 17 اي على نيجاتيف 6 بلس اي، ها ايه ده؟ رعب رعب. كل ده ايكوال كام؟ اي بلس بي اي، يعني عايز يقول لك ان الجزء الحقيقي اللي هو الاي بنيجاتيف 1 والبي بنيجاتيف 3. في مشكله كده؟ اللي جاي بقى هو اللي صعب، بيقول لك انا عايز البوسيبل فاليوز اوف اي براكت باور 5 اوفر 2. البراكت الباور 5 اوفر 2 ده لسه في حوار جاي، بس تعالى كده نشوف ايه، نشوف اللي تحتيه ايه. اقرا اللي تحتيه كده، ها نيجاتيف روت نيجاتيف بي، والبي اصلا بنيجاتيف 3، ونيجاتيف النيجاتيف 3 يعني بوزيتيف 3، يبقى كده انت بتتكلم في نيجاتيف روت 3 ها بلس اي اي، والاي بنيجاتيف 1 يبقى ماينس اي. حد فاهم انا عملت ايه؟ نيجاتيف 3 ماينس اي. اه انا عملت ايه؟ ما عملتش حاجه، انا عوضت عن الاي والبي. ما هو انت لما تيجي تحل الكلام ده هتفهم قصدي. ماشي جبر جبر خطوات. اوكي الفكره بقى كلها في البراكت الباور 5 اوفر 2 ده حوار. هقول لك ليه حوار. بص، مما لا شك فيه، مما لا شك فيه ان احنا عايزين اللي جوه ده على الايه؟ على البولر ار وسيتا، ودي بعملها على الكالكوليتر فمش هنحور. همسك الكالكوليتر واكتب نيجاتيف روت 3 ماينس اي، ادوس ايكوال واقوم دايس شيفت 2 واختار رقم 3، اداك الار ها ب 2 والسيتا بنيجاتيف 150. بس اللي جاي ده حوار. ليه بقى؟ هقول مش حوار يعني، هي حاجه بسيطه. كلنا يا جماعه فاكرين ان انا لما بيبقى معايا باور بحطه على حاجه، فبعمل الار باور الباور ده وبضرب السيتا في الرقم ده. اه بس الكلام ده لو الباور لا مؤاخذه انتجر، انتجر يعني عدد صحيح، يعني لو كانت باور 5 بس كنت اقول لك ماشي، انما التول اللي في الدينومينيتور دي معناها انك بتاخد سكوير روت، وسكوير روت يعني ديم اوفر، وديم اوفر يعني تطلع كام روت بقى؟ سكوير يعني 2. افهم تاني كده. بص بص بص، هو براكت براكت باور هاف، مش دي معناها روت؟ اه
وروت يعني بيطلع تو انسرز وتو انسرز يعني دي موفر وقصه حزينه. هي مش قصه حزينه ولا حاجه. طب مستر انا في حاجه مش فاهمها، يعني انا هنا مش هقول الار باور 2 سوري. الطبيعي لما بيبقى عندك براكت عليه باور مش بتعمل الار باور، الباور ده يعني انت عايز تعمل 2 باور 5 اوفر 2 وعايز تعمل السيتا مالتبلاي 5 اوفر 2. هل الكلام ده صح؟ اكتبها عندك از نوت. الكلام ده للاسف مش صح. الكلام ده كان هيبقى صح لو الباور انتجر سواء بوزيتيف او نيجاتيف. بوزيتيف او نيجاتيف مفيش اي مشكله. انا مشكلتي كلها في الدينيمينيتور. الدينيمينيتور ده معناه ان انت بتاخد روت، وروت يعني كذا كذا احتمال، عدد من الاحتمالات. اوكي طب الحل في حاجه زي كده ايه؟ اني اخلي البراكت ده ها اللي هو نيجاتيف روت 3 ماينس اي هخليه باور 5، ودي هقدر احسبها بالقانون اللي انت بتقوله، وكل ده تحت روت. فاهم حاجه؟ ها اسمع تاني، بص كده البراكت الباور 5 ده اقدر اجيب لك الار بتاعته عباره عن 2 باور 5، استنى احسبها على الكالكوليتر، ب 32. والسيتا بتاعته استنى هعمل نيجاتيف 150 مالتبلاي 5، طلعت نيجاتيف 750. ده رقم كبير قوي، زود عليها كام بقى عشان تبقى رقم احلى؟ زود عليها 360. طلع نيجاتيف 300 لسه رقم كبير، زود كمان 360، طلعت في الاخر نيجاتيف 30 ديجري. يبقى ادي السيتا وادي الار بتوع البراكت باور 5. خلاص انا بقى عايز اعمل لده كده روت. روت يبقى في احتمالين، فاكر الكلام ده؟ ها هنجيبهم لك بس ايه بولر فورم ار وسيتا. اسمع تاني بالله عليك، اسمع تاني بالله عليك. في الحاله دي يا جماعه بنعمل ايه؟ 5 اوفر 2 دي بنخليها باور 5 باور هاف. هو مش باور الباور مالتبلاي؟ ها فانا هخليها باور 5 باور هاف. الباور 5 دي هنحسبها عادي، والباور هاف دي يعني روت. الباور 5 ما فيهاش مشكله، اعمل الار باور 5 واضرب السيتا في 5 عملته. طب الروت دي موفر، يلا اول مره عشان اخد سكوير روت هعمل ال 32 هاخد لها روت. لحظه كده احسب على الكالكوليتر روت 32، انا بعمل هنا سكوير روت فهتطلع 4 روت 2. يبقى الثانيه برضك 4 روت 2 مفيش مشكله. الانجل بقى مره هقسم الانجل دي هي سكوير روت فمره هتقسمها على الاثنين فتبقى نيجاتيف 15، ومره هعمل كده فراكشن. بص بكتب كده بالظبط نيجاتيف 30 بزود عليها 360 اوفر 2 برضو. اوكي يلا نيجاتيف 30 بلس 360 اوفر 2 طلعت 165 ديجري. ها كده انا خلاص جبت العددين. ده وده هما التو روتس بتوعك ها على البولر فورم. يعني ايه؟ يعني ار وسيتا. هو بيقول لك عايزهم على الاكسبوننشال فورم. اكسبوننشال؟ طب ما سهله. بص كده اها اكسبوننشال هكتب 4 روت 2 اي باور سيتا اي، محتاج بس تحول السيتا دي لايه؟ لراد. طب ما سهله، هتقسم الرقم على 108 سوري على 180 نيجاتيف 15 اوفر 180 والزق باي، هتطلع نيجاتيف 1 اوفر 12 يبقى نيجاتيف باي اوفر 12 اي. طب والتاني 4 روت 2 اي باور سيتا اي، حول ال 165 دي لراد. 165 ديفايدد 180 11 اوفر 12 يبقى 11 باي اوفر 12. ها فين بقى الانسر؟ 5 باي ايه ده؟ 11 اوفر 12 ونيجاتيف اهي بي. في اي حاجه صعبه؟ ها جامد. يلا يا باشا كده نشوف السؤال ده. السؤال ده بقى تطبيق مباشر، ها تطبيق مباشر على الحته اللي انا قلتها لك في السمري. بص بيقول لك ايه؟ بتاعت السيركل، ها ركز كده. بيقول لك ده كومبلكس نمبر representing ال complex numbers سوري جمعها كذا عدد اللي بيمثلوا لك الروتس بتاعت الشكل ده الايكويشن دي. طيب طبعا الروتس دول كام روت؟ بص كده زد باور 6 هتبقى عباره عن نيجاتيف 27، هتودي 27 بالماينس. ها لما تيجي تجيب الزد الروتس دول هيبقوا 6. ركز بالله عليك هيبقوا كام؟ يبقى الزد كده عباره عن ايه؟ عباره عن ال 6th روتس ها للنيجاتيف 27. كام روت يابا؟ ها 6. فطبعا حاجه زي كده بتحتاج تحول النيجاتيف 27 دي ها لبولر يعني ار وسيتا
وتقوم عامل ايه بقى يا باشا؟ اعمل لي بقى كده 6 احتمالات، واعمل الار، اعمل لها الار اللي هتطلع من الكالكوليتر، يعني انت لسه هتجيب الار والسيتا من على الكالكوليتر، اعمل سيكث روت للسيتا للار، سوري، اعمل روت سادس للار، واقسم السيتا مره، السيتا اللي هتطلع اقسمها مره على الستة، بعد كده زود 360 واقسمها على الستة، بعد كده زود 2 360 واقسمها على الستة، بعد كده زود 3 360 واقسمها على الستة، بعد كده زود 4 ها واقسمها على الستة، بعد كده زود 5 وخلاص، دي اخر مره، اخر مره اهو، زود 5 واقسمها على الستة، يعني هيطلعوا 6 احتمالات بس. كمل كده الكلام عشان انا مش عارف هو عايز ايه، ما انا مش عايز اجيبه زي الحمار بقى، يعني نشوف هو عايز ايه. اوكي، بيقول لك الكومبلكس نمبرز اللي بيكونوا لك الروتس دول ار ايتش سكويرد، كل واحد منهم اتعمل له سكوير. ايه ده؟ يعني اللي هيطلعوا هعمل لهم سكوير. يا نهار ابيض. بص بقى، to form the vertices of a new shape، هيكونوا شكل جديد، هات لي الاريا بتاعته. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، يعني انت هتجيب الروتس هيطلعوا كام روت؟ 6، هتعمل ل each of them square، يعني هتعمل كل واحد منهم باور 2. بعد ما هعمل له سكوير، ها الشكل اللي هيطلع انا ما اعرفش هو ايه طبعا، ماشي، هات الاريا بتاعته. دي مصيبه دي. ها طبعا وانا عارف ان الشكل اللي هيطلع هيبقى هيكساجون عشان ما نقعدش نحور. اوكي، تيجي نشوف هنعمل ايه. يلا انا هعملها يا جماعه، خلاص. بص استنى، اصل هي خطوات، استاذنك يعني تركز كده معايا. انا هنا هجيب الار والسيتا، هنا هجيب لك الست روتس، وسع كده. بص وانا ممكن اعمل كده، انا اسف جدا في اللي انا هعمله ده يا جماعه، بس عشان ايه ننجز. يلا، هو انا ليه بعمل كده يا جماعه؟ ده انا لو فتحت البراكتس بايدي احسن. اوكي، 1 2 ادي 3 ادي 4 ادي 5 ادي 6. اوكي، هقوم هنا عامل سكويرهم، 1 2 3 4 5 6. مستر انا مش فاهم انت بتعمل ايه. لا افهمك، الاول انا هجيب الار والسيتا بتوع النيجاتيف 270 27. اوكي، هاخد لهم السكس روتس. اوكي، هجيب الايه، السته روتس في اول واحده هنا، بعد كده هعمل لهم سكوير هنا. خلاص، ازاي هعمل لهم سكوير؟ هعمل الار سكوير وهضرب السيتا في 2. طب يلا تيجي نشوف. يلا، اول حاجه هكتب نيجاتيف 27 على الكالكوليتر، واعمل سوري كتبت نيجاتيف 24 مش عارف ليه، واعمل شيفت 2 واختار رقم 3، طلعت الار ب 27 والسيتا ب 180. حلو جدا. يلا هات لهم الروتس السادس، هعمل 6 روتس للار، روت سادس لل 27، طلع رقم مش حلو. اوكي، روت سادس لل 27. اوكي، هو هو هنا وهو هو هنا وهو هنا وهو هنا، انا مش هقعد اوجع دماغي. اوكي، ممكن نوسع دي بس شويه كده. طيب بس استاذنكم يا جماعه، بس انا هعمل الايه، الانجل على طول، عشان انت شايف يعني المساله لوحدها اصلا طويله. ماشي، اول مره هقسم ال 180 على 6، طلعت 30. تاني مره هعمل 180 بلس 360 واقسم على 6، طلعت 90. تالت مره هطلع فوق كده واعمل ال 180 ملتبلاي ال 360 ملتبلاي 2، طلعت 150. بعد كده هطلع تاني واعمل ملتبلاي 3، طلعت 210. مش وقته خالص، اخليها ستاندرد او لا مش مشكلتي يعني. بعد كده ملتبلاي 4 هتطلع 270. بعد كده ملتبلاي 5 اخر واحده هتطلع 330. انا عارف كويس قوي يا كابتن ان انت متضايق قوي من الايه، من ال 210 دي وال 270 دي وال 330. اوكي، نفسك تخليهم ايه، ستاندرد او برنسبل امبليتيود، يعني تعمل ماينس 360، بس مش وقته، مش وقته. اوكي، طيب تعال نجيب السكوير بتاعهم عشان نشوف الشكل ده هيبقى ايه، عشان نجيب مساحته. خلاص، كلنا عارفين انه هيكساجون، بس برضو يعني ما ينفعش نقول ها. طيب تعالى، يلا هتعمل ده سكوير روت سادس للايه، لل 27 باور 2 هتطلع 3. فاهم حاجه؟ ليه؟ لان هي اصلا 27 باور 1 اوفر 6 اللي هي روت 6 باور 2، يعني باور ايه في الاخر؟ 1 اوفر 3، يعني كيوبيك روت لل 27 اللي هي 3، او اعملها على الكالكوليتر. اوكي، بس خد بالك ان الرقم ده لوحده كده هيديك ايه، هيديك ديسيمالز،
فانت ما تشيلهاش من على الكالكوليتر، اعمل انسر باور 2 هيطلع لك 3، يبقى دول كلهم طولهم 3. طبعا بما ان كلهم طولهم 3 يبقى زي ما بقولك هيكونوا لك شكل هيكساجون. اوكي طيب. الهيكساجون ده عايزين بس الانجلز بتاعته، مش عارف ليه عاوز الانجلز بتاعته في ايه. اه عشان اجيب اي اتنين ورا بعض عشان اجيب طول السايد منهم. اه اوكي ماشي، اعمل يلا الانجل دي مالتبلاي 2 تبقى 60 180 300. استنى لا دي عايزه كالكوليتر. 210 مالتبلاي 2 420، بس ما وصلتش ان انا هسيبها كده يعني، هنقص 360 هيطلع دي 60. ايه ده تاني؟ ايه ده؟ ده هيطلع ترانجل. استنى كده، 270 مالتبلاي 2 ب 540، هنقص 360 طلع 280. الله يعني نفس النقطة. اوكي حلو جدا. 330، تصدق انا غلطت في حاجة اقول لك عليها دلوقتي. مالتبلاي 2 هتطلع 660، هنقص 360 هتطلع 300 برضو. ده طلع ترانجل، فاهم حاجة؟ امسح لي بقى ده كده خلاص مش عايزه. قدامك كام عدد مركب؟ هتقول لي 1 2 3 4 5 6، ما هو ده الناتج. بص ركز تاني كده، هو قال لك ايه؟ الروتس اللي هم 6 ار اتش سكويرد، عملنا له سكوير، هما 6 عملنا لهم سكوير، حلو كده؟ فطلعوا كام؟ طلعوا 6. لا اكتشفت ان ده، سوري فين القلم؟ اهو ده نفس ده، ما هو ده نفس العدد، فخلاص اشطب ده وده وده لانهم 3 اعداد بس. اصبح ان الشكل ده يا صديقي عباره عن ايه؟ عباره عن ترانجل. تعرف تجيب اريه الترانجل ده؟ اعرف اجيبه طبعا. ليه؟ انا ممكن اجيب لك الترانجل از ا فيرتكس، فيرتكس A بي سي. ازاي بقى؟ احوله اكس وواي. يلا هعمل 3 كوساين 60 و 3 ساين 60، 3 روت 3 اوفر 2 و 3 كوساين 60 ب 3 اوفر 2. اوكي طيب، والثانيه 3 كوساين 180 هتطلع نيجاتيف 3 و 3 ساين 180 هتطلع 0. اخر حاجه 3 كوساين 300 هتطلع 3 اوفر 2 بردك، ها، و 3 ساين 300 هتطلع نيجاتيف 3 روت 3 اوفر 2. طيب بص كده، لو رسمناه هيطلع رايت انجل ترانجل من غير ما اجيب اطوال واتعب نفسي، ارسمه اسهل، هيطلع رايت انجل ترانجل على طول. الاي 1.5 ومش عارف كام. اوكي ادي الاي اهي، دي كام؟ 3 اوفر 2 1.5 يعني، ودي كام الارتفاع؟ ها 3 روت 3 اوفر 2. ركز بقى كده، شوف السي نفس الواحد ونص بس هتنزل، يبقى السي هنا، عشان كده بقول لك رايت انجل ترانجل. لا او لسه يعني هتعرف دلوقتي. دي كده ها 3 اوفر 2 بردك نفس الحاجه، وايه؟ و3 روت 3 اوفر 2 برده بس لتحت. اوكي طيب، البي نيجاتيف 3 و0 نيجاتيف 3 و0. اوكي طيب الترانجل وصلوا ببعض اهو، في مشكله كده، هو مش رايت انجل ترانجل، بس انا ممكن اجيب الاريا بتاعته كده اسهل. ازاي؟ البيز اهو من الاي للسي، البيز بكام؟ 3 روت 3 اوفر 2 و 3 روت 3، ما هي دي 3 روت 3 اوفر 2 ودي 3 روت 3 اوفر 2، يبقى 3 روت 3 اوفر 2 ملتبلاي 2، يبقى دي كده طولها كام؟ 3 روت 3 بس، ده البيز. طب والهايت اهو، حد عارف الهايت ده بكام؟ الحته دي كده، بص تحت كده خالص، الحته دي كده 3 والحته دي كده 3 على 2 يعني 1.5، يبقى الهايت كام؟ 4.5. حد فاهم قصدي يا جماعه؟ عايز بقى انت تجيب الاطوال وتحلها براحتك يعني. انا بص ممكن تجيب ايه؟ طول الاي بي بقانون الديستنس بتوين تو بوينتس. اوكي وتجيب طول البي سي بقانون الديستنس وطول الاي سي بقانون الديستنس، يبقى معاك الثلاث اطوال. اعمل سيرش على هيدنز لو بيجيب لك الاريا. طبعا السيرش احنا خدناه في الابلكيشنز او في الريليتد تايم ريتس، في قانون بيجيب لك الاريا بتاعت الترانجل لو معاك الثلاث اطوال بتوعه انت تعرف تجيب بس انا يعني شايف ان انا ارسم اوقع. اوكي فيبقى كده الاريا عباره عن ايه؟ ها هاف ملتبلاي البيز اللي هو 3 روت 3 ملتبلاي الهايت اللي هي 4.5. هيطلع لحظه 27 اوفر 4 روت 3، يعني 27 روت 3 اوفر 4، يبقى الانسر بي. ها طيب مستر انت قلت ان انت غلطت في حاجه، ممكن اعرف ايه هي؟ هقول لك.
انا ما غلطتش يعني، انا بس ايه عملت خطوات زياده، هقول لك ليه دلوقتي حالا، او غلطت يعني، لان طبعا الحل الاذكى هقوله لك. بص انت دلوقتي وصلت ان الزد باور 6 ايكوال كام؟ نيجاتيف 27، يبقى الزد بكيوبك روت، سوري 6 روت لل 27. هو بيقول لك each of them squared، يعني الزد دي اللي هي ليها كام، الزد دي لوحدها ليها كام قيمه؟ 6، عملناها باور 2. اوكي يبقى الزد باور 2 هعمل ده كمان باور 2، طبعا ده كده يبقى عباره عن نيجاتيف 27. ركز كده، هو اصلا باور 1 اوفر 6، ما هو 6 روت دي يعني باور 1 اوفر 6، انا هعمله سكوير يعني باور 2، يبقى باور كام؟ 2 ملتبلاي 1 اوفر 6 يبقى 1 اوفر 3، يبقى كانك خدت كيوبيك روتس للنيجاتيف 27. خلاص قوم ايه بقى، اعمل ال 27 دي، هات لها الار والثيتا وهات كيوبيك روتس 3، هيطلعوا معاك الثلاثه اللي انا جبتهم في الاخر على طول، بدل ما كنت توجع دماغك وتعمل ال 6 روت الاول بعدين تعمل سكوير. طب ما انا لما اخد الروت السادس واعمله باور 2 كاني جبت الكيوبيك روتس، فاهم حاجه؟ هيطلعوا 3، الثلاثه دول هيدوك vertices of triangle، هو ما قالكش الشكل ايه بس انا طالما هم ثلاثة اصل لا اله الا الله، ثلاثة هيدوني ايه؟ ترانجل. وبعدين يا جماعة انا استغبيت في حاجة الصراحة، هم مش ثلاثة دول كيوبيك روتس؟ اه يعني ده هيطلع ايكولاترال ترانجل. ركز كده معايا، انا كمان غبي في الحتة دي، انا ايه اللي خلاني ارسم انا غبي ولا ايه يا جماعة؟ مش عارف مالي، صلي على النبي كده. هو مش انا قلت لك ان الروتس، مش انا قلت لك ان الروتس بتاعت اي شكل في الدنيا بتكون شكل ريجولر؟ كلمة ريجولر دي معناها ان السايدز بتوعه كلهم قد بعض، فهو ترانجل فالسايدز بتوعه كلهم قد بعض، فكان ممكن تجيب مثلا، مش انا كنت جايب لك اي بي سي، كان ممكن تجيب طول الاي بي ها وتقوم عامل ايه، تعمل هاف، شفت طول الاي بي اللي انت جبتها دي، تعملها سكوير ملتبلاي ساين 60. اه بستخدم القانون اللي هو ايه، هاف ملتبلاي اي تو سايدز ملتبلاي بعض ملتبلاي ساين الانكلودد انجل. طبعا هما الثلاثه لازم يطلعوا قد بعض. طب مستر ما جرب واجيب البي سي كمان. لا ما تجربش، ما هما طالما روتس لازم الثلاثه يطلعوا قد بعض، لو اربعه هيطلعوا قد بعض، لو خمسه هيطلعوا الاطوال كلهم قد بعض. يعني هو لما كان هيكسجون انا كنت فاكر في الاول انه هيكسجون كان هيطلع هيكسجون ريجولر، يعني ده قد ده قد ده قد ده قد ده قد ده، طالما ان هما 6 روتس يبقى لازم يطلع. طب لو هو ترانجل اهو، يبقى ده قد ده قد ده، هات اي واحد منهم ويبقى الانجل بينهم 60 عشان هو ترانجل ايكولاترال. ها في اي حاجه صعبه؟ لما تيجي انت بقى تحله لوحدك شوف الطريقه المناسبه ليك وحلها. اوكي المهم انك تبقى فاهم. بيقول لك يوز اويلرز فورمولا، اويلر هو اللي عامل ان الاي باور اي سيتا، بص كده هي سيتا اي يعني، اوكي الاي باور سيتا اي دي الار ب 1 والسيتا سيتا بتساوي كده، دي التريجونومتريك فورم. اوكي اللي على الشمال دي الاويلر واللي على اليمين دي التريجونومتريك، الار ب 1 كده كده خلاص. بيقول لك استخدم دي بقى عشان تاكسبريس الساين والكوساين بدلاله الاي والاي، الاي باور اي سيتا والاي باور نيجاتيف اي سيتا. اوكي طب ما تيجي نعمل ايه يا جماعه، شايف الاي باور اي سيتا دي هو اساسا مديها لك، والاي باور نيجاتيف اي سيتا دي انا هجيبها، صلي بينا على النبي. حد عارف ايه الفرق يا جماعه ما بين دي ودي؟ الاولى الانجل بسيتا والتانية الانجل بنيجاتيف سيتا. خلاص يلا، اول واحدة هتبقى كوساين سيتا بلس اي ساين سيتا عادي، تاني واحدة هتبقى كوساين نيجاتيف سيتا بلس اي ساين نيجاتيف سيتا. سبق قبل كده وقلت لك ان الكوساين ايفن ما بيفرقش معاها النيجاتيف فهتفضل كوساين سيتا، وان الساين اود بتطلع النيجاتيف بره زي السكوير والباور 3، فاكر الكلام ده؟ طيب اقفش لي بعد اذن حضرتك دي ودي، هو انا ازاي عملت كده يا جماعه؟ استنى كده، انا كان قصدي اقفش الايكويشن كلها يعني، انا مش عارف ايه اللي انا عملته ده. اوكي اقفش لي دي، دي اي والتانية اي باور كام؟ نيجاتيف اي سيتا، ودي كده دبل اي. هو عايزك تجيب الكوساين بدلالة الإيهات والساين بدلالة الإيهات، عايز تجيب الكوساين بدلالتهم اجمع الاي مع الاي، الاي مع الاي الدبل اي سوري. اوكي ليه؟ الساين هتكنسل الساين فهتعرف تجيب الايه؟
الكوساين بدلالة الاي. ركز كده تاني، اجمع، بص تاني 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 تاني، انت لو جمعتهم هتجيب الاي بدلالة، سوري، الكوساين بدلالة الاي، لان الساين هتتكنسل. اوكي، ولو طرحت الاي من الدبل اي، طرحت الدبل اي من الاي، سوري مش عارف هي بتتنطق ازاي بس ما علينا، لو عملت اي ماينس دبل اي هتلاقي ايه؟ الكوساين كنسلت الكوساين وتبقى الساين، فهتعرف تجيب الساين بدل. طب ما تيجي نشوف. تيجي نشوف، يلا اجمع المعادلتين، هيبقى اي باور اي سيتا بلس اي باور نيجاتيف اي سيتا، ده اللي في الناحيه الشمال. في اليمين الاي هتكنسل الاي، اي ساين سيتا هتتكنسل مع النيجاتيف اي ساين سيتا، هيبقى كوساين بلس كوساين يعني 2 كوساين سيتا. يبقى الكوساين سيتا بايه؟ بهاف اللي في الناحيه اليمين الشمال ده. في مشكله كده؟ ها؟ طب تيجي بقى نجمع، سوري، تيجي نطرح الاي مع الاي عشان نكنسل الكوساينات. يلا يا باشا، هتعمل اي ماينس اي سيتا ماينس اي باور نيجاتيف اي سيتا ايكوال، ها هعمل اي ماينس دبل اي، فالكوساين دي ماينس كوساين دي هيتكنسلوا، هيبقى اي ساين سيتا ماينس نيجاتيف اي ساين، يبقى بلس اي ساين سيتا، ما هو نيجاتيف ونيجاتيف، طب تطرح، ها تبقى 2 اي ساين سيتا، ودي ال 2 اي هناك بالديفايدد يبقى 1 اوفر 2 اي في ده كله. اوكي، فين بقى الانسر؟ هو بيقول انه ايه؟ تعالى كده نتاكد، هاف اي باور اه اوكي ساين سيتا ب 1 اوفر اي، برافو عليا. ها في حاجه صعبه يا جماعه؟ طبعا السؤال بيقول لك ظاهريا تحسه فاهم يعني، هو ما فيهوش اي حاجه اصلا. اوكي، using the Moivre theorem to find the exact value of the definite integration من 0. طبعا انت عارف هنا ايه sin power 3، فانت عارف المساله دي اللي هو بتقول ايه، بتفرض ان في عدد عباره عن sin theta plus i sin theta. اوكي، وتعمله bracket power 3 وتفكه مرتين. ماشي، هفكه مره بدي موفر، هقول ان ده بيساوي، ها هعمل الار، هو ايه ده يا جماعه؟ ده ايه sin دي؟ قصدي كوساين. اوكي، كوساين سيتا. اوكي، هفكه مره بدي موفر ومره بالباينوميال سيرم، بس يعني انا مش فاهم الصراحه ليه ما احلش دي على الكالكوليتر وخلاص. ها طب احلها ازاي على الكالكوليتر؟ خد بالك انت كده، سوري، انت كده بتتكلم في كالكولس. اوكي، هتعمل ايه؟ اول حاجه لازم ترجع لي بس الكالكوليتر للمود 1، الكمبيوتر او معرفش الكومب دي اختصاري. اوكي، المود النورمال الطبيعي مش الكومبلكس، خلاص رجعها للمود الايه الطبيعي ده اولا. ثانيا حولها لي راد. فاكر الكالكولس لما بنيجي نعمل ديفينيت انتجريشن وفي حاجات فيها باي وبتاع، لازم نحولها لمؤاخذه راد. اوكي، اخر حاجه معلش هتعبك معايا، تعمل ايه؟ تعمل الديفينيت انتجريشن عادي. بعد ما تعمل الديفينيت انتجريشن ده هيطلع 2 اوفر 3، مفيش اي مشكله. يلا حبايبي كده نشوف الاسئله العاديه. طبعا ده سؤال عادي قوي، ما كانش المفروض يبقى موجود هنا، كان المفروض يبقى موجود ورا شويه. عشان كده احنا حلينا اصعب منه بكتير. اوكي، بيقول لك بص، زد 1 وزد 2 ار كيوبيك روتس اوف ذا نمبر ده. هو ازاي كيوبيك روتس وهما زد 1؟ اه هو في زد 3 كمان بس هي مش مكتوبه. اوكي، في زد 1 وزد 2 وزد 3، الثلاثه دول لا مؤاخذه كيوبيك روتس للرقم ده. بيقول لك انا عايز بقى 25 زد 1 باور 3 ملتبلاي 4 زد 2 باور 6 اوفر، ها زد 3 باور 12. طب دي هعملها ازاي؟ انا عايز اقول لك حاجه، مش عارف انت هتفهمني ولا لا، معلش ركز كده معايا. زد 1 او زد 2 او زد 3 لو عملناهم باور 3 اكيد اكيد هيدوك 6 بلس 8 اي. حد فاهم حاجه يا جماعه؟ الثلاثه اه، بص كده، هو ايه اللي انا عملته ده يا جماعه؟ طب انا عايز اخد واحده منهم بقى. امسحهم لي. سنه سنه والله اعملهم لك تاني، هات واحده خدها فوق، دبلكيت تاني خدها فوق. يا كابتن لو سمحت، يا كابتن لو سمحت، هي اصلا بيقول لك ان الزد 1 او الزد 2 او الزد 3 كيوبيك روتس، ده معناه ان انا لو عملت اي واحده منهم باور 3 لازم تديني العدد الاصلي. ممكن اسالك سؤال؟ هو انت لما كان بيبقى معاك مثلا، بص كده، ان الزد سكوير ب 4 في الاعداد الحقيقيه، يبقى الزد روت ال 4 بوزيتيف اور نيجاتيف 2، يعني يا 2 يا نيجاتيف 2، لو عملت دي سكوير
لازم تديك 4، ولو عملت دي سكوير لازم برضو تديك 4. وكذلك في الكومبلكس، ما هو ده معنى اصلا الكيوبيك او السكوير او اي روت، الانث روت. اوكي، فانت لازم تبقى فاهم انا عايز استغل الحته دي هنا، لان واضح جدا. بص اعمل لك زد باور 3، زد باور 6، ها زد باور 12، كلهم ارقام مالتيبل اوف 3 من مضاعفات الثلاثه، يعني اقدر اخليهم ثلاثه في حاجه، ولو خليتها ثلاثه في حاجه هتخليها باور 3 باور الباور الثاني. فاهم قصدي؟ بص كده، لو هي ان في ام فانا اقدر اخليها زد باور ان باور ام. فاهم حاجه؟ فانا اقدر اوصلهم كلهم يا جماعه للزد الاصليه اللي هي 6 بلس 8 اي، لان اي عدد من الثلاثه دول طالما انهم، طبعا بص يا جماعه عشان تبقى عارف، انا كان ممكن اخش زي الحمار واقوم حللها اجيب الكيوبيك روتس، وانا يعني وانا يعني عبيط، 6 بلس 8 اي من الكالكوليتر هجيب الار والسيتا واحسب الكيوبيك روتس، هاخد كيوبيك روت للار في الثلاثه، ومره هقسم السيتا على الثلاثه، ومره ازود 360 على الثلاثه، ومره ازود 2 360 على الثلاثه، جبت الكيوبيك روتس واعوض وبلا بلا بلا وابقى حمار بحل. بس انا بديك حل اذكى، ها، ان انت لازم تبقى فاهم ان اي واحده من الثلاثه دول لو عملتها باور 3 هترجعك للعدد نفسه. اوكي، طيب تعالى بقى كده نحل. اوكي يلا، بص يا باشا، بص على اللي هو طالبه. طبعا هو عامل عمليات مالتيبليكيشن وديفايدد، فانت كده كده في الاخر لازم هتحولهم بولر، بس هو طالب الانسر الجبريك، هبقى احولهم تاني الجبريك، بس مش عارف اعمل العمليات دي كلها الجبريك. اوكي طيب، الزد باور، الزد 1 باور 3 دي عشان تبقى عارف عباره عن ايه، عباره عن 6 بلس 8 اي من غير ما افكر، والزد 2 باور 6 دي عباره عن زد 2 باور 3 باور 2، 2 باي 3 ب 6. اوكي، يعني دي بتساوي ايه، سكوير 6 بلس 8 اي، ودي انا ممكن اعملها برضو على الكالكوليتر، همسك الكالكوليتر كده هعمل 6 بلس 8 اي، استنى نسيت احولها كومبلكس، هرجعها كومبلكس تاني، والنبي استنى عايز ارجعها عشان كنت لسه حل المساله راد فرجعتها ديجري اهي. اوكي، اوعى تنسى ترجع الكالكوليتر ديجري. اوكي، هتعمل سكوير وتطلع دي بنيجاتيف 28. طب انا ليه وجع دماغي، استنى 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 استنى، سيبها كده دلوقتي. ماشي طيب، وفي هنا انت عارف ليه بقول لك سيبها كده، عشان انا كده كده محتاجهم ار وسيتا. ما انت واخد بالك، بص سيبك من ال 25 مالتبلاي 4، بص اللي هو طالبه ده عباره عن ايه، 100 25 باي 4 يعني 100. اوكي، في زد 1 باور 3 مالتبلاي زد 2 باور 6 اوفر زد 3 باور 12. عمليات المالتيبليكيشن دي كده، المالتيبليكيشن والديفيجن دي بتخلص بالار والسيتا. يعني بص كده اقول لك حاجه، سيبك من ال 100 دي خالص دلوقتي، دي عباره عن ايه، ها ركز معايا بقى كده، اجيبهم لك بولر. يلا هعمل ار 1 باور 3 مالتيبلاي ار 2 باور 6. طب انا ليه بعمل كده، بص هتضرب الار بتاعه دي في الار بتاعه دي وتقسمها على الار بتاعه دي، وهتجمع السيتا بتاعت دي بلس السيتا بتاعت دي ماينس السيتا بتاعت اللي تحت، وال100 دي بتتضرب في الار النهائيه بس، يبقى 100 مالتبلاي الار النهائيه، والسيتا ما بتتاثرش بال100 دي لان ده كونستنت. فاكر الكلام ده، ها فاكر الكلام ده. اوكي، فانا دلوقتي جبت الزد باور 2، سوري الزد باور 6، تعال نجيب الزد باور ايه، زد 3 باور 12، دي اخليها زد 3 سوري زد 3 باور 3 باور كام 4، عشان الزد 3 باور 3 ب 6 بلس 8 اي، اي حاجه في دول باور 3 ب 6 بلس 8 اي. اوكي، تعالى بقى بالقلم الازرق، هنجيب ده هنجيب له ار وسيتا، هنسميها ار 1 وسيتا 1. خلي بالك دي بتاعت الزد باور 3، ركز تاني كده، بص على اليمين هنا كده، الزد 1 باور 3 دي والزد 2 باور 6 دي والزد 3 باور 12 دول، انا هجيب الار والسيتا بتاعتهم شاك براكب كده بالباور 12 كله. ما هو بص الار والسيتا دول بتوع مين؟ بتوع الزد باور 3 والايه؟ والار. نفس الكلام، بص هنا شايف ده؟ مش ده عباره عن الزد باور 6، زد 2 باور 6، ها؟ انا هجيب الار بتاعته هسميها ار 2 والسيتا بتاعته هسميها سيتا 2. نفس الكلام هنا، هجيب بالباور 4 كله الار 3 والسيتا 3. ها افهم تاني، انا مش محتاج ان انا اعمل باور 12 تاني مانوال. اوكي طيب، خلي بالك انا كان لازم، كان ضروري ان انا اعمل كده حتى يعني اشيك. اوكي تعالى بقى نشوف 6 بلس 8 اي، هات السيتا والار بتاعتها،
يا نهار ازرق، طلعت ارقام غريبه. طب اعمل ايه في حاجه زي كده؟ استنى افكر، استنى افكر. خلاص هات ارقام قريبه منها وخلاص بقى يعني. ماشي، دي طلعت 10 ودي طلعت 53.13. التانية هتعمل ايه؟ ركز كده، نفس دي، نفس الار والسيتا دي باور 2، فهعمل ال 10 باور 2 يعني 100، وهضرب السيتا دي في 2، 53.13 multiply 2 هتطلع 106.26. اخر واحدة يلا هعمل نفس الار والسيتا اللي هما 10 و53.13 باور 4، فهعمل الار اللي هي ال 100 ال 10 سوري باور 4 هتطلع 10 thousands. ايه الرقم الكبير ده كله؟ 10 thousands. اوكي، وهعمل السيتا اللي هي 53.13 multiply 4 هتطلع 212.52. ركز بقى كده معايا، عشان تجيب الار النهائية بتاعت كله هتعمل ايه؟ الار الاولى في التانية على التالتة، هعمل فراكشن كده وهعمل 10 multiply 100 divided 10,000، 10 multiply 100 divided 10,000 طلعت 1 over 10. انا ضاربها في 100 ليه؟ عشان خاطر في 100 هو مديها لك اللي هي 25 multiply 4. اوكي، طب السيتا هتعمل ايه؟ هتعمل السيتا الاولى بلس التانية ماينس التالتة، ما هو في البرودكت السيتا بتتحول سمشن والايه سوري المالتبلاي بيتحول سمشن والديفايدد بيتحول سبستراكت. اوكي، فاعمل السيتا الاولى اللي هي 53.13 ها ماينس، لا سوري بلس 106.26 ماينس الاخيره اللي هي 10212.52، اداك في الاخر نيجاتيف 53.14. في مشكله كده؟ دي طلعت الانجل بتاعتي. طيب هضرب دي في دي، هو ايه اللي حصل يا جماعه؟ هضرب دي في دي هتطلع كام؟ 100 في 10 هديفايد 10 يعني 10، والانجل دي هروح محولها الجبريك 10 كوساين نيجاتيف 53.14 طلع 5.99 يعني قول 6. اوكي، دي الاكس، وهضرب 10 ملتبلاي ساين نيجاتيف 53.14 هيطلع نيجاتيف 8.0010 يعني 8 اي. يبقى ده الانسر النهائي اللي هو البي، والحمد لله. ها وما تفكرش تحلها تاني لوحدك عشان اتخنقت منها اصلا. اوكي، ركز كده معايا. طبعا في ابروكسيميشن عشان انا اصلا طلعت معايا الانجل 53.13 فعملت ابروكسيميشن. هي ليها طريقه تانية الصراحه ممكن اقول لك عليها. طيب انت بس فاهم لحد دلوقتي صح؟ ماشي، تيجي احلها لك بطريقه هي نفس الطريقه يعني بس ايه حل اسرع. بص كده ركز معايا، احنا قلنا انت كده دي 100 ماشي في زد 1 باور 3 اللي هي زد ملتبلاي زد 2 باور 6 اللي هي زد سكوير اوفر زد باور 12 اللي هي زد باور 4. فاهم حاجه؟ يبقى دي بتساوي ها 100 زد في زد سكوير يعني زد باور 3 على زد يعني ايه زد باور نيجاتيف 1. اوكي، فيبقى دي بتساوي 100 اوفر زد اللي هي 6 بلس 8 اي. دخل دي كده على الكالكوليتر 100 اوفر 6 بلس 8 اي هتطلع الاجابه دي على طول. ايه ده؟ ايه يا مستر ده؟ امال ايه اللي انت عملته ده؟ يا ابني ما انا بفهمك، ما هو انا في الامتحان يا جماعه مش هتيجي في دماغي الفكره دي على طول مع انها فكره بديهيه. بص لو عايز تعرف، خلي بالك، لو عايز تعرف ليه الزد 1 باور 3 انا شلتها على طول وحطيت زد، طب ما هو عشان الزد 1 اصلا كيوبيك روت للزد. فاهم حاجه؟ طيب والزد 2، ما هو الزد 2 دي يا جماعه ممكن تشيلها وتحط كيوبيك روت الزد. اوكي، بص 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 اقول لك حل كويس والله العظيم هيريحك من اللي انا قلته ده كله. اصلا انا اصلا من الاول كان المفروض اشرح كده بس ده هيخليك حافظ مش فاهم. الزد 1 شيلها وحط كيوبيك روت الزد، والزد 2 شيلها وحط كيوبيك روت الزد برضك، ها، والزد 3 شيلها وحط كيوبيك روت الزد. بس ده جاست ان كيس ان انت معاك الباور اللي محطوط على زد 1 وزد 2 وزد 3 زي السؤال ده كده من مضاعفات الثلاثه. اوكي، فبص بقى فوق كده في اللي هو طالبه، ركز معايا. اول واحده زد 1 باور 3، فلما اعمل باور 3 على دي هيبقى زد. طيب زد 2، بص كده زد 2 باور 6،
زد 2 اهي، بص تاني واحده كيوبيك روت، لما اعملها باور 6 6 ملتبلاي 1 اوفر 3 تبقى زد سكوير. اخر واحده زد 3 باور 12 لما تعمل دي باور 12 وهي باور 1 اوفر 3 بقى زد باور 4. حد فاهم حاجه يا جماعه؟ ها في اي مشكله؟ يلا حبايبي كده. طبعا ده سؤال شهير قوي. بيقول حليناه قبل كده يعني كذا مره كمان. بيقول لك اف زد بإي باور سيتا اي، طبعا الزد دي يعني الار ب1 والسيتا بسيتا، هو مسميها سيتا. اوكي بيقول لك فايند ذا مودولس يعني الار والبرنسبل امبليتيود يعني السيتا بتاعت الرقم ايه 1 بلس زد على 1 ماينس زد. ركز كده معايا، عشان احل سؤال زي ده محتاج ان انا احول الزد تريجونومتريك فورم. الار ب1 يبقى 1 ملتبلاي كوساين سيتا بلس اي ساين سيتا. في مشكله في الكلام ده؟ ركز معايا كده، برغم انها خطواتها معروفه بس هي مساله مهمه جدا وخطيره جدا. ماشي طيب، يبقى هو كده عايز ايه؟ قال لك 1 بلس زد، يبقى 1 بلس شيل الزد وعوض مكانها بكوساين سيتا بلس اي ساين سيتا اوفر 1 ماينس زد. الماينس هتتوزع على الزد لان الزد عباره عن ترمين، ترمي فيه كوساين سيتا خد الماينس، والترم التاني اي ساين سيتا. اوكي اوكي يلا عشان نحل المشكلة فوق وتحت، ركز كده بقى معايا عشان نفتكر بسرعة. أول حاجة ال 1 بلس كوساين سيتا دي كنا بنشيلها ونحط إيه؟ فاكر؟ ها؟ 2 كوساين سكوير نص السيتا، يعني سيتا أوفر 2. بس ده بيكلفك إنك لازم تغير الساين كمان وتشيلها وتحط إيه؟ فاكر؟ هتشيل الساين دي وتحط 2 ساين نص السيتا كوساين نص السيتا. أول حاجة ليه شلت ال 1 بلس كوساين وحطيت 2 كوساين سكوير؟ عشان انا كنت عايز اتخلص من ال 1 اللي هو فري تيرم. اوكي فشلت ال 1 بلس كوساين على طول وحطيت 2 كوساين سكوير نص الانجل. طب ليه شلت الساين وحطيت 2 ساين نصها كوساين نصها؟ مع ان الساين ما كانش فيها مشكله، بس انا كان لازم اخلي الانجل تبقى زي الانجل اللي جوه الكوساين، فقمت مستخدم قانون الدبل انجل عشان تبقى برضو نص الانجل سيتا زي ما هي في الكوساين سكوير دي نص الانجل سيتا. في مشكله كده؟ طبعا فوق هناخد كومن فاكتور بس خلي ده للخطوه الجايه. تعالى نشوف اللي هيحصل تحت. تحت عندي مشكله ان الكوساين دي بالنيجاتيف والنصاين دي بالنيجاتيف. هتقول لي اه يا مستر وال1 دي مشكله. لا سيبك من ال1 دلوقتي، المشكله الاولى انها تتحل دلوقتي ان الساين والكوساين بالنيجاتيف، عشان اغير اشاره الساين وفي نفس الوقت اغير اشاره الكوساين. ما خلي بالك انا كده عايز اغير الاشارتين، فهلعب في السيتا ازاي؟ ثيرد كوادرانت، اخليها 180 بلس سيتا. يبقى بص كده هتشيل الكوساين دي وتخليها كوساين 180 يعني باي بلس سيتا، وتشيل الساين دي وتخليها ساين باي بلس سيتا. قوم ايه؟ الساين بدلت الاشاره فبقت دي بدل ما هي ماينس هتبقى بلس، ودي بدل ما هي ماينس هتبقى بلس. فتعال نشوف كده احنا وصلنا في الاخر لايه. اها كده فوق بقى معايا 2 كوساين سكوير نص السيتا بلس 2 ساين نصها كوساين نصها وفي اي كمان، فهاخد انا من فوق 2 كوساين نص السيتا دي كومن فاكتور. هيتبقى ركز كده، لما خدت 2 كوساين هيتبقى من اول ترم كوساين بس سيتا اوفر 2 بلس اي، خدنا ال 2 دي وخدنا الكوساين دي فيتبقى اي وساين سيتا اوفر 2 بس. كده اصبح العدد اللي فوق متقسم تمام ازاي؟ بص كده النوميريتور دي الار بتاعته سميها ار 1، والسيتا اوفر 2 دي هي السيتا بتاعته سميها سيتا 1. اوكي ها طب تعال نشوف تحت هنعمل ايه. تحت انا حليت مشكله النيجاتيف، فبقت ايه؟ بص كده وصل الشكل النهائي بقت 1 بلس كوساين باي بلس سيتا بلس اي ساين باي بلس سيتا. هنعمل نفس اللي عملناه فوق عشان نحل مشكلة ال 1. بص كده هتشيل ال 1 بلس كوساين دي وتحط مكانها 2 كوساين سكوير نص الانجل باي بلس سيتا، هاخد نصها فالنص هيتوزع تبقى باي اوفر 2 بلس سيتا اوفر 2. ونفس الكلام بقى هنشيل الساين دي عشان نحل المشكلة ونخليها 2 ساين نصها باي اوفر 2 بلس سيتا اوفر 2 كوساين نصها اللي هي برضو باي اوفر 2 بلس سيتا اوفر 2. في مشكلة كده؟ طيب ده هيساوي
اول واحده اللي هي 2 كوساين نص السيتا دي الار ملتبلاي، ركز بقى كده، كوساين سيتا اوفر 2 بلس اي ساين سيتا اوفر 2. خد بالك ان اللي فوق كده مترتب، اللي بره ده الار واللي جوه دي مترتبه تريجونومتريك فورم. تحت نفس الكلام، هاخد 2 كوساين الانجل اللي هي باي اوفر 2 ماينس سيتا اوفر 2 بقى. اوكي، دي كده الار هيتبقى جوه بعد ما خدنا كومن فاكتور، هيتبقى كوساينايه واحده للانجل اللي هي باي اوفر 2 ماينس سيتا اوفر 2 بلس اي ساين، ها نفس الانجل، باي اوفر 2 ماينس سيتا اوفر 2. ما انا دايما حريص، سوري، دايما حريص ان اخليها نفس الانجل. اوكي، طيب اصبح دلوقتي معاك فوق ادي الار 1 وتحت ادي الار 2 وادي السيتا 1 اهي سيتا اوفر 2 وادي السيتا 2 اهي اللي هي باي اوفر 2 ماينس سيتا اوفر 2. اوكي، عايز تعمل بينهم ديفيجن، فطبعا كلنا عارفين ان لما باجي اعمل ديفيجن بعمل ايه؟ بعمل الار على الار. بص اجيبها لك بولار على طول، اها صلي بينا على النبي. الار في ايه يا جماعه؟ الار اللي هتتحط هنا دي، لا اتصدق البراكت ده مش حلو. الار اللي هتتحط هنا دي والامبليتيود اللي هي السيتا اللي هتتحط هنا دي هي ناتج الديفيجن. ها، ناتج الديفيجن، بعمل الار دي على الار دي، ماشي؟ لما اقسم 2 كوساين سيتا اوفر 2 على 2 كوساين باي اوفر 2 ماينس سيتا اوفر 2، ركز كده معايا، ال 2 هتكنسل ال 2 هيبقى كوساين سيتا اوفر 2 على كوساين 90 ماينس سيتا اوفر 2 اللي هي ساين سيتا اوفر 2. تأملها كده وشوف، يمكن أنا غلطان. كوساين سيتا اوفر 2 فوق تحت كوساين باي اوفر 2 اللي هي 90 ماينس سيتا اوفر 2، 90 ماينس أي حاجة بتبدل الساين كوساين والكوساين ساين، خلاص؟ يعني نقدر نشيل دي على طول ونقول إنها كوتان سيتا اوفر 2، آدي الآر. طب تعالى نشوف الأنجل، يلا يلا. هنعمل السيتا 1 ماينس السيتا 2، أه في الديفيجن بعمل السيتا ماينس السيتا، فالسيتا 1 اللي هي سيتا اوفر 2 ماينس دي، فالماينس هيتوزع تبقى ماينس باي اوفر 2 بلس سيتا اوفر 2. سيتا اوفر 2 بلس سيتا اوفر 2، هات كده الازرق، سيتا اوفر 2 بلس سيتا اوفر 2 بسيتا ماينس باي اوفر 2. في مشكله كده؟ اه في مشكله انها مش طالعه الانسر صح، طالعه باي اوفر 2 بس. اه يبقى انا عامل حاجه غلط. اه دي بلس سيتا اصلا. سوري. بص على الشمال تحت خالص كده الانجل، بص كده عاملها لك باللون الازرق اهي، شايف الانجل دي كانت ايه؟ باي اوفر 2 بلس سيتا. امال انا لما جيت عملتها هنا عملتها باي اوفر 2 ماينس، لا هي بلس سيتا اوفر 2، بلس سيتا اوفر 2. اوكي، فلما اجي اعمل هنا بص كده شايف ده، انا عامل دي بلس، لا ما هي اصلا بلس، هي اصلا بلس، فدي تبقى ماينس، فاهم حاجه؟ فده هيكنسل ده، يبقى ما فيش سيتا خالص، هيبقى لي بس نيجاتيف باي اوفر 2. اوكي، هي طالعه بقى هنا باي اوفر 2، يبقى انا عامل حاجه تانية غلط؟ مستحيل مستحيل اكون عامل حاجه تانية غلط. اه هي دي اصلا باي، هو ايه اللي حصل يا جماعه؟ انا في حاجه مش فاهمها. اه هي دي بقت باي اوفر 2 عشان اوكي باي بلس 180، مفيش اي مشكله. الكوساين اصلا كانت نيجاتيف ولا ايه؟ هي نيجاتيف باي اوفر 2، لحظه كده اعملها تاني، تعالى نراجع من الاول. كوساين باي بلس سيتا 180 بلس سيتا، اه عشان تغير الكوساين وغير الساين مفيش مشكله. غيرت الاشاره صح ولا سيتا؟ لا صح، انا عاملها صح. اوكي، باي اوفر 2 بلس سيتا اوفر 2، اوكي مفيش اي مشكله، هتعمل اللي فوق ماينس اللي تحت، فهتبقى ده يكنسل ده، هيبقى نيجاتيف باي اوفر 2. اوكي، يبقى الار بكوتان سيتا اوفر 2 والسيتا الانجل بنيجاتيف 90، هو هنا عاملها بوزيتيف 90، لا هي المفروض نيجاتيف. اوكي، برضو هراجع لو في غلط هقول لكم، بس حتى الان هي المفروض نيجاتيف 90. اوكي، طيب يا جماعه انا جيت لكم تاني، سوري. طبعا انا غلطه اكيد انتم متوقعينها واكيد انتم صلحتوها، اصلا نفس السؤال ده احنا حليناه قبل كده. هي الفكره ان انا ما خدتش بالي ان الساين اللي في النص دي ماينس اي بلس، سوري، خليتها انا ماينس، فهنا دي بلس، فانا غيرتها في الامبليتيود ونسيت اغيرها هنا، فكده دي بص بقى دي مش ساين
دي نيجاتيف ساين. انا سبحان الله شخبطت على الساين وهي نيجاتيف ساين. فاهم حاجه؟ بص كده هفهمك الغلطه كانت فين. انا وانا بنقل الانجل، مش انا، حتى انت صلحت انا الغلطه دي من شويه لما قلت لك انا نقلتها ماينس وهي بلس، صح كده؟ فالغلطه هنا على فكره كان ممكن امسحها واعيدها تاني من الاول، بس الفكره عشان تبقى فاهم الايه الفرق ايه وتتعلم لو دي كنا هنعمل ايه لو دي كنا هنعمل ايه. هنا بقى الحنكه كلها فين؟ في الحته بتاعت ايه فين؟ في الحته بتاعت الكوساين اللي تحت. الكوساين اللي تحت لو كانت 90 ماينس فدي بساين، طب لو 90 بلس، القانون بيقول لك ان كوساين 90 بلس اي حاجه ها بنيجاتيف ساين، فيبقى في نيجاتيف هنا، فدي مش هتبقى كوتان، هتبقى دي نيجاتيف كوتان، صح كده؟ الا ان مفيش حاجه اسمها ار بالنيجاتيف. عشان كده هنعمل ايه يا جماعه؟ النيجاتيف دي هتتشال من هنا وهتتوزع. بص كده ممكن اكتب فين؟ طيب بص فوق خالص، ركز كده معايا. لو انا قلت لك ار كوساين سيتا بلس اي ساين سيتا، اوكي، وفي هنا نيجاتيف، بتقوم انت ماسك النيجاتيف دي عامل فيها ايه؟ بتوزعها هنا وهنا، فبقت الكوساين هي اللي بالنيجاتيف والساين هي اللي بالنيجاتيف، زي المشكله اللي كانت في الاول خالص. بص كده هنا، اها بص هنا اهو، هنا لما كانت نيجاتيف كوساين ونيجاتيف ساين، ما هو ده اللي هيحصل لو وزعت النيجاتيف، عملت انا باي بلس سيتا، اوكي؟ انا طالع معايا الانسر بتاعي انا نيجاتيف سيتا، فهروح عامل باي بلس الانسر بتاعي اللي هي نيجاتيف باي اوفر 2، نيجاتيف باي اوفر 2 سوري، ها؟ مش هو انت المفروض عشان تحل مشكله النيجاتيف اللي جنب الكوساين والساين بتعمل 180 بلس الانجل؟ الانجل طالع معايا انا نيجاتيف 90، فاعمل عشان احل مشكله النيجاتيف اللي جنب الكوتان عشان ما فيش ار بالنيجاتيف، هعمل 180 بلس الانجل دي. ف 180 ماينس 90 ها ببوزيتيف 90، يبقى الانسر كان صح انا اللي كنت غلط، اوكي؟ يبقى دي كده ايه؟ بوزيتيف صح، اوكي؟ هي غلطه واحده غلطتني مرتين. طيب ركز تاني كده بعد اذنك هقولها تاني ببقي بسرعه. انا سبتها مخصوص عشان تفهم المشكله دي لو ما كانتش حصلت. المشكله لو ما كانتش حصلت كان هيبقى عادي، لان هي اصلا بتيجي ساعات بتبقى ايه؟ كانت زد ماينس 1 وزد بلس 1. اوكي بتيجي حاجه زي كده. طيب المشكله اللي واجهتني انا ان كان في نيجاتيف زياده، بس على مين؟ ما هو ما ينفعش النيجاتيف تبقى جنب الار، خد بالك ما ينفعش النيجاتيف ها ما ينفعش النيجاتيف تبقى جنب الار. طب هنعمل ايه في حاجه زي كده لو النيجاتيف اتحطت جنب الار؟ هتتوزع على الكوساين والساين، وحلها انك تعمل 180 بلس الانجل. انا الانجل كانت طالعه معايا قبل ما اكتشف مشكله النيجاتيف كانت طالعه معايا كام؟ نيجاتيف باي اوفر 2 يعني نيجاتيف 90. اكتشفت ان في نيجاتيف جنب الار، لو اتوزعت في الكوساين والساين عشان احل المشكله دي بلعب في الانجل، انما الار ده طول ما ينفعش طول يبقى بالنيجاتيف، اوكي؟ تلعب في الانجل تعمل ايه؟ 180 بلس الانجل، فاعمل 180 بلس النيجاتيف 90 تبقى 90 بالبوزيتيف، اوكي؟ يلا حبايبي كده نشوف دي. بيقول لك which is equivalent to cosine 3 theta، ومديك اربع اختيارات. طبعا بيني وبينك احنا سبق، هي بس هو هنا في سيتا ناقصه هنا، اوكي؟ دي كوساين باور 3 سيتا ودي كوساين باور 3 سيتا، اوكي؟ احنا سبق وحلينا السؤال ده عن طريق ان انت بتفك، بص كده بتفرض عدد زد عباره عن ايه؟ الار بتاعته ب 1 والسيتا سيتا، فتبقى كوساين سيتا بلس اي ساين سيتا، والار كام؟ الار 1. فانت هتجيب هتفك الزد باور 3 اللي هي كوساين سيتا بلس اي ساين سيتا دي، هتفكها مرتين، مره بدي موفر هتقول انها كوساين 3 سيتا، ما انت بتضرب الانجل في 3 وبتعمل الباور اللي سوري بتعمل الار اللي هو اصلا 1 باور 3، اوكي؟ فتبقى كوساين 3 سيتا بلس اي ساين 3 سيتا. ده فكت البراكت بدي موفر، وتفكه مره ثانيه بالباينوميال سيرم، نظريه ذات الحدين شابتر 1، اوكي؟ ازاي؟ هتقول يلا 3 سي 0 يعني 1 في الثاني باور 0 يعني بردك 1 في الاولاني اللي هو كوساين سيتا باور 3 ماينس 0 اللي هو 3 بلس، وتفك هيطلع كام ترم؟ 4 ترمز، اوكي؟ تقعد تختصر الاربع ترمات دول، تختصر هتلاقي اي باور 2 شيلها وحط نيجاتيف 1، هتلاقي اي باور 3 شيلها وحط نيجاتيف اي، هتلاقي اي باور 4 هو هنا مش هتلاقي ها هنا مش هتلاقي اي باور 4، بس هو لو لقيت يعني شيلها وحط بوزيتيف 1، اوكي؟ اختصر لحد ما يبقى عندك الاربع الترمات دول منهم اتنين حقيقيين
هتساويهم بالكوساين 3 سيتا، ومنهم اتنين خاليين هتساويهم بالساين 3 سيتا. فاهم حاجة؟ بس تختصر الأول وفي الآخر هتتحل. طيب دي موجودة، حلتها انت قبل كده يا شربة؟ عشان لو انا عايز اشوف الطريقة. طب وتشوفها ليه؟ ما انا قلتها ببقي، حلها انت هتعرف. في بس شوية قوانين تريجونومتري كده، هتلاقي في ساين سكوير هتشيلها وتحط هاف ماينس هاف كوساين 2 سيتا. اوكي، قوانين حتى كنا بنستخدمها كتير في الانتجريشن. اوكي، ارجع لو انت حابب يعني تشوف السؤال تاني، بس انا شايف انك لو عايز تحله بنفسك، لو عايز سوري لو عايز الطريقه دي حلها بايدك احسن، هتعرفها يعني ان شاء الله. لو وقفت فيها هتلاقي السؤال ده في الحصه بتاعت complex numbers part 2، كنت عامل انا الكومبلكس على ايه بارتين، بارت 1 وبارت 2. اوكي طيب، صلى على النبي بقى. انا هنا عندي حل اسهل وخلاص يا جماعه، بوت اي سيتا وجرب. حط السيتا مثلا بكام؟ بص، نضع ان السيتا ب 30 ديجري، خلاص يبقى كده الكوساين اللي انت بتدور عليها عباره عن كوساين 3 باي 30، يعني كوساين 90. كوساين 90 بكام؟ بزيرو. شوف انهي في دول في الاربع اختيارات اللي لما احط السيتا ب 30 هيطلع معاك زيرو. هو بيقول لك الانسر دي. طب تيجي نتاكد. يلا هعمل كوساين باور 3، هي هنا المفروض في سيتا. اوكي، هعمل كوساين 30 باور 3 ماينس 3 ملتبلاي كوساين 30 ملتبلاي ساين 30 باور 2، طلع فعلا زيرو. يبقى هي دي الاجابه الصح. انت بقى جرب A و B و C هيطلعوا رقم غير الزيرو، جرب دي. اوكي، حد فاهم حاجه؟ طب افرض اتنين يا مستر، طبعا لازم اجرب الاربعه، خد بالك. افرض في صدفه، ساعات كده يا جماعه صدفه، معلش مش خاطر بامتحان ثانويه عامه يعني. افرض الاتنين صدفه، يعني صدفه بحته، ان في اكتر من اجابه، اجابتين مثلا طلعوا لي زيرو، جرب سيتا تانية غير السيرتي مثلا 60 او 40 مثلا اهو. فاهم حاجه؟ بس انت مش واخد بالك، اللي انت هتطلعه لازم ينفع لكل سيتا. ها، لازم ينفع ايه؟ لكل سيتا. فانا هجرب سيتا، لو طلع لي ثلاثة منهم ما طلعوش يبقى الاجابه بتاعتي. طب افرض طلع اكتر من اجابه صح، لا جرب سيتا تانية، ما هو لازم ينفع لكل سيتا. شوف بقى مين فيهم. طبعا انت لما هتلاقي مثلا طلع معاك ايه صح ودي صح، هتروح مجرب سيتا تانية على الاي والدي بس، ما خلاص كده كده البي والسي استبعدهم. فاهم حاجه؟ لقيت الايه غلط يبقى اختار الدي، بس هو يعني مش وارد قوي انها تحصل، بس جرب. هي بس عشان ده رقم زيرو يعني شكيت، انما لو رقم تاني مش وارد قوي انها تحصل. اوكي، بص بقى يا باشا السؤال ده بيقول لك ايه؟ اكسبريس ساين باور 4 سيتا كوساين باور 3 سيتا ان فورم اوف، وراح مديك فورم اصلا بص مش قادر اقراها. حاجه زي كده يا جماعه تكاد تكون معقده، حلينا برضو السؤال ده اعتقد قبل كده، حليته في الكلاس وورك انا فاكر. اوكي، ساين باور 4 وكوساين باور 3، فانت كده محتاج تفك براكت باور كام؟ باور 4 هيظهر فيه، او مش عارف باور كام، استنى هقول لك. باور 4 وباور 3 يبقى انت براكت باور 4، لا ده انت كده محتاج تفك براكت باور 7 ها يا بص انا باور 7 ماشي، بس انا مش مهتم قوي افك براكت باور كام. افكرك بحاجه برضو نظريه خدناها في الباينوميال في شابتر 1، فاكر كان بيقول لك ان في اي ترم لازم الباور اللي على الاكس والباور اللي على الواي، سوري بلاش ان بقى سميها كي مثلا، لازم يكون مجموع الكي والام بيساوي الان دول، فاكر الكلام ده؟ فانا لما لقيت الساين باور 4 والكوساين باور 3 قلت لك يبقى ده كده براكت باور 7 خلاص. طيب انا طبعا يا جماعه هستسهل بيني وبينك، واروح اعمل ايه؟ هروح وضع اي سيتا معينه، ما تقولش هتحط السيتا ب 30 واحسب على الكالكوليتر ساين باور 4 30 ساين 30 باور 4 ملتبلاي كوساين 30 باور 3. اوكي، هيطلع معاك رقم. هجرب الاي والبي والسي والدي، لازم اجرب الاربعه، برغم انك اول ما هتجرب الاي هيطلع معاك الاجابه صح، هيطلع نفس الرقم، ما تختارهاش. جرب البي وتاكد انها مش صح، والسي وتاكد انها مش صح، والدي وتاكد انها مش صح، لان لو طلع واحده من الثلاثه التانيين اللي هو البي والسي والدي طلعت كمان واحده منهم صح او اكتر، حط انجل غير السيرتي، حط فورتي وجرب اللي طلعوا صح لحد ما تلاقي الاجابه الصح تنفع في كل الانجلز. طب جربت السيرتي وطلعوا البي والسي والدي ما ينفعوش والاي بس هي اللي تنفع، يبقى اكيد اكيد الاجابه ان شاء الله هي ايه. ها بصوا حبايبي كده،
السؤال ده كان موجود في الامتحان التجريبي بتاع الوزارة، هو سؤال عادي قوي يعني، بس لو انا هحله بجد هيبقى معقد، فانا هحله بطريقة اسهل بكتير. هو بيقول لك a small report، انسان آلي صغير programmed to ايه، to travel units. هي دي المفروض ايه units، اوكي هي مكتوبة هنا غلط، اوكي to travel ايه units، بيتحرك ايه خطوة ماشي forward للامام and then turn to left، بيلف بيلف يا جماعة. بص يعني هو لو واقف كده بيلف، بص ادي الريبورت اهو. الاول بيتحرك ايه، بيتحرك للامام ايه خطوة، بعد كده هو باصص في الاتجاه ده ماشي turn to left، هيلف في شمال قد ايه، انجل 2 اوميجا، فيبقى باصص ازاي، يبقى باصص كده، حد فاهم حاجة؟ بعدين يتحرك ايه للامام تاني وهكذا. فطبعا برغم انها سهلة جدا، سوري برغم ان هي معقدة، الا ان هي ليها حل بسيط. صلي على النبي، خليك دايما في الامتحان ايا كان الفرع ايا كانت المادة حتى تكون ذكي. هو كده يا جماعة بيقولك انه كرر العملية دي بقى كام مرة، فين ان مرة، كرر العملية دي ان مرة. فانا لو ال ان ب1 هو كده اتحرك ايه. في مشكلة كده يا جماعة؟ بس خلاص هتقوم معوض عن ال ان ب1 في اول واحدة هتلاقيها 1 فتبقى مش صح، ان ب1 هتلاقيها كوساين اوميجا فدي ما بتساويش ايه، اخر واحدة صح هي ايه، فاهم؟ بس في سؤال، انا اول مرة اتحركت ايه، بعد كده لفيت واتحركت هنا ايه، ففي مسافة اهي مش ايه، فهو دي كده كده غلط لان الانسر ثابت ايه. هتلاقي الاجابة الصح سي، ليه؟ لو عوضت عن ان دي ب1 ها هتبقى ساين اوميجا على ساين اوميجا هيكنسلوا بعض يتبقى 1 في ايه، يبقى انت اتحركت مسافه ايه لما الان ب1، فهي دي الاجابه الوحيده. طب عارف لو ما كانتش صح كنت هتعمل ايه يا باشا؟ كنت هتحط الان ب2، بص كده ما هي دي 2 اوميجا، فتبقى دي كده ايه 180 ماينس 2 اوميجا وعوض، فاهم؟ او اعتبر ان الاوميجا مثلا ب 30 ديجري، فاهم حاجه، 10 ديجري وحلها، جرب المهم تحلها في الاخر وتطلع الاجابه صح. طبعا انا هنا ما لحقتش حتى اجرب حاجه وما لحقتش اوريك عبقريتي في نظريه الاستبعاد في الاختيارات، انا ممكن اقعد استبعد لحد ما اعرف الاجابه من غير ما ابقى فاهم السؤال اصلا. ها مش قصدي من غير ما ابقى فاهم السؤال، قصدي من غير ما احله بطريقه الجبر، فاهم الفكره؟